ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. وأسبوع جديد وبداية أولى حلقات الأسبوع من الأهلي الليلة على قناة النادي الأهلي. إن شاء الله النادي الأهلي بيستعد بكرة لمباراة مهمة في بطولة الدوري العام، وكل مباراة خاصة بالنادي الأهلي، كل مباراة بيلعبها النادي الأهلي بتكون بطولة. الثلاث نقاط بتكون هي المهمة الأولى بالنسبة للجهاز الفني واللعيبة. لكن قبل ما أتكلم مع حضراتكم أكتر في تفاصيل وفي أخبار، أرحب بزميلي العزيز اللي موجود معايا في الاستوديو أمير هشام علشان نتكلم مع حضراتكم بشكل أكبر عن النادي الأهلي وآخر الأخبار، سواء بتدريبات اليوم او الاخبار الخاصه بمباراه بكره ان شاء الله. يا امير ازيك؟ مساء الخير عليك يا عمر، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اول مره اكون معاك. فرصه سعيده بصراحه، دي حاجه حلوه، ربنا يستر من حياتي النهارده. الشباب صح؟ تحياتي ليك طبعا يا عمر، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاهلي الليله. واكيد زي ما عودناكم دايما بيكون عندنا العديد من الفقرات اللي بتبقى مهمه جدا وبتهم كل جمهور الكره المصريه، مش بس جمهور النادي الاهلي. زي قال عمر كده، بكره عندنا مباراه مهمه جدا، النادي الاهلي عنده مباراه غايه في الاهميه امام فريق طلع الجيش، بيحاول من خلالها ان هو يستمر ويواصل انتصاراته اللي ابتدت من مباراه بتروجيت، وكان فوز مهم جدا، وبعدين مباراه الجونه، فبالتالي مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي ان هو يواصل انتصاراته بشكل كبير جدا يا عمر، زي ما احنا عارفين، لان كالعاده والطبيعي بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره ان الفريق دايما بينافس على بطوله الدوري، مش بس بينافس عليها لكن بيبقى الاساسي بالنسبه له هو الفوز بهذا اللقب المفضل بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. يعني ان شاء الله بكره تكون مباراه يعني جيده بالنسبه للفريق. ممكن البعض يكون بيتكلم على الاداء، البعض يتمنى اداء كويس، اكيد كلنا نتمنى اداء كويس، لكن الاهم الفتره دي يا عمر اكيد الثلاث نقاط لو تتفق معايا. اكيد طبعا، يعني انا على طول امير بتفق معاك، يعني اي حاجه انت هتقولها انا اكيد بتفق معاك، ورايك مهم في الكلام اللي انت قلته، ومباراه مهمه وان شاء الله تكون يعني تكمله المسيره رائعه جدا نادي الاهلي بيبداها في بطوله الدوري، وكمان موسم تعاقدات قوي، نفس الطموح اللي بتتكلم بيه في بطوله الدوري. نادي الاهلي عنده الطموح ده في الفترة القادمة من التعاقدات، نادي الأهلي بيتعاقد مع 2 لعيبة لحد دلوقتي، ولسه الصفقات شغالة، ولسه الشغل يعني في النادي الأهلي كل ما هو قائم على منظومة العمل الإداري في التعاقدات شغال كل حاجة. طبعا أنت عارف يا أمير أن في سرية كبيرة جدا سواء على المدير الفني أو على اللعيبة، زائد حاجة مهمة جدا ان النادي الاهلي بيعلن في الوقت المناسب. النادي الاهلي نادي منظم جدا، مش نادي عشوائي، وبالتالي وجود محمد محمود صفقة قوية جدا طبعاً، وواحدة من صفقات اللي هيكون ليها مستقبل مع النادي الاهلي ان شاء الله من نوادي دجلة. كمان محمود وحيد واحد من الصفقات ايضا اللي يمكن انا عارفه من زمان وبشهد ليه بمستوى مميز جدا، وجوده في انديه زي انبي والاسماعيلي والمقصه، وكمان منتخب مصر للشباب، وان هو شارك مع منتخب مصر في 2013 في كاس العالم اللي كان مقام في تركيا، خبرات كبيره جدا مع لاعب اكيد هيكون مهم. النادي الاهلي هدفه اكيد ان هو يكون في المقدمه، حتى زي ما هو في الدوري زي ما هو في التعاقدات بيكون رقم واحد. طبعا تجديد كمان عقد مؤمن زكريا في وقت مهم جدا، يديله بعض الاستقرار، يديله بعض ثبات المستوى اللي ان شاء الله هيجي. كلنا اكيد متابعين على السوشيال ميديا وشايفين ان مؤمن غير تمريناته اللي موجوده مع الفريق الاول، كمان تدريباته خارج الفريق، وان هو دايما بيزود مع حسين عبد الدايم على طول خارج الملعب، تدريبات، كل ده بيبين ان مؤمن ان شاء الله يعني خطوه التعاقد او تجديد التعاقد لولايه جديده ان شاء الله هتزيد من حماس اللاعب في الفتره القادمه. لكن النهارده ان شاء الله يا امير، يعني زي ما انت عارف، نعرف الساده المشاهدين هيكون معانا فقرات عديده جدا، هنتكلم بشكل اخص عن التحكيم، وهي مناقشه ملف التحكيم المصري بكل العناصر اللي موجوده. التحكيم في الفترة الأخيرة يمكن في بعض الكلام، فاحنا دايما بنجيب لحضراتكم المصدر علشان نتناقش معاه في الملف بالكامل ونعرف ايه الأخبار وايه اللي ممكن التحكيم يوصل له في المستقبل. معانا فقرتين، الفقرة الأولى مع حكامنا الدوليين الكابتن ياسر عبد الرؤوف، والفقرة الثانية هنكمل فيها أيضا ملف التحكيم المصري مع الكابتن أيمن دجيش الحكم المساعد الدولي.
وفي الختام هيكون معنا الفقرة التالتة مع لاعب النادي الأهلي السابق كابتن موفق الباشا، وهنتكلم معاه فيما يخص فريق الكرة والفترة المقبلة، وأيضا كمان بكرة مباراة الأهلي وطلائع الجيش. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي، وكمان نحاول إن احنا يعني نقدم لحضراتكم ملف يعني جيد بيتكلم وبيخص التحكيم المصري مع كابتننا الدوليين. اتفضل امير. طيب زي ما انت بتقول كده عمر، انت خلاص قلت الفقرات بتاعت حلقه النهارده، اكيد فقرات هتكون مهمه جدا، لكن زي ما اتكلمت عن فريق الكره والتعاقدات اكيد ده شيء غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي، ان هو يدعم صفوفه، ده شيء طبيعي جدا، وخصوصا ان الفريق بيضم عدد من اللاعبين الجيدين، لكن دايما الفريق اللي بينافس على اي بطوله لازم يستمر في التدعيم بالنسبه في الصفوف الخاصه بيه عشان يقدر ينافس، مش بس ينافس النادي الاهلي ان شاء الله ان هو يفوز بمختلف البطولات، ولعل اهمها طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا اللي هتبقى في فتره وجيزه جدا خلال المرحله المقبله. ونسبه الصفقات يعني خلال هذه اللحظات واحنا بنتكلم كده عمر، في احتماليه ان النادي الاهلي ينهي احدى الصفقات اللي هتكون مهمه جدا بالنسبه للفريق ان شاء الله. يعني اتمنى كل التوفيق لكل المسؤولين في النادي الاهلي اللي شغالين في هذا الملف. طيب خلينا نخش في بعض الاخبار الخاصه بالفريق الاول، وزي ما احنا عارفين كلنا المباراه خلاص بكره مع طلائع الجيش، فبالتالي النهارده كان في المران الاخير بالنسبه للنادي الاهلي تحت قياده الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت، والمران انتهى بالتحديد من حوالي ساعه قبل دلوقتي، ومن خلاله الكابتن محمد يوسف اعلن القائمه الخاصه بالفريق واللي هتكون متواجده في المعسكر النهارده. القائمه ضمت كل من شريف اكرامي، علي لطفي، وليد سليمان، هشام محمد، مؤمن زكريا، أيمن أشرف، ومروان محسن، وأحمد حمودي، ناصر ماهر، وباسم علي، محمد شريف، ومحمد هاني، وسعد سمير، وعمر السلية، وإسلام محارب، أحمد علاء، أحمد ريان، وأحمد حمدي، وكمان أحمد الشيخ وكريم ندفت، كلهم عناصر أكيد جيدة، والمرحلة دي أكيد مهمة جدا بالنسبة للمجموعة المتواجدة في الفترة الحالية علشان يعني يثبتوا إن هم مهمين بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترات الطويلة المقبلة. يعني دي مرحلة، مش عايزين نقول مرحلة اختبار أو حاجة، لأن كل اللاعبين المتواجدين في النادي الأهلي نجوم كبار جدا ويستحقوا التواجد في النادي الأهلي، لكن يعني هيبان من خلال الفترة دي بالذات مين اللي يقدر يكون متألق مع النادي الأهلي خلال الفترات البعيدة المقبلة إن شاء الله. ونتمنى لكل كل التوفيق، وخصوصا خلال الكام ماتش اللي جايين، عندنا أربع مباريات بما فيه مباراة الغد ما بين الأهلي وطلائع الجيش، مهم جدا النادي الأهلي إن هو يفوز بجميع النقاط في هذه المباريات. من ضمن الأخبار برضو معانا كابتن محمد يوسف تصريح مهم جدا، وقال إن طلائع الجيش يمتلك دوافع قوية قبل مواجهة الأهلي، وده شيء طبيعي جدا، فريق طلائع الجيش لسه مغير مدير فني جديد، كان عنده كابتن محمد حلمي المدير الفني السابق، جه مكانه لوك إيميل مدير فني بلجيكي تولى المسؤولية مؤخرا، فبالتالي هيكون عندهم دوافع جديدة، وكمان هيكونوا عايزين إن هم يفوزوا في هذه المباراة، نتمنى إن يكون التوفيق حليف النادي الأهلي. فبالتالي كابتن محمد يوسف أكد على إن فريق طلائع الجيش فريق صعب ويمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين، والمنافسة في هذه المباراة هتكون قوية جدا. كمان من ضمن الأخبار كابتن محمد يوسف من ضمن تصريحاته قال أتمنى ألا ينساق لاعبي الأهلي خلف الشائعات. يعني اعتقد يا عمر ده خبر هام جدا، وخصوصا الكلام كتير الفتره دي النادي الاهلي بيتعاقد مع عدد من اللاعبين، فبالتالي بيبقى فيه اجتهادات عن الاسماء اللي ممكن ترحل عن النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، اللي الناس مش واخده بالها او مش واخده بالها من هذه الجزئيه بالتحديد، ان الكلام ممكن ياثر على اللاعبين بشكل او باخر، وخصوصا ان اللاعبين المتواجدين حاليا كلهم في حسابات الجهاز الفني، علشان زي ما قلنا وبنكرر ان المرحله دي مرحله هامه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، بيحاول من خلالها ان هو يجمع اكبر كم ممكن من النقاط، وان شاء الله النقاط كلها خلال بالتحديد الشهر ده، يعني شهر 12 عندنا في اربع مباريات مهمين. فبالتالي كابتن محمد يوسف من خلال كلامه مع اللاعبين طلب منهم ان هم ما يركزوش خالص في كل الاحاديث او الاقاويل او الاجتهادات اللي بتنشر في الاعلام على رحيل بعض الاسماء، علشان ده ممكن ياثر عليهم بشكل او باخر، وبالتحديد من الجانب النفسي اللي بيشتغل عليه كابتن محمد يوسف بشكل قوي جدا، واعتقد الشغل من الناحيه النفسيه بالتحديد اتى بثماره، واللي ده اللي شفناه طبعا خلال مباراه بتروجيت ومباراه الجونه اللي فاتت، وان شاء الله يستمر هذه الجزئيه وتستمر انتصارات النادي الاهلي. اعتقد تصريح مهم جدا يا عمر من كابتن محمد يوسف. يعني اكيد كابتن محمد يوسف في الفتره دي امير الله يكون في عونه طبعا، يعني عليه ضغوطات
زي ما انت شايف وكلنا متابعين للنادي الاهلي. وعايز اعلق على نقطه حته الشائعات دي يا امير. يعني زي ما انت قلت ان الموضوع بقى كتير كتير بتخش على السوشيال ميديا، بنلاقي اخبار في كل حته، كل واحد بيجتهد في اخبار خاصه بالنادي الاهلي او بلغه الكوره ان كل واحد بيحاول يعمل خبر، ان هو كل واحد شايف او عنده مصدر فبيكتب الخبر وبيبقى على مسؤوليته، لكن في الاخر الخبر مش بيكون صحيح. ده قبل ما بيأثر عليك كصحفي او يعني كحد موجود في الصحافه والاعلام، ده بيأثر على لاعبي كره القدم في النادي الاهلي، علشان احنا عارفين الدنيا كلها امير دلوقتي بقت صغيره، السوشيال ميديا موجوده، الاخبار موجوده، فبالتالي الضغوطات اللي موجوده على الفريق الاول وعلى كابتن محمد يوسف، يعني بجد كل الاهلاويه اللي بيحبوا النادي الاهلي لازم يقفوا خلف النادي الاهلي ويتكاتفوا علشان نخرج من المؤجلات او كل لقاءات الاهلي المؤجله في بطوله الدوري بنقاط ايجابيه، علشان الاهلي يكون دايما في المقدمه وانه ينافس على الدوري، وده شيء مش غريب على النادي الاهلي. طبعا ده شيء اكيد معتاد بالنسبه للفريق. طبعا من ضمن كمان تصريحات كابتن محمد يوسف قال ان احنا بنعاني من غيابات، وثقتي في لعيبه النادي الاهلي بلا حدود. طبعا احنا زي ما كلنا عارفين النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت بيعاني من عدد كبير جدا من الغيابات المؤثره والعناصر الاساسيه في تشكيل الفريق. يعني ابرز هذه الغيابات شفنا محمد الشناوي، حسام عاشور، احمد فتحي، علي معلول، جونيور اجايي، وكمان صلاح محسن ومحمد نجيب. يعني عناصر كلها اكيد مهمه، لو الناس دي متاحه هيكونوا في يعني بنسبه كبيره من ال 11 اللي في الملعب، يعني زي ما بنقول كده، فبالتالي اكيد كلها غيابات مؤثره. لكن كابتن محمد يوسف في نفس القصه بيقول يعني ان انا ثقتي في لعيبه النادي الاهلي بلا حدود، حتى لو في غيابات كبيره لكن احنا عندنا عدد كبير من اللاعبين المميزين اللي يقدروا يعني يعوضوا هذه الغيابات بطريقه جيده، وده اكيد ايضا كلام مهم جدا. وكمان اتكلم كابتن محمد يوسف على وليد سليمان وقال ان هو احد اللاعبين طبعا المميزين. كابتن وليد سليمان الراجل بيقدم موسم أكثر من رائع، وقال إن هو كان بيريحه بعض الدقائق خلال المباراة السابقة علشان يقدر يلتقط أنفاسه، خصوصا إن احنا كنا عارفين إن وليد سليمان أحد اللاعبين اللي بيشاركوا في المباريات كلها بصفة أساسية. في نفس الأخبار برضو اللي بتخص الفريق الأول لكرة القدم، الأشعة تحسم موعد عودة الشناوي وعلي معلول للتدريبات. الاثنين اللعيبة طبعا محمد الشناوي حارس مرمى الفريق والتونسي الدولي علي معلول أحد اللاعبين المهمين جدا بالنسبة للنادي الأهلي، هيعملوا أشعة يوم السبت عشان يحسموا موعد عودتهم للانتظام في التدريبات الجماعية مع الفريق ومن ثم المشاركة في المباريات الرسمية. زي ما احنا عارفين الشناوي علي معلول يعني عندهم مزق في العضلة الضمة. علي معلول كلنا طبعا متابعين من خلال الإصابة اللي جات له في مباراة وفاق ستيف، مباراة الذهاب في القاهرة، ومن ساعتها هو الراجل بيتعالج، ويمكن من أحد اللاعبين اللي أثروا جدا في تكملة مسيرة النادي الأهلي الأفريقية. كمان محمد الشناوي جاله شد في مباراة الوصل أو جاله مزق في العضلة الضمة. يعني عامة الأشعة هي هتثبت أو هتقول لنا إمتى الاثنين دول هيعودوا للتدريبات. بالنسبة كمان لبقية قائمة المصابين، صلاح محسن بيعود للمشاركة في المباريات بعد شهر. زي ما احنا عارفين صلاح محسن أيضا تعرض لإصابة مؤخرا بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضمة. مش عارف إيه حكاية موضوع العضلة الضمة دي، لكن يعني هي فترة غير موفقة لبعض اللاعبين بالنسبة للنادي الأهلي بصراحة بشكل كامل، لكن إن شاء الله الأمور كلها تتحسن وإن شاء الله النادي الأهلي يستعيد لاعبيه لاعب تلو الاخر خلال الفتره المقبله. لك ان تتخيل يا عمر لو عدد اللاعبين اللي عادوا دول او الاسماء اللي احنا بنقولها دول بالاضافه للصفقات اللي ان شاء الله هتكون عدد مميز ولاعبين مميزين لما يعودوا وينضموا لتشكيل النادي الاهلي، اكيد هيكون شكل النادي الاهلي من حيث الاداء والنتيجه هيكون مختلف يا عمر. يعني لو نص اللعيبه بس اللي هم غايبين حاليا كانوا موجودين في الفتره الاخيره كان النادي الاهلي شكله اختلف، لكن هي دي حال كره القدم، ان دايما عندك غيابات، عندك اصابات، الموسم بيكون في مصر طويل جدا، عندك لقاءات في بطولة الدوري العام وأيضا كمان في بطولة الكاس وبطولة أفريقيا وغيره وغيره وغيره. لكن وإحنا بنتكلم مع حضراتكم هنروح للزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي اللي دايما بيكون موجود في نادي الأهلي بالجزيرة علشان يتابع آخر الأخبار، وهنتكلم معاه عن أخبار النادي الأهلي. شريف برحب بيك، لكن قبل ما نتكلم عايزين نعرف وليد أزارو وما هي أسباب استبعاد وليد أزارو من القائمة النادي الأهلي لتستعد لمواجهة طلائع الجيش بكرة إن شاء الله. برحب بيك يا زميل عمر، برحب بزميل أمير هشام، أهلا بيك يا شريف،
مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. خليني ابدا معاك بازارو. زي ما انت قلت لي ازارو عنده اجهاد، تفضل الكابتن محمد يوسف راحته، فالنهارده ما شاركش في التمرين. انت عارف المباريات متتاليه ورا بعض كل ثلاث ايام مباراه، ضغوط عصبيه ونفسيه، اللعيب مطالب بتحقيق على طول نتيجه ايجابيه، ففضل طبعا الكابتن محمد يوسف اراحته بالتدريب اليوم، ويمكن هيكون باذن الله متواجد في المباراه الافريقيه يوم الجمعه المقبل. وايضا على الجانب الاخر كوليبالي عنده يمكن كدمه في انكل القدم، يمكن هيغيب يوم او يومين بكثير جدا، هيكون برضه متواجد باذن الله في المباراه الافريقيه المقبله. خليني اقول لك بقى، ابدا لك من الاخر وابدا لك بقائمه اللاعبين اللي اعلنها الكابتن محمد يوسف، ال 20 لاعب اللي دخلوا معسكر منذ قليل طبعا لاستعداد لمباراه الجيش غدا. يمكن الان لاعبي الاهلي دلوقتي الان يمكن في العشاء، انا عارف المواعيد، انا مش معاهم في الفندق طبعا، لكن انا عارف المواعيد، هم دلوقتي في العشاء، وبعد العشاء في محاضره، وبعد كده على طول على الغرف للنوم. هيبدا بالقايمه: شريف اكرامي، علي لطفي، سعد سمير، ايمن اشرف، احمد علاء، محمد هاني، باسم علي، هشام محمد، مروان محسن، مؤمن زكريا، اسلام محارب، كريم ندفد، ناصر ماهر، وليد سليمان، احمد ياسر ريان، السليه، احمد الشيخ، حمودي، احمد حمدي، محمد شريف. يمكن التدريب كان في الرابعة عصرا، كان في بدايه التمرين اجتماع حوالي اربع او خمس دقائق، اتكلم فيه الكابتن محمد يوسف، واتكلم فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره، اتكلموا عن التركيز في مباراه الغد، الحصول على الثلاث نقاط، الاداء لازم يكون اداء مشرف يليق باسم لاعبي النادي الاهلي، ما يلتفتوش للكلام اللي بيتكتب عن استقدام لاعبين فلان او فلان او رحيل لاعبين في صفقات تبادليه، التركيز فقط في المباريات، الكل له فرص المشاركه في النادي الاهلي الفتره المقبله، لسه ما خدش قرار مين اللي هيرحل، لازم تركزوا في هذه المباريات لان الكل له حظوظ في التواجد في الفتره القادمه في النادي الاهلي، عليكم فقط التركيز ثم التركيز ثم الاداء ثم الحصول على الثلاث نقاط التي لا تقبل القسم على اثنين. نسال الله باذن الله ان يكون بكره التوفيق حليف لاعبي النادي الاهلي. بعد هذه المحاضره السريعه كان في تسخين واطالات مع الكابتن حسين عبد الدايم، ثم استرتشات صغيره جدا للكره، والمفرح ان اجاي بدا يشارك بصفه خلاص اجاي بقى مستعد استعداد كامل للدخول في المباراه. طبعا اجاي هيكون باذن الله في شهر يناير موجود في الفريق بصفه اساسيه، لان اجاي بيتمرن دلوقتي زيه زي اللعيب الجاهز. كان طارق سليمان على الجانب الاخر، شديد اكرامي وعلي لطفي والتمرينات، وبعد تمرين الحراس كان حريص الكابتن طارق سليمان يكون في جلسه مع شريف اكرامي، على طول الكابتن طارق سليمان قبل كل مباراه يبقى في جلسه مع شريف اكرامي، وشريف اعلن النهارده جاهزيته لحراسه مرمى النادي الاهلي. يمكن في نهايه التمرين كان الكابتن محمد يوسف عمل جلسه مع ميدو جابر، انا يعني من متابعتي للتمرين توقعت ان ميدو هيكون خارج قائمه ال 20، وبالفعل ميدو كان خارج قائمه ال 20، اتكلم معاه حوالي خمس دقائق، الله اعلم طبعا غالبا هيقول له انا بريحك علشان خاطر توالي المباريات، الجهاد الفتره المقبله، انا عاوزك محتاجك اقوى في الفتره القادمه، ده توقع شخصي مني. الاصابات والتاهيل شغالين على اعلى مستوى، يمكن معلول عمل اشاعه النهارده هو والشناوي، الشناوي المفرح ان في اخر فتره في التاهيل بتاعه بدا يشارك في تمرين الكوره، ويمكن كابتن طارق سليمان كان بيصاب عليه بتصابات من مختلف الاتجاهات، وبدا الشناوي يتعافى، يمكن الشناوي في اقل من 10 ايام هيكون جاهز للمشاركه مع الفريق. معلول برضه باذن الله بنتكلم في اسبوع من اسبوع ل 10 ايام هيكون موجود باذن الله، قبل 15/12 هيكون موجود، كابتن فتحي برضه كلها ايام ويكون موجود، حسام عاشور باذن الله برضه اقل من 10 ايام وهيكون موجود، محمد نجيب قرب جدا، يمكن صلاح محسن من ثلاث لاربع اسابيع، صالح جمعه مستمر في البرنامج التاهيلي، الكل مستمر في التاهيل، الكل مركز، الكل بيتمنى بكره باذن الله الاهلي حصوله على الثلاث نقاط في مباراه الجيش بكره باذن الله، بنسال الله التوفيق باذن الله. لو عندك اي تعقيب تحت امرك اتفضل.
يعني انت شيف بسم الله ما شاء الله قلت كل حاجه وخلصت كل الاسئله اللي موجوده عندنا، يعني قلت كل حاجه خاصه بالنادي الاهلي. انا بس عايز اساله على حاجه سريعا يا عمر، هو اتكلم عن صالح جمعه، عايز اطمن بس على صالح جمعه يا شريف بعد اذنك، التدريبات بالنسبه له ماشيه ازاي؟ هل هو دلوقتي في مرحله التاهيل مثلا البدني؟ الامور بالنسبه لصالح جمعه بالتحديد ماشيه ازاي؟ وكمان عايز اسال على عمرو جمال وعمرو بركات، هل بيادوا التدريبات بشكل جيد تحسبا لقيدهم في يناير، ولا الامور ماشيه ازاي بالنسبه للثلاثي دول؟ عبدالك من الاخر، عمرو جمال وعمرو وبركات الاثنين بيشاركوا في سباق اساسيه في التمرين اذا كان صباحي او مسائي، ومش عاوز اقول لك ان في تالق ملفت جدا للثنائي، يعني كويس. اي حد بيتابع التمرين اول مره يشوف الاثنين متالقين بشكل يدعو للتفاؤل، بشكل كويس. يدعو ان الاثنين دول هيكونوا باذن الله لو في حاله ضمهم في يناير هيكونوا صفقات سوبر للنادي الاهلي. بالنسبه لصالح جمعه، صالح جمعه بدن طبيا جاهز مليون في الميه، ولكن هو وزنه زايد سنه صغيره، بيتعمل له برنامج بدني على اعلى مستوى بيشارك فيه النهارده، داخل فيه تدريبات الكوره بدا يشارك فيها بكل قوه في التدريبات البدنيه الخاصه ليه هو لوحده. كان صالح جمعه يمكن اقل من اسبوع تتوقع شخصي هيكون متواجد مع باقي زملائه في الملعب ان شاء الله باذن الله. شريف يعني بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، ويعني اطلعتنا على كل ما هو خاص بالنادي الاهلي سواء في تدريبات اليوم او ان شاء الله استعدادات النادي الاهلي لمباراه بكره امام طلائع الجيش. بشكرك جزيلا زميلي العزيز شريف شعبان. قبل ما نختم مع حضراتكم ونروح لاولى فقراتنا، يعني كنا عايزين نعقب على نجمنا المصري محمد صلاح وتالقه في مباراه ليفربول اليوم. محمد صلاح بيحرز هاتريك في مباراه ليفربول وبورنموث واللي انتهت باربع اهداف مقابل لا شيء، لكن الغريب بقى يا امير ان نابولي بيرد على فريق ليفربول هو كمان في الدوري النهارده امام فريق فروزينوني باربع اهداف مقابل لا شيء، فالفريقين يعني بيردوا على بعض، ده اربعه انا هكسب انا كمان باربعه، عندنا مباراه قادمه في الاسبوع ده في الشامبيونز ليج. تفتكر يا امير بقى يعني هل ليفربول يقدر ان هو يفوز على نابولي ويحسم صعوده في مجموعه صعبه جدا لدور 16 في دوري الابطال؟ والله يا عمر بص انا اعتقد ان باريس سان جيرمان خلاص يعتبر كده صعدت، هتلعب فريق النجم الاحمر فالامور بالنسبه لها سهله، لكن البطاقه الثانيه هتكون ما بين ليفربول ونابولي، المهمه هتكون صعبه شويه على ليفربول، خصوصا ان نابولي فريق دفاعي من الدرجه الاولى بيقدر يؤدي واجبات دفاعيه جيده جدا، واحنا عارفين الكره الايطاليه وطبعها، وكمان كارلو انشيلوتي المدير الفني عندهم ابرز اللاعبين ميرتنز وبعض اللاعبين الجيدين جدا في نابولي، فاعتقد هتبقى مباراه يوم الثلاث دي مباراه صعبه جدا وهنتمتع بيها، لكن تمنياتنا اكيد ان شاء الله ان رفاق محمد صلاح يقدروا يتاهلوا الادوار المقبله في الشامبيونز ليج، وخصوصا بعد تالق محمد صلاح النهارده كمان يا عمر، الناس كانت بتقول ان صلاح ده ظاهره الموسم الواحد، اعتقد ان هو النهارده رد على كل هذه الانتقادات، هو دلوقتي متصدر صداره الهدافين في جدول ترتيب الدوري الانجليزي او جدول الهدافين طبعا مع اوبنيا. انت عارف ان فيليب كوتينيو لاعب طبعا مع ليفربول، طبعا لعب مع ليفربول تقريبا لاكثر من موسمين ثلاثه، يعني سجل فيهم 41 هدف. محمد صلاح في موسم ويعني قبل النص بشويه بيسجل 42 هدف، وبيتخطى فيليب كوتينيو 41 هدف، وبيتخطى ستيف ماكمانامم علشان يكون على بعد ثلاث اهداف فقط من ايان راش الاسطوره الانجليزيه لليفربول، فبالتالي احنا بنتكلم على ان هاتريك برضه يا امير لصلاح في دلوقتي يا عمر، هو 10 اهداف مع اوباميانج في طبعا بيتساوى معاه، لكن 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 طبعا واسرع لاعب اعتقد يوصل ل 50 هدف مع ليفربول من اول ما جه، يعني اعتقد في تاريخ ليفربول يعني طبعا احنا بنتكلم في 42 هدف في موسم ونص سريع جدا. احنا بنتكلم على ايان راش ويلزي مش انجليزي، لكن هم في الاخر تحت يعني بريطانيا العظمى، لكن عايز اقول لك يا امير هل شايف ان ممكن الثلاث اهداف اللي محمد صلاح احرزهم النهارده تكونوا دفعه ليه قويه في المباراه اللي جايه، خصوصا ان المباراه اللي جايه تكون على ملعب الانفيلد، ونعيد كده سيناريو كده قديم ما بين مباراه اولمبياكوس وليفربول في دوري الابطال لما كان ليفربول محتاج ان يفوز بثلاث اهداف وستيفن جيرارد كان هو المنقذ لفريق ليفربول، هل شايف ان محمد صلاح ممكن هو يكون المنقذ لفريق ليفربول في المباراه ويقدر يسجل هدفين علشان يريح ليفربول وجمهور ليفربول ومديره الفني خلال 90 دقيقه صعبه جدا وحاسمه جدا في مشوار ليفربول؟ والله اتمنى اكيد يا عمر محمد صلاح يقدر يكون يعني عنصر مهم واساسي في فوز ليفربول في مباراه نابولي يوم الثلاثاء ان شاء الله، ويتاهلوا في البطوله الاوروبيه والادوار المقبله، وخصوصا محمد صلاح بصراحه بيؤدي مستويات اكثر من رائعه، والكل كان بينتقده في بدايه
بدايه الموسم، لكن الراجل اثبت ان هو لعيب كبير جدا ولعيب عالمي بصراحه. يعني اتمنى ان شاء الله ان هو يكون موفق، هو وفيرمينو اللي مستواه قل شويه الموسم ده، وساديو ماني كمان ان شاء الله. الثلاثي دول ثلاثي مرعب جدا زي ما شفنا الموسم اللي فات. نتمنى ان هم الثلاثه يكونوا في مستواهم ان شاء الله يوم الثلاث الجاي، ويقدروا يتخطوا عقبه نابولي ومن ثم التاهل للادوار المقبله في الشامبيونز ليج. طولت عليك يا امير في حته العالمي، لكن انت عارف ما ينفعش اكون موجود وما نتكلمش على محمد صلاح وعلى اهل الدوري معانا نجم العالمي كله حبيبي يا امير. طيب يعني خلصنا مع حضراتكم كل ما يخص النادي الاهلي من اخبار واستعدادات. تاني كل التوفيق بكره ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراته امام طلائع الجيش. قفلنا على ملف النادي الاهلي، حاليا هنروح للملف الخاص بالتحكيم المصري، وبعد الفاصل هيكون مع حضراتكم زميلي العزيز امير هشام ومعاه كابتننا الدولي الكابتن ياسر عبد الرؤوف، واولى فقرات الاهلي الليله معاكم هنتكلم فيها على ملف التحكيم المصري. مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. دلوقتي اول فقره في حلقه الاهلي الليله النهارده، وهيكون معانا طبعا ضيفنا الاستاذ او الكابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم الدوري الكبير والشهير، واكيد هنتكلم في العديد من الامور المهمه جدا بتخص التحكيم، وخصوصا الفتره دي يعني الكلام كتير جدا عن التحكيم من مختلف الانديه، بس يعني مش نادي محدد. كابتن ياسر مساء الفل عليك. مساء الفل كبير ودايما موفق. ربنا يخليك، اخبارك كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. يعني خلينا نبتدي بتقييمك للمستوى التحكيمي السنه دي في بطوله الدوري بالتحديد، الامور ماشيه ازاي؟ شايف المستوى جيد بالنسبه للحكام ولا ليك راي تاني؟ طيب الاول في البدايه لما نقول ان مستوى التحكيم جيد ولا لا، نبدا الاول نشوف هو في الشارع الكروي ردود الافعال دايما بتبقى ايه بعد الماتشات. نشوف الاجواء اللي بتبقى محيطه بعد انتهاء كل مباراة، دي حاجة مهمة ان دي بتدينا على طول انطباع هل التحكيم ماشي بشكل كويس ولا في مشاكل. بالظبط. اعتقد ان احنا بنلاقي في كلام كتير وفي شكاوى كتير، سواء من المديرين الفنيين او الاجهزة الادارية او الجماهير. بالتالي طبعا برضو الاعلام برضو بيبقى ليه دور ان هو بيتكلم في الاخطاء اللي بتحصل. اكيد. ده اول انطباع بيجي لنا. لو بدأنا ان احنا نخش بتخصص شوية، فلغه الارقام عمرها ما بتكذب، وانا دايما ببقى حريص على دي، لان دي اللي بتدينا الانطباع شبه الحقيقي. مش هقول حقيقي بنسبه 100% لان هي من وجهه نظر، وجهه نظر دي ممكن تحتمل الصواب وتحتمل الخطا. احنا بنتكلم دلوقتي، احنا خلصنا حوالي 16 اسبوع لعبنا فيهم حوالي 129 مباراه، ومتاجل 15 تقريبا. ال 129 مباراه دول احنا عندنا اسبوعين فقط لا غير، اللي هم ال 12 وال 14 اللي مروا بدون اخطاء مؤثره. يعني ايه اخطاء مؤثره؟ اخطاء مؤثره اللي هي بتبقى نتيجه خطا حكم بتاثر في نتيجه المباراه، زي ضربه جزاء مثلا، او ضربه جزاء ما بتحسبش، او ضربه جزاء اتحسبت غلط، او جون احتسب وهو مش شرعي، او يعني الحاجات اللي هي ثابته اللي ما فيهاش خلاف. الحاجات دي طبعا احنا بنقول ان هي بتاثر في نتيجه المباراه تاثير مباشر، في حاجات ثانيه بتاثر، ولكن احنا بنتكلم على التاثير المباشر. لو احنا بصينا في ال 129 مباراه، وزي ما بقول لك في اسبوعين بس ما فيهمش اخطاء مؤثره، ده عدد قليل ولا كبير؟ وبقيت هنشوفها بالنسب. هنشوف بالنسب. لما احنا نقول ان احنا عندنا 129 مباراه، فيهم 27 مباراه اتغيرت نتيجتهم باخطاء تحكيميه. 27 مباراة. من 129 اتغير. طب ما هو برضه عدد كبير بنسبه 21%. هل النسبه دي معقوله؟ لا، انا اعتقد ان هي زايده. زايده طبعا. واعتقد ان انت لو سالت اي حد هيقول لك لا النسبه دي زياده. البعض بيتكلم ان الاخطاء موجوده في الدوريات العالميه، اكيد وعمرها ما هتبقى مش موجوده. ولكن موجوده بالارتفاع ده ما اعتقدش، ده رقم واحد. تمام. موجوده بالتكرار من نفس الاخطاء ما اعتقدش. موجوده بالتكرار من نفس الحكام ما اعتقدش. يعني ايه؟ يعني النهارده الاخطاء ممكن هي تتغير، امير يغلط غلطه وانا اغلط غلطه غيرها، انما هي نفس الغلطه، فيبقى في حاجه مش مظبوطه، يبقى في حاجه غلط. فده دي لغه الارقام، لغه الارقام بتقول ان احنا عندنا خمس مباريات الدوري اتغيرت نتيجتها نتيجه اخطاء تحكيميه.
طيب هل الاخطاء التحكيميه دي راحه في اتجاه واحد؟ لا، اعتقد ان هي طالت جميع الانديه. جميع الانديه؟ جميع الانديه. كل الانديه اتضرت وكل الانديه استفادت. يعني انا النهارده اتضريت في المباراه وهستفيد في المباراه اللي بعدها. انت متاكد ان كل الانديه استفادت يا كابتن؟ اه. طيب ماشي. كله بما فيها الاهلي اللي انا بتكلم فيها، بما فيها الزمالك، بس انا مش فاكر بصراحه في الماتشات اللي لعبها النادي الاهلي في الدوري لحد دلوقتي ان هو استفاد من اخطاء تحكيميه. انا فاكر ان الاهلي اتضر جدا من اخطاء تحكيميه، وابرزها طبعا مباراه الانتاج الحربي الشهيره وكره وليد ازار. تمام. او ارد عليك واقول لك ماتش الاهلي والاسماعيلي او مباراه في الدوري، هدف التعادل بتاع الاهلي في الوقت البدل الضايع كان من تسلل، كانت اوف سايد بتاع محمد شريف. تمام. فيبقى هنا الاهلي خد بونت مش بتاعه. زي ما حضرتك بتقول ماتش الانتاج راح منه بونتين كانوا مستحقين. فعشان كده بقول لك ايه، كل الانديه استفادت وكل الانديه اتضرت، ولكن هل هو ده المعيار بتاعنا اللي احنا هنمشي بيه ونقول الدنيا كويسه؟ هل ده اللي احنا هنقول ان هو ده غايه المراد، ان العداله ان كله يتضر؟ لا. العداله طبعا معانا هي بتاعت وليد ازار والحاله الشهيره جدا. طبعا احنا طبعا اتكلمنا فيها. بقول لك يا كابتن ياسر، الحاله دي بالتحديد طبعا انا طبعا افتكرت الهدف اللي احرزه النادي الاهلي في اسماعيلي، طبعا هدف غير صحيح وتسلل وعندك حق في الجزئيه دي، لكن الكره دي بالتحديد مين اللي المفروض كان يصفر فيها؟ حكم الساحه ولا اللاين مان ولا الحكم اللي هو الخامس اللي احنا شايفينه مركز قوي في الكوره وما قالش اي حاجه خالص؟ طيب احنا مين المسؤول عن الصفاره الاول ان هو يقول يدي قرار؟ ناخد المهام بالترتيب. تمام. المباراه ال 90 دقيقه مسؤوليه طاقم التحكيم بالكامل. تمام. ده رقم واحد، ولكن المسؤوليه الاولى والاخيره لان هو صاحب القرار حكم المباراه. تمام. يبقى عندنا لو احنا قسمناها نسب هنلاقي ان النسبه الاكبر عند ابراهيم. طيب بعد كده لو ابراهيم ما شافش مين اللي يتولى الموضوع؟ الحكم الاضافي اللي هو قريب من اللعبه. اللي هو كان تقريبا محمد ابو خاطر. طيب محمد ابو خاطر ما شافش، مين اللي بعديه؟ المساعد رقم واحد اللي هو قريب للعبه اللي هو غالبا كان هاني عبد الفتاح. تمام. فده توزيع المهام، الاولاني ما شافش والثاني ما شافش والثالث ما شافش. حضرتك هتقول لي ازاي ما شافش ده الدنيا كلها شافتها؟ احيانا قرب المسافه، يعني انا هتكلم على ابو خاطر تحديدا لان هو اللي كان شايل العبء الاكبر كاعلام. هو بينه وبين اللعبه يارتين، واليارتين دول المفروض ان هم يسمحوا له ان هو يشوف المخالفه بشكل واضح. ويشوف الـ 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 المسك اللي حصل والمخالفه. تمام. ولكن هو قربه من اللعبه وغلطته في ان هو يتابع الكوره، ما يتابعش الاجسام وما يتابعش المخالفه، وتركيزه على النص التحتاني مش النص الفوقاني. يعني انا المفروض اخد الكادر كله كامل، انا كل ما هوسع كل ما هجيب الصوره كامله. بس الكره دي بتحديد يا كابتن ياسر، انا الكلام اللي انا بقوله بص مش يعني هيبقى ممكن جزء فوق بص ولا جزء تحت، ده هي انا هقول لك خلي بالك اللي انا بقوله مش دفاع. انا عارف. لا انا ركله جزاء، ركله جزاء طبعا احنا بنحلل، ولكن انا بقول هو ليه ده ما حسبهاش وليه ده ما حسبهاش وليه ده ما حسبهاش. لما احنا نوصل النهارده بنعرف واحد للعبه تمام بيقول ما فيهاش حاجه، او ما اداش قرار، او ما اداش راي. فاللي جاي من بعيد اللي هو بينه وبين اللعبه اللي هو ابراهيم 18 يارده، لما بيسمع كلمه ما فيهاش حاجه بيحصل له شلل، لان اقرب واحد ليها هو اللي قال. حتى لو هو شايف بعينيه. انا همثلها لك، مش هنبعد على الكوره شويه، راح يكسر عربيه وانت سايق ومسيطر على العربيه وماشي بيها وانا قاعد جنبيك. ومجرد ما اقول لك حاسب، اول حاجه هتعملها هتدوس في راسك. بالظبط صح. فانت النهارده لما بتقول ما فيش حاجه، او ما بتديش قرار، او ما بتديش راي، او بتقول ما فيهاش حاجه، انت بتشيل صاحب القرار اللي هو حكم المباراه. طيب نروح بقى للطرف الثالث اللي هو المساعد رقم واحد. طيب اذا كان اللي بينه وبين اللعبه ياردتين بيقول ما فيهاش حاجه، واللي بينه وبين اللعبه 18 يارده بيقول ما فيهاش حاجه، انا اللي بينه وبين اللعبه 35 يارده، هيبقى هي ده القرار اللي صح؟ فمن هنا بيحصل الـ عدم الثقه. بيحصل ان انت بتشكك اللي انت شايفه، واصعب حاجه ان يدخل لك الشك بعد اليقين. دي اصعب حاجه. وده اللي بيحصل، ان احنا مش عارفين نوزع المهام مظبوط، توزيع المهام طبعا. لازم يقعد مع بعض ولازم يتكلموا ولازم يعني هو ممكن ما كانش يبقى في قعده اصلا ما بينهم قبل كده، لا اكيد طبعا كان مهام في الحاجات دي، اكيد قعدوا واكيد اتفقوا واكيد اللجنه محدده المهام، ولكن المهام دي انا لازم اديك الباور والقوه والشجاعه والثقه انك تاخد القرار. يعني انا النهارده ابراهيم شفت ان حوض ابو خاطر بيقول ما فيهاش حاجه، بس انا شايف، لا انا اصدق عليا، اصدق نفسي. بالظبط.
تمام. لو الدنيا كلها بتقول ما فيهاش حاجه، لا انا هحسبها. هو في حاجات غريبه كده ساعات بتحصل، يعني السنه اللي فاتت لو تفتكر يا كابتن ياسر في كره اتشاطت كده ومحمد عواد طلعها من بره ال 18 بايده ومحدش حسب اي حاجه خالص. ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ده الكلام ده كان ماتش الاسماعيلي بالتحديد، مش اللي فات، الموسم اللي فات ماتش الاسماعيلي او الموسم قبل اللي فات كان ماتش الاسماعيلي، والراجل طلع بره ال 18 بحوالي 20 يارده كاسماعيلي وماتش الاسماعيلي، طقم المباراه بالكامل ما شافهاش، اللعيب او المهاجم اللي هو كان عايز ياخد الكوره ما احتجش، الجهاز اللي هو صاحب الهجمه كان قريب من اللعبه وما احتجش ولا اعترض. فدي حاجات بقى عارف ان احنا بنخش ايه، الحاجات القدريه. ان انت يعني لدرجه انت عارف ايه، انا قاعد بفرج على الماتش انا شفت صح ولا شفت غلط، بص انت شايف بس انت يعني الناس دي كلها ساكته، الناس دي كلها ساكته وانا اللي شايف. وبعدين في الاعداد طبعا وضحت اللعبه. فالحقيقه اللي بتقوله ان بيحصل حاجات مش منطقيه، بيحصل حاجات مش منطقيه او اخطاء احنا مش واخدين عليه احنا نشوفها بالشكل ده، حصل وحصل السنه دي وخاصه في الاسبوع الخامس والسادس كانت بنسبه كبير. عاليه جدا. يمكن دول كانوا اسوا اسبوعين عدوا في الدوري كله. فلما نيجي نتكلم في الاخطاء دي يعني بيبقى في عقوبات على الحكام يا كابتن؟ اكيد بتعلن. هو صح ان هي تعلن من اتحاد الكره ولا صح ان هي ما تعلنش؟ هو مش راي ومش قرار اتحاد الكره. والاتحاد الدولي مانع تماما ان عقوبه الحكم الفنيه تعلن. يعني انا ما اعاقبش حكم فنيا وارجع اقول الراجل ده اتعاقب فنيا عشان غلط ما حسبش ركله جزاء. طب الفرق ما بين العقوبه الفنيه والعقوبه الاداريه مثلا؟ لا مش الاداريه. امال ايه؟ احنا بنتكلم بقى على العقوبه الاخلاقيه. اخلاقيه. العقوبه الاخلاقيه لا اعلنها. الاتحاد الدولي بيعلن، الاتحاد الافريقي بيعلن، الاتحاد المصري لو حصل عنده وان شاء الله مش هيحصل يعلن. تمام. ده بالنسبه للاخلاقيه. اما فنيا لا، ده طبعا حق. بتبقى عباره عن ايه العقوبات الفنيه مثلا؟ انواعها ايه مثلا؟ طبعا على حسب حجم الخطا. في اخطاء ممكن بتكون ركله جزاء غلط. ولكن ركله جزاء غلط والنتيجه 2-0 فما اثرتش في نتيجه المباراه، فممكن انا اديله اسبوعين ايقاف عن ان هو يلعب في المسابقه الاعلى. انزله في المسابقه الاقل. لو هي ركله جزاء مؤثره بالتالي المده بتزيد، ممكن توصل لشهر، ممكن توصل لشهر ونص، على حسب الرولز اللي ماشي بيها لجنه الحكام. ولكن هنا هنتكلم في جزئيه ثانيه. هل معيار العقاب ماشي على كل الحكام بنفس المعيار؟ انا قولا واحدا اقول لك لا. لا. وقولا واحدا دي انا متعمدها. ليه؟ يعني جمله قولا واحدا دي انا متعمدها. لا. ياسر ممكن يغلط يقف شهر. محمد ممكن يغلط يقف يتوقف شهرين. امير يغلط ما نشوفوش تاني. يعني المعيار بترتب على ايه؟ طيب المعايير دي بتبقى بناء على ايه؟ يسال في هذا لجنه الحكام. هم على اي اساس؟ وجهه نظر حضرتك المفروض تبقى بناء على ايه المعايير دي؟ لا، المعيار بتاعي انا بحدد المعيار اللي هو الخطا. الخطا ده ليه عندنا كده بلغتنا تسعيره. يعني النهارده لما يكون في خطا مؤثر تمام، لا الراجل ده هيبعد 3 اشهر. لما يكون خطا ومؤثر في نكتب لا هيقف شهرين. لما يكون وهكذا. طب الغلطه بتاعت ابراهيم نور الدين، كابتن ابراهيم نور الدين في مباراه الانتاج بعديها قعد قد ايه ما يلعبش او ما يحكمش مباراه؟ لا، ابراهيم قعد حوالي 6 اسابيع ما يلعبش في الدوري الممتاز. دي مده يعني مناسبه او مده حقيقيه تنفع ان هو يعاقب عليها فنيا بعد الخطا الكبير اللي حصل ده؟ ولا كان يستاهل اكتر من كده ولا اقل من كده من وجهه نظرك يعني؟ ما خلي بالك برضو احنا زي ما بنتكلم على ابراهيم ان هو اخطا في مباراه، فهو كان ماشي في مباريات ثانيه بشكل كويس. قبل المباراه دي ولا بعد المباراه دي؟ قبلها. طيب احنا بنتكلم فيما بعد المباراه دي. ما انا بقول لحضرتك فلازم ده يكون عندي انا حاطه في اعتباري. يعني انا الحكم مش لما يعمل اول مره او ثاني مره هبحه. تمام. وخاصه لما يكون حكم ليه تاريخ وهو شايلني فترات طويله. حكم جيد في الحقيقه يعني الراجل وشايلني فترات طويله. ولكن انا لو حكم على ابراهيم بالتحديد، لا ابراهيم بقاله اكتر من سنه بيلازمه سوء توفيق كبير جدا. كانت بدايته على فكره كويسه قوي غير عادي. تمام. يعني ابراهيم لو هنتكلم عليه فنيا، لا فنيا هو حكم محترم فنيا. شخصيه، سيطره، كل الكلام ده موجود. يعني من اوائل الحكام المصريين اللي حكموا مباريات اهلي وزمالك بعد فتره كبيره جدا كان فيها حكام. ولكن لازم نقول ايه، ان عدم التوفيق ده ليه اكيد سبب. والوحيد اللي يقدر يعرفه هو ابراهيم. هو اللي عارف عدم التوفيق ده بيلازمه ليه. تتواصل معاه؟ اكيد طبعا. ما قالكش ايه السبب في عدم التوفيق ده؟ وكمان بالتحديد ما سالتوش على اللعبه بتاعت ماتش الانتاج دي؟ لا بص، احنا لما نتكلم في الالعاب دي مش هقول له انت ما حسبتهاش ليه، لان انا كنت مكانه. وعد عليه حاجات ما حسبتهاش. والراجل كان بيعمل الكوره كده بايديه ما شفتهاش. افظع حصل معايا الافظع. والله زي ايه مثلا؟ يعني ماتش في
في احد الدول الافريقيه. الراجل عامل الكره كده بايديه، ما شفتهاش ولا انا ولا المساعد اللي كان معايا. تمام، وترتب عليها نتحاسب عليها ركله جزاء يعني. تمام، فكلنا بص ما فيش واحد ولا مسؤول عن تحكيم ولا عضو في لجنه حكام ولا محاضر ولا محلل ما غلطش، لازم هيكون غلط اكيد، ما فيش حد ما بيغلطش. كل الناس اللي بتتكلم على الحكام بتوع دلوقتي كلهم غلطوا. تمام، احنا اللي احنا بنقوله ايه او بنقوله ليه؟ علشان هم ما يكرروش نفس الغلطات اللي احنا وقعنا فيها. بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقول لهم خبراتنا ايه علشان نعدي بيهم المرحله. بالزبط. يعني بدل ما يكتسب خبرات في 10 سنين يكسبها في 5 سنين. بدل ما يكسبها في 5 يكسبها في سنه. ده اللي احنا يعني بنسعى له، او هو ده اللي احنا بنقوله. انما ما فيش واحد حكم منزل وما غلطش، لا كله طبعا غلط وكله بيغلط. طيب، فلما بنتكلم معاهم او بكلم مع ابراهيم تحديدا، ابراهيم هقول لك حاجه انا مش عارف اقول لك ازاي. هو نفسيا لما بتحس ان هي ما عندك، انا واحد من الناس كنت ببعد. بتبعد على طول؟ بترفض يعني تحكم مباراه؟ اقول لهم انا مش، وده مسموح للحكم؟ طبعا. طبعا. انا مش مهيئ دلوقتي ان انا العب ماتشات، انا حاسس ان انا مش موفق. فبدل ما اروح اظلم فرقه، لا انا اقعد شويه لغايه لما كده استعيد نشاطي والحاله اللي هي فيه اللي انا فيها دي تتكسر، واخد ماتش في الممتاز بيه، واخد ماتش في القسم الثالث مش عيب، لحد ما احس ان انا واقف على رجليا وبعدين ارجع تاني اكمل مشوار. يعني ما هو لازم الحكم برضه. كابتن ريدنر دي ما عملش كده؟ لا، هم هي اللجنه بعدته خلاص. هو انا كان نصحت من قبلها ابراهيم، احنا بنتكلم على ان هو بقاله فتره كبيره بخلاف مباراه الاهلي والانتاج هو مش موفق زي ما حضرتك بتقول. ما فكرش نفس التفكير اللي حضرتك بتقوله ده، بعد وراح وعمل عمره ورجع عمل كل حاجه، عمل كل حاجه. يعني هو مش موفق، فتره مش موفق. فتره وهتعدي، بس هي فتره طالت شويه معاك. طيب، يعني انت بشكل عام شايف ان السنه دي التحكيم فيه تطوير ولا شايف ان فيه تراجع من وجهه نظرك من خلال الارقام اللي انت حضرتك قلتها؟ هقول لك حاجه، احنا التحكيم بقاله فتره. انا بس مش عايز كلامي يتفهم غلط من الحكام تحديدا. يعني تمام، التحكيم بقاله فتره مشكلته ان هو الموجه بتعلى عليه لما يكون الخطا مع فريق كبير او فريق جماهيري او فريق شعبي. اما الاخطاء مع الانديه الثانيه بيعدي فعلا. يعني انا النهارده لما بقول لك انا عندي 27 مباراه اتغيرت نتيجتها، ال 27 مباراه دول مش بتوع الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد اللي هم الانديه الشعبيه والجماهيريه، لا لا خالص. بالعكس، الانتاج الضر، بيراميدز الضر، كله الداخليه، الدجله، كله. فبس هو الخطا بيكبر مع النادي الجماهيري والنادي الاعلامي قوي، والكلام ده هو ده اللي بيخلي الدنيا تعلى شويه. السنه اللي فاتت كان في اخطاء وبرده كانت اخطاء مؤثره. ولكن الاخطاء في تصاعد يعني ولا بتقل؟ الاخطاء في تصاعد او بتزيد ولا بتقل؟ لا، السنه دي ملهاش مثيل. ملهاش مثيل؟ لا، السنه دي ملهاش مثيل. يعني احنا بنتكلم في اول 5 اسابيع وصلنا ان النسبه 25%. وبعدين تاني 5 اسابيع وصلنا ان النسبه بقت 23%. طب، هي نازله بس هي اساسا عاليه. يعني انا لو مثلا بتكلم في 8% وابدا تنزل معايا، ده يبقى هايل. انما ده انا بادئ ب 25%، فصعب قوي ان انا هوصل بحاجه الا بمنتهى التركيز. يعني لازم اوصل لمرحله من التركيز عاليه جدا ومن الكفاءة عالية جدا ان الدنيا تبقى ماشية معايا في المعدل العالمي او المعدل الطبيعي او المعدل اللي احنا نقبله. طيب، خلينا نروح نشوف تقرير رأي النقاد في التحكيم السنة دي في بطولة الدوري ايه ونرجع مرة تانية. طبعا التحكيم قضيه شائكه في بالنسبه للكره المصريه، بمر بمرحله عدم التزام في الفتره الاخيره، وده يعني بيحتاج وقفه من اتحاد الكره. المساله اصبحت يعني امور مبالغ فيها. عندما طلب نادي بيراميدز حكام اجانب أو أندية أخرى طلبت، كان هناك اعتراض على استخدام حكام أجانب، ولكن اختلف الأمر عندما طلب بيراميدز يعني استدعاء حكام أجانب من الآخر. كان هناك موقف غريب جدا من اتحاد الكرة وموقف غير مفهوم، حتى أنه رئيس اتحاد الكرة أصدر قرار ولام على مسؤولين عندما رفضوا طلب بيراميدز في بداية الأمر، ثم عاد وسمح لهم باستخدام حكام أجانب. هذه الأمور من شأنها أن تفقد الثقة في التحكيم المصري.
هذه الأمور من شأنها أنها تثير كثيرا من علامات الاستفهام، لماذا نادي مخصص بالرغم من وافق للنادي الأهلي، لكن لماذا الموافقة على استدعاء حكام أجانب من الخارج وأنت تملك الكثير من الحكام؟ اتحاد الكرة لم يهتم بملف التحكيم، مش من العام الحالي، لم يهتم بملف التحكيم منذ سنوات. بدليل لاحظ، امسك ورقة وقلم وقول لي نهائيات أفريقيا، آخر حكم مصري حكم نهائي أفريقيا، هات لي حكم مصري في العشرين سنة الأخيرة حكم نهائي كأس أمم أفريقية أو نهائي دوري أبطال أو نهائي الكونفدرالية، لا تجد ولن تجد حكم مصري أدار مباراة نهائي. تابع مشاركة التحكيم المصري في المونديال على مدار البطولات الماضية، ستجد مشاركات ضعيفة جدا. طبعا تحكيم مصر طبعا السنه دي فيه اخطاء زي اي دوله في العالم، فيه اخطاء بتكون مؤثره على نتائج مباريات، ودي طبعا بتؤدي لمشاكل كبيره جدا. شفنا اخطاء في مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي اللي انتهت بالتعادل 0-0 واللي حرمت النادي الاهلي من نقطتين كانوا مهمين جدا في مشواره ان هو يستعيد الصداره او ينافس على الصداره في ظل اللي هو ضغط جدول المؤجلات وبعد انتهاء المشوار الافريقي وكده. دي نقطه. النقطه الثانيه، التحكيم المصري عليه ضغوط كبيره جدا الفتره اللي جايه، خصوصا الفتره اللي جايه من الموسم او من الدور الاول، هتشهد مباريات اللي هي المواجهات المباشره بين المنافسين الاهلي الزمالك الاسماعيلي المقصه بيراميدز، فاعتقد هيكون تحدي كبير جدا جدا على لجنه الحكام ان هي تثبت فعلا جدارتها وتثبت التصريحات اللي صادره عن كابتن عصام فتاح والمجلس الاداره اتحاد الكوره ورئيس لجنه الحكام بيقول ان الدوري المصري من افضل 5 دوريات في العالم مستوى التحكيم. فاعتقد الفتره الجايه هتكون بقى تحدي قدام الحكام، والتصريح ده هيحط الحكام تحت ضغط شديد جدا قصاد اللجنه قصاد الانديه قصاد كذلك الجماهير ان هي تؤدي مستوى ثابت وكويس. طبعا خلينا نعترف انه التحكيم المصري بيواجه ازمه من قبل بدايه الموسم، عايز اقول انه التحكيم تعرض لضغوطات كبيره من قبل بدايه الموسم، وده يمكن حتى الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام عضو اتحاد الكوره يعني اتكلم بنفسه في ده، انه التحكيم بيواجه ازمه بيواجه ضغوطات من بعض الأندية اللي بتحاول إقحام التحكيم في أزمة هو ليس طرف فيها. الأزمة في وجهة نظري تنقسم إلى قسمين، قسم بدأ قبل بداية الموسم فعلا هجمة شرسة على التحكيم، وخلينا نكون صراحة دخول نادي بيراميدز في الصورة خلى الأمور أكثر سخونة قبل بداية الموسم، ده في وجهة نظري. البعض حاول إقحام بيراميدز في الموضوع، نادي بيراميدز حاول يعني يوجه صورة إن هو النادي الجديد صاحب الإمكانيات صاحب النفوذ. في المقابل ايضا البعض حاول او تخيل انه بصوته العالي هيقدر ان هو يجذب التحكيم ناحيته او يرهب التحكيم، واعتقد ده اثر الى حد كبير في التحكيم او في مستوى التحكيم وعلى المستوى النفسي خاصة. لجنة الحكام حاولت جاهدة ان هي تحاول تنقذ ما يمكن انقاذه من خلال التصريحات للكابتن عصام عبد الفتاح او من خلال محاولات لملمة الامور داخل لجنة الحكام، ولكن فعلا بعض الحكام من الاسماء الكبيرة تأثرت على المستوى النفسي. خلينا نقول لانه انا دايما بفترض يعني سلامة النية فيما يخص التحكيم، تحكيمنا المصري على مستوى النزاهة هو تحكيم نزيه، الحكام عندها ضمير فعلا، لكن قد يكون البعض تأثر من الناحية النفسية، وده كان لي تأثير على نتائج بعض المباريات المهمة والمؤثرة. لكن في النهاية التحكيم المصري بيعاني هذا الموسم، بيعاني بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن في وجهة نظري لازم جميعا نلتف في هذه المرحلة حول التحكيم المصري، ونؤكد على كامل احترامنا وتقديرنا للتحكيم المصري حتى يخرج من هذه الأزمة. كلام مهم جدا طبعا من بعض النقاد الرياضيين وارائهم في التحكيم السنه دي، لكن يا كابتن ياسر بالتحديد استاذ محمود صبري الناقد الرياضي الكبير في اول التقرير قال ان مفيش حكام مصريين بيديروا مباريات نهائيه في البطولات الافريقيه بقالنا فتره، ده سببه ايه؟ وكمان المشاركات القليله في المونديال بالنسبه للحكام المصريين، وجهه نظرك ايه في الجزئيه دي؟ طيب خلينا نتفق على حاجه، ان كل دوله بيجي لها كل فتره حكم هو اللي بيلعب البطولات الكبيره او النهائيات زي ما استاذ محمود بيتكلم. فتره من الفترات كان موجود الكابتن جمال، بعديه كان موجود كابتن عصام، بعديه فتره طويله شويه كان جهاد جريشه. جهاد جريشه لعب نهائي الكونفدراليه السنه اللي فاتت وراح
كاس عالم وعلى طول موجود في بطولات الامم الافريقيه سواء المحليين او المحترفين فموجود وده يعني طبيعي ان هو واحد بس اللي يكون موجود يعني ما شفناش الكابتن جمال راح كاس عالم ومعاه حد تاني لا هو راح لوحده طبعا معاه مساعد كان الكابتن بس حتى المباراه الوحيده في كاس العالم مين ده كابتن جهاد جريشة انا بتكلم على كابتن جمال كابتن جمال لا كابتن جمال طبعا اكتر واحد في مصر لعب ماتشات في كاس العالم جهاد لعب مباراه وهو بص عايز حاجه انجلترا وبنما على ما اعتقد بالظبط ولكن هو مروحه في حد ذاته ده انجاز, إنجاز. تمام كون بعد كده ان هو يلعب او ما يلعبش ما برضه هناخد كده بالقياس يعني في حكام كبار لعبوا مباراه برضه واحده ومشوا وكان ده تاني كاس عالم ليهم تمام فيعني مش ده مش مؤشر على حاجه ايه اكتر الفترات اللي كانت جيده تحكيميا في مصر من خلال متابعتك على مدار السنوات الكبيره اللي فاتت من وجهه نظرك هبقى متحيز وانا ما بحبش ابقى متحيز بص انا هقول لك حاجه ويمكن الجماهير اكيد متابعه واكيد الاعلاميين متابعين واكيد طبعا برضه انت متابع اعتقد ان يعني من اجمل فترات الكوره المصريه الفتره اللي هي من 98 99 لحد 2010 يعني ده انا بعتقد ان دي كانت قمه الكوره في مصر من جميع النواحي فضائيات اعلاميا تسويقيا اسماء لعيبه اسماء فرق اسماء مدربين اعتقد ان دي كانت الفتره الذهبيه تحكيميا كانت فتره رائعه ولا كان فيها برضو كلام كتير في كل الاجواء دي لما تدخل معاها عنصر التحكيم هينجح مش هينجح بالسهل لا لازم يكون موجود حكام موهوبين لازم يكون موجود حكام اصحاب شخصيه موجود حكام يعني انا هقول لك حاجه انا لو سالتك مين اللي كان بيحكم في العشر سنين دول هتقولهم لي بالاسم في حين ان رئيس لجنه الحكام كان قاعد يفتكر مين الحكم الدولي السابع في احد البرامج يعني هو حافظ سته والسبع نسيه فالنبي لو انا سالتك قلت لك العشر سنين دول مين اللي كان بيحكم فيهم هتقولهم لي بالاسم فهيم يا سمير مدحت عبد العزيز اسماء 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 وحمدي شعبان انا مش عايز انسى حد يعني تمام لعبنا في اجواء صعبه او هم لعبوا في اجواء صعبه لعبوا في اجواء جماهيريه لعبوا بورسعيد لعبوا في المحله لعبوا في اسكندريه لعبوا في كل حته والملعب ده كان بيبقى مقفول صدى القاهره 70 80 الف يعني انا مش عايز يعني طب ما هو برضه يعني شيء بالشيء يذكر يا كابتن ياسر ما هو لما ما يكونش في جماهير خلال الفتره الكبيره اللي فاتت ده كان طبيعي ان ما يبقاش في ضغوط على التحكيم فبالتالي يكون التحكيم بيظهر بالشكل الجيد ليه برضه كنا بنشوف التحكيم مش بالمستوى الفني الجيد في معظم المباريات في البطولات المحليه المختلفه يعني طيب انا كنت دايما بقول هيكون المحك الرئيسي للحكام عندنا وجود الجماهير ودايما كنت بقول ان هم بعيد عن الاختبار ده وكنت بقول ان عدد كبير فيهم هيتعب لما الجماهير ترجع تمام ولكن انا عندي من الشجاعه اقول ان امين عمر ومحمود البنا محمد الحنفي طبعا قديم فلعب في الاجواء دي قبل كده تحديدا امين عمر ومحمود البنا لعبوا في تونس تحت ضغط جماهيري عملوا ماتشات رائعه في الدوري التونسي وتعرضوا للضغوط دي تمام عندهم الشخصيه هم حكام كبار وعندهم الشخصيه اكيد وهقول لك حاجه ثانيه برضه وهقول لك حاجه ثانيه دايما الحكم هو بيحكم بره بلده بيبقى الموضوع بالنسبه له اسهل طبعا اي مكان حتى لو انت بتلعب الترجي والنجم اسهل من الاهلي والزمالك مش اسهل من ناحيه اسماء الفريقين لا انت بتلعب الماتش وعارف ان انت ماشي انما انت هنا لا هيقعد مدى الحياه يكلموا على حكم ماتش الاهلي والزمالك فالعمليه بتبقى اصعب يعني الضغوط الجماهيريه هنا اهو اصعب نجحوا بقيه الناس احمد الغندور يعني محمد عادل محمد معروف الناس اللي هي لعبت بطولات افريقيا ولعبوا في جماهير نجحوا اتمنى ان هم لما هنا يلعبوا برضه تحت ضغط جماهيري اتمنى ان هم ينجحوا النجاح ده انت مع موضوع التبادل ما بين مصر وتونس وموضوع التحكيم ده ولا رايك فيه انا موضوع معاه بس معاه يعني هو بيستفيد اكتر هو اللي بيستفيد اكتر ليه بقى انت برضو بتاخد من عندهم لان انا برضو هبقى متحيز لحكامنا لان حكامنا افضل حكام مصر افضل يعني انت لما تقول النهارده الترجي والنجم الساحلي لما تقول لي النجم الساحلي والصفاقسي لما تقول لي الصفاقسي والترجي دول حكام مصريين ونجحوا نجاح كبير تمام هنا هل ممكن تدي حكم تونسي اهلي وزمالك صعبه شويه اشك بنسبه 100% 100%
هم ما عندهمش غير يوسف السرايلي. اه حكم مميز هو الصراحة. ده المميز عندهم. تمام. هل يوسف الراي العام هنا هيقبل ان هو يجي يلعب الاهلي والزمالك؟ ما اعتقدش. هل يوسف يجي يلعب لاي فرقه بتطلب حكام مش مصريين ضد الاهلي او ضد الزمالك؟ بيراميدز يجي يلعب بيراميدز واهلي او بيراميدز وزمالك؟ اشك. تمام. هيبقى الموضوع هيبقى صعب شويه. تمام. يعني انا مع ان احنا نعمل تبادل مع حد انا اروح استفيد. يعني اروح استفيد بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللي جاي لي ده جاي لي من واحد. النهارده الدوري السعودي مباراه كانت هايله النهارده. تمام. الهلال والنصر. مين اللي كان بيحكمها؟ الحكم افتتاح ونهائي كاس العالم وغلط وفي وجود الفار وراح اتفرج على الفار وسمع رايه. تمام. بس مين اللي جاي لي؟ حكم تقيل طبعا. غلط في الدقيقه 92 دقيقه 93 بس يعني 92 دقيقه 93 دقيقه مفيش اخطاء. بيدي دروس. بيدي دروس في الشخصيه في اللياقه في فنيات تحرك. يعني انت مع ان احنا حتى لما هيكون في مباراه اهلي وزمالك او اهلي وبيراميدز، طبعا بيراميدز بينافس دلوقتي على الدوري اكيد، لكن مع ان يكون حكم كبير جدا هو اللي يجي، ولا لمجرد ان انا اجيب حكم اجنبي وخلاص ورايح دماغي من الدوشه بتاعت حكم مصري ممكن يغلط غلطه والدنيا تقوم وكلام من لا لا لا. انا مع الحكم الاجنبي اللي هو لو هيجي يبقى حكم كلنا نستفيد منه. حتى الاجهزه الفنيه تستفيد منه، حتى اللعيبه تستفيد منه. انما هو هيجي عشان هو اجنبي وخلاص والسلام عليكم وعليكم السلام. لا. انا ضد المبدا ده. الضغوط يعني. ممكن تخلي الحكم يغير قراره او مش يغير قراره وهو قبل ما يصفر من الضغوط اللي عليه او الاجواء اللي حواليه في المباراه، ممكن يخليه بدل ما يصفر صفاره تكون صحيحه ممكن ما يرضاش يصفرها مثلا او ما يرضاش ياخد القرار. الحكم اللي شخصيته ضعيفه ممكن يستجيب للضغوط. ممكن طبعا. ده ممكن يستجيب للضغوط اللي قبل المباراه. مش لازم جوه المباراه، لا ممكن قبل المباراه. مباراه عليها لغط وعليها كلام وعليها اعتراضات وفي تصريحات متبادله ممكن هو يتاثر بيها وينزل، ده ياثر على الاداء. مع ان عضو مجلس اداره اتحاد الكره يكون رئيس لجنه الحكام ولا ضد الجزئيه دي ويكون حد من بره، وشفنا كمان في السعوديه بيجيبوا حكم، شفنا الحكم كراتنبرج اعتقد اسمه اللي هو الحكم الانجليزي الشهير هو المسؤول. بس حاليا الكابتن خليل انا قصدي ان كان متواجد فتره من الفترات وما زال موجود بس هو موجود فنيا. تمام. احنا في الاول كنا بنتوسم في وجود عصام عبد الفتاح على ترابيزه اتحاد الكوره ان هو يكون دعم كبير للحكام. هو دعم في حاجات محدش يقدر ينكرها، زي دعم ماديا، معسكرات ماديا، دي مش للحكام. لا، ماديا دي كمحاضرات كادوات تدريب كمحاضرين جابهم حضروا حكام مصريين. معسكرات لفترات طويله، جلسات التحليل، ملابس للحكام، كل ده توفر. ولكن ما توفرش فلوس الحكم، ما توفرتش. دي جزئيه مهمه قوي برضه، ما زلنا بناخدها على راي فهيم عن نوتة. ازاي عن نوتة يعني؟ يعني بعد فتره ما تاخدهاش وقتها. هو يعني الاجر بتاع الحكم في المباراه بيبقى حوالي كام؟ حوالي 3000 في المباراه. 3000 ده قبل الخصم. هل قبل الخصم؟ يعني قبل الخصم الضرايب بقى وحاجات كده. طيب هل ده مبلغ كافي؟ انا قلت قبل الخصم فين بيشيلوا ايه؟ لا، بالمقارنه بالارقام اللي احنا بنسمعها في الدوري الممتاز. لا مش كافي طبعا. مش كافي. لا لا خالص. خصوصا ممكن حكم في شهر واحد يحكم ماتشين، يعني يطلع له 6000 جنيه، ده مبلغ قليل جدا. قليل جدا، وخاصه كمان بالنسبه لالتزاماته. لان هو بيصرف على التحكيم. ازاي؟ هو اللي بيتمرن. هو اللي بيشوف الملعب اللي بيتمرن عليه فين، هو اللي بيعالج نفسه، هو كل حاجه. هو كل حاجه، الانتقالات عليه هو. طبعا الشكل الخارجي والمظهر ده طبعاً. اكيد بتاعه هو، ولكن متطلبات الكلام ده كحكم لا، بيبقى محتاج ان هو يظهر بشكل تاني. يعني هو برضو كلنا في الاخر كل واحد زي ما بنقول مهام الوظيفه او الشكل العام للوظيفه او الشكل العام للمهام اللي انت بتعملها لازم يكون ليها شكل معين، فده برضو بيكلف. ده من او دي من ضمن الامور اللي اثر فيها شويه كابتن عصام عبد الفتاح. اثر فيها كتير، مش اثر فيها شويه، اثر فيها كتير. هي حكام فعلا بتاخد، بس بتاخد متاخر. الحاجه الثانيه اللي اثر فيها ان هو كان لازم من اول يوم، كابتن عصام موجود تقريبا بقاله 6 سنين او 7 سنين حاجه كده يعني. تمام. كان من اول يوم كان يحط من ضمن لائحه المسابقات عقوبات تبقى رادعه لاي واحد يتجرأ
او يمتعد من قرارات الحكم. ده ما حصلش. احنا لسه بندور عليه النهارده ولسه بنقول هنودي لجنه الانضباط ولسه كان المفروض من الاول طبعا كان من فتره طويله. الحاجه الثالثه ودي اكبر حاجه انا باخدها عليه دخوله في مهاترات وخناقات ومشادات انا ضد الكلام ده. حتى لما كنت شغال معاه في اللجنه انا كنت ضد الكلام ده. طب ده هيخليني او هيجرني انا اسالك على القصه الاخيره كابتن سيد عبد الحفيظ وتصريحاته واتكلم على ان نادي الزمالك مثلا وجهه نظره في بعض الحكام ما بيحكموش لنادي الزمالك وهم حكام كبار زي جهاد جريشه مثلا او حتى محمود البنا وبيسال تساؤل كابتن سيد عبد الحفيظ هل بدايه من وجهه نظرك شايف تساؤل طبيعي ولا 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 المفروض ما كانش مثلا كابتن سيد؟ انا بحب اتكلم بصراحه يعني وهل رد الفعل بتاع كابتن عصام فتاح شايفه كان رد فعل جيد ولا ما كانش المفروض ان هو يرد بالطريقه دي او يتكلم باسلوب اللي احنا شفناه كلنا في الفضائيات؟ طيب لما تيجي تبص للموضوع بناخده من اكتر من وجهه نظر. تمام. بمعنى هتاخد بوجهه نظر المشجع الاهلاوي اللي عمله سيد حاجه نجوميه طبعا من وجهه نظر اهلاويه اكيد. تمام. طبيعي. لما تيجي تاخده من الاداره بيدافع عن حقوق ناديه اكيد. لما تيجي تاخده من الاعلام سبق ليهم وهيشتغلوا عليه كام يوم. لما تيجي تاخده من الاتحاد او بقى لجنه الحكام لا مش مقبول. مش مقبول. مش مقبول. مش مقبول ليه؟ مقبول ان انت تقول انا فرقتي بيحصل معاها 1 2 3 4. تمام يا جماعه انا عايز الكلام ده ما يحصلش معايا. خليني اقول لك برده يا كابتن ياسر هو ما هاجمش يعني هو الراجل بيسال. الراجل بيسال. انا معاك. انا معاك. تمام. لما يجي يسال لو في قناه شرعيه يمشي فيها لا القناه الشرعيه اولى. بمعنى كابتن سيد عنده تساؤلات انا 1 2 3 4 اعمل مذكره واديها لجنه الحكام لجنه الحكام ترد عليا او ان في مساحه ودي برضه انا ما بفضلهاش للمكالمات التليفونيه ان في ايه او اروح بنفسي في ايه. تمام. ده مقبول ان انا اروح بنفسي واتكلم وافهم. ولكن احنا في ظروف صعبه والجماهير مش بتفهم الكلام زي ما الكابتن سيد عايز يقوله. هتفهمه بمعنى حاجه ثانيه خالص وده اللي حصل. بقى الاهلاويه بقى بيهاجموا والزملكاويه بقى بيهاجموا ودخلنا في متاهه. لا انا اتكلم على فرقتي اتكلم مع لجنه الحكام المسؤوله عن الكلام ده طب هو تساؤل منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي طبعا. طيب ما هي دي الجزئيه منطقي. الراجل بيتكلم في حاجه منطقيه. خلي بالك يعني هو مش قصده على فكره على فكره كابتن سيد اكيد مش قصده انا مش بدافع عنه في فرق في فرق بس هو مش قصده يتكلم عن نادي الزمالك بالتحديد هو بيتكلم على لا. ان لو حتى نادي تاني بينافس النادي الاهلي ايوه بس هو هي الالفاظ هي اللي اختلفت بس لما انا اقول ايه في انديه تانية بيحصل معاها كذا في حكام تانية بيحصل معاها خلاص الموضوع هيعدي ولكن هو ذكره للمنافس باسمه هي دي اللي عملت المشكله. انا اتكلم على فرقتي انا اتكلم على اللي ليا هتلاقي الدنيا افضل. تعال بقى الرد فعل لجنه الحكام. لو كان هي عندها قناه شرعيه ما كانش هيوصل الامر بان يطلع عصام عبد الفتاح يتراشق بالكلام مع سيد عبد الحفيظ. تمام. تمام. ده ادى لايه؟ ادى لحاله من الاحتقان. ادى النهارده بقى فيه اخذ ورد. انا من فتره طويله جدا في احد البرامج اللي انا بطلع فيها باستمرار قلت له ما تطلعش تتكلم لان الكلام بيخسرك والكلام بيخسر الحكام والكلام بيحط ضغوط على الحكام. فالكلام ده كله احنا في غنى عنه. لو انت عندك لائحه طبقها على الكبير قبل الصغير. ده يعني ما فيهاش كلام. ولكن فوجئت برضه امبارح ولا اول امبارح ان هو بيقول احنا هنبدا نعمل. طب السنين اللي فاتت دي انت كنت شغال بايه؟ طب ممكن حضرتك تجاوب لي على التساؤل بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ من وجهه نظرك انت؟ اللي هو ان في حكام بعينها بتروح هنا وفي حكام كلام ان الناس الحكام الكبار جدا ما حكموش نادي الزمالك غير مباراه واحده. تمام. في الدوري لحد دلوقتي. تمام. انت من وجهه نظرك ردك هيكون ايه لو حضرتك مكان كابتن عصام فتحي؟ هو كابتن عصام رد في الموضوع ده وقال ان جهاد كان عامل مشكله مع الزمالك بس المشكله دي مطوله شويه جدا وبعدين هو لما رجعه على ماتش نجوم المستقبل ونجوم المستقبل كسب. فيعني هو من وجهه نظره كده ان هو حل مشكله جهاد. من ناحيه ثانيه بس المشكله طويله قوي يا كابتن ياسر. انا شايف يعني ده طبيعي ان هي تاخد الفتره دي كلها. طب انا برضو هسالك سؤال ثاني. هل انت النهارده تقبل ان ابراهيم نور الدين يجي لك ثاني السنه دي؟ لا صعبه شويه بصراحه. فاحنا نقول لينا ونقول اللي علينا. تمام. مش هيبقى مقبول. ولو جه مش هتبقى ضامن النتائج ايه، مش هتبقى ضامن العواقب ايه. ولكن لو انا من البدايات انا ماشي بقوه
وبحزم، لا انا باعت للاهلي وباعت للزمالك وباعت للاتحاد والحكم هيغلط وهيجي لك تاني بعد اسبوعين ثلاثه، الموضوع منتهي. ده غلط وده عامل ثلاثه بونت هيجي تاني. يعني قصدك لازم يكون في شخصيه قويه من لجنه الحكام؟ اداره. اداره لا، هم كلهم ناس محترمه وكلهم يملكوا من الشخصيه شخصيات محترمه. انا قصدي شخصيه اداريه. ولكن اداره لا، في تهاون كتير. يمكن هرجع لك تاني لنقطه مجلس الاداره. وجود عصام في مجلس الاداره اتحول من قوه الى حاجه تانية. يعني بقت المصالح متضاربه. الجزئيه دي بقت المصالح متضاربه. انا النهارده عايز ارضي النادي وعايز ارضي الحكم وعايز ارضي الحكام. فالمعادله دي تتحل ازاي؟ النهارده هو عضو مجلس اداره ومش لاقي وسيله يعاقب بيها حد فبيطلع هو يرد بنفسه. هل ده مقبول؟ طب ما انت قاعد على الترابيزه، طب ما انت اعمل انت العقوبات. انت قول لازم يحصل كذا. يعني خلي بالك المشكله مش في الدوري الممتاز بس، والكلام مش من بتوع الدوري الممتاز بس، والكلام مش من سعيد عبد الحفيظ بس، ولا يعني لا لا لا، ده الكلام وصل للدرجه الثانيه للقسم الثاني. تمام، وبيطلعوا بيقولوا افشع من كده وما بيتردش عليهم. هنا بقى السؤال، انت ليه بترد على دول وما تردش على دول؟ ده بالعكس، ده انت في ناس طلعت من القسم الثاني هاجمت حكامك في 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 يعني في سمعه. تمام، وما لقيناش ان في اي رد. تمام، ماتشات بتتلغي، حكام يعني ماتشات ناشئين بتتلغي. ده جاي من ايه؟ جاي ان مفيش عقوبات رادعه. ايه النهارده اللي منجح كل الدول؟ ان في عقوبات وفي لائحه الناس كلها بتبقى موافقه عليها. خلاص انا عارف ايه اللي ليا وايه اللي عليا، تجاوزت خلاص هتعاقب، الموضوع منتهي. انما عدم، طب احنا النهارده قلنا هيتعرض الموضوع على مجلس الاداره وهنوقفه وهنعمل، مش هو ده الكلام اللي بعد المداخله حصل ايه؟ ولا حاجه. الموضوع اساسا ما اتناقش، الموضوع اساسا ما اتعرضش، ده اللي هم خرجوا بيه. فانت النهارده طب يعني مش احنا كنا قاعدين مستنيين ايه رد الفعل؟ مفيش رد فعل غير ان احنا طلعنا واتكلمنا وزعقنا وبرضه في الاخر مفيش نتيجه. مفيش نتيجه. وصلنا ان النهارده في جهاز بالكامل وجمهور بالكامل بيتراشقوا بالازايز، والعقوبه عقوبه ماديه. سواء على الجماهير او على الجهاز. انا الجماهير ما تعنينيش. تمام ليه؟ لان الجماهير هو في الاخر مشجع اكيد ومتحمس لفريقه، كل واحد بيبقى متحمس. انما جهاز او لاعبين احتياطي بيعملوا كده ومفيش عقوبه، دي كانت غريبه بالنسبه لي. غريبه بالنسبه لي ان لاعب يخرج يضرب مصور. ممكن الحكم ما شافوش، ممكن الحكم الرابع ما قامش بدوره. طب فين بقيه الادوار؟ مفيش. فاحنا هنوصل لمرحله هتبقى صعبه نفسيا. الحكام المصريين متاثرين شويه. اكيد اكيد. بص، ما انا النهارده عشان انجحك لازم يبقى اوفر لك كل عوامل النجاح. وبعدين اقول لك اتفضل. انما انا النهارده عوامل النجاح مش موجوده وعايزك تنجح، هي مش عافيه. عمرها ما كانت عافيه. الحاجه الثانيه، حكام كتير جدا بتتكلم في موضوع العدل ان هم مش حاسين بالعدل. الحكام نفسها مش حاسه بالعدل. فده يديك انطباع بايه؟ يديك انطباع ان في حاله عدم رضا. حاله عدم الرضا دي هتنعكس على ادائهم بشكل طبيعي. وهتنعكس على النفوس. اكيد. انا النهارده ببقى قاعد في البيت مش بتمنى نجاح لزميلي. ما بتكلمش على الصفوه، انا بتكلم على الباقي. تمام؟ الصفوه خلاص هم ماشيين في سكتهم وبيلعبوا ماتشاتهم وبيحاولوا ان هم يحسنوا ادائهم، وفي ناس عامله ماتشات هايله. يعني ما اقدرش اتكلم على حمود البنا. حمود البنا هايل. امين عمر. محمد عادل. محمد معروف. الحنفي. الغندور. يعني لا، هو في حكام مميزين بصراحه. لكن هو صباحي كله انا مش عايز انسى حد. تمام، انما في ناس لا تميزت. وفي ناس ادت في وسط الظروف دي. الحاجه الثانيه، الاستهلاك. انا بستهلكهم في الدوري الممتاز، بستهلكهم في القسم الثاني، وبستهلكهم في القسم الثالث. لا، هي عمليه مش كده. يعني هي العمليه لازم يكون فيها لكل مقام مقال. طب الحمله الشرسه اللي ممكن تكون في بعض الاحيان على الحكام ده ممكن يتطلب ان يكون في اخصائي نفسي للحكام عشان ما يتاثروش نفسيا في ادائهم في المباريات؟ طبعا. ولا الجزئيه دي ممكن ما يكونش في تركيز عليها قوي من قبل لجنه الحكام؟ هو الكلام ده طبعا كلام علمي وكلام ما فيهوش اراء. ان المعالج النفسي لازم يكون موجود. طبعا كلنا شفنا المنتخبات الكبيره يعني ده حتى مع الحكام في كاس العالم. لا، كان معاهم معالج نفسي وكان ليهم طريقه للتمرين عشان
يعمل ريكفري نفسي ليه هو، ولكن الكلام ده عندنا احنا بعيد شويه. بعيد شويه. احنا لغايه النهارده لسه مش عارفين نصور بثلاث كاميرات ولا اربعه ولا نشوف دي ولا نشوف دي. فاحنا بعاد شويه. كل ما العدد يكبر من الطاقم التحكيمي في ارضيه الملعب، ده في صالح الحكام ولا ضد الحكام؟ لان احنا شفنا حتى لما العدد كان كبير، حكم رابع وحكم خامس وكلام من ده، برضو في اخطاء. الافضل ايه؟ بص، هو التجربه في بدايتها كانت ناجحه. تمام. لما حطوا حكمين اضافيين. ولكن واحده واحده بدا الموضوع الزمام يفلت، بمعنى بدات المهام تتداخل، بدا كل واحد عايز يبقى ليه دور، وبدا ان هو يتعدى دوره. فبدات هنا يحصل المشاكل اللي احنا بنشوفها، وبدا يحصل عدم ثقه ما بين حكم الساحه اللي في الملعب وزميله الاضافي، والاضافي والحكم اللي في الملعب. فدي انعكست على القرارات اللي هم خدوها. عدم الثقه دي جت منين؟ عدم الثقه دي جاي من انت بتتدخل في ايه. انت بتتدخل في ايه؟ انت بتتدخل، فدي بتخلينا انا كحكم متشكك فيك، او متشكك في قرارك، او متشكك في رايك. هنرجع لنفس النقطه اللي حضرتك قلتها في الاول، ان لازم كل واحد يبقى عارف واجباته ومهامه ايه قبل البطولات بشكل عام، مش قبل المباريات. وبعدين هي مجموعه. المجموعه دي لازم تكون معروفه، وهي بتقوم بالدور ده. وهي اللي كل مره انا بصلح لها، انما انا ما اقعدش اوسع 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 عشان في الاخر تحصل المشاكل اللي حصلت. مع مطالبه بعض الانديه باستبعاد حكام بعينها ولا ضد الجزئيه دي؟ وهل الكلام ده بيحصل بره في اوروبا مثلا بالتحديد ولا مش موجود؟ حق كل نادي يقول انا عايز ياسر وسمير وامير وحازم. حقه ان هو يقول انا مش عايز دول. قول. وحقك كمان انك تقول انا عايز دول. تمام. حقك قول. يقول وبعدين بقى؟ انا صاحب القرار. انا هاخد الورقه بتاع حضرتك دي واحطها في الدرج، تمام، واللي انا عايز اعينه هعينه، اللي انا شايفه هعمله. طبعا. واعتقد يعني ان ده حصل. المفروض ما يبقاش في الكلام ده برضه، عشان اكون منصف. اعتقد ان ده حصل، لان في حكام كانت بعينها الاهلي طلب ان هي ما تجيلوش وجات له، والزمالك طلب ان هي ما تجيلوش وجات له، وانديه ثانيه في نفس الوضع برضه، حتى في القسم الثاني نفس الوضع برضه. انا هقول دي واقول دي؟ لا، هم اللي هم بيشوفوه من وجهه نظرهم ان هو هينجح خلاص. الحاجه الثانيه برضه في رد عصام على سيد، بيقول له يعني او بيحلف او بيقسم ان محمود البنا كان متعين في بيراميدز والزمالك ان هو اتاجل. طب وبعد بيراميدز والزمالك؟ لا 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 لا، هو انت مش محتاج ان انت تقول كده خالص. ولا اي مخلوق في الدنيا كلها ليه عندك ان انت تحلف له او تقسم له ان هو صراحة كان مش موفق اطلاقا في تصريحاته. يعني انت عارف ايه يعني مع احترامي الكامل لاي مدير كوره في اي نادي، انت مين عشان تسالني؟ دي مش شغلتك. انت شغلتك نادي، فرقه، احتجاج، مذكره، كل الكلام ده. لا تمام. بس حضرتك برضو طبيعي جدا ان هو ممكن يسال، يعني مدير كوره او اي مدير كوره، مش بتكلم عن كابتن سيد بالتحديد، انا بتكلم عن اي حد او اي مسؤول من حقه ان هو يدافع عن حقوقه. انا قلت لك بص، من حق من حق كل واحد ان هو يطلب اللي هو من وجهه نظره ان ده يحفظ حقوق ناديه او فرقته، ده حق مشروع. تمام. طالما ان هو لم يتجاوز. على فكره النقطه اللي كان فيها كابتن سيد دي محدش كان واخد باله منها. فضل. هو الراجل بصراحه شاطر جدا ومركز جدا في شغله كابتن سيد عبد الحفيظ بصراحه يعني، لكن محدش كان واخد باله منها، لفت النظر بالنسبه للناس كلها. ايه المشكله لما انا اسال سؤال زي ده وماشي خد السؤال من غير بقى ما نقعد نتكلم مع بعض في الفضائيات، وانا ارد وانت ترد وكلام من ده، زي ما حضرتك قلت مثلا اخد التساؤل ده افكر فيه لو انا مثلا، او اراجع نفسي فيه لو انا غلطان فعلا في الجزئيه اللي الكابتن سيد سال فيها، وبعد كده اخد قرار في الاخر. انا قلت لك هو سؤال مشروع، ولكن مش في مكانه، مش قدام الشاشات، مش في الفضائيات. اعمل مذكره اسال فيها يا جماعه، انا اشمعنى الناس دي بتجي لي والناس دي ما بتروحش حته ثانيه؟ هو في ايه؟ هيترد عليك. هو سؤال في محله بصراحه. تمام. سيد في يعني حتى لو نادي تاني، انا مش بتكلم عشان الاهلي، لا لا لا، عشان أي نادي، أي لو نادي تاني شاف نفس الجزئيه حقه جدا ان هو يتساءل. وده بيحصل على فكره. بالظبط. وده بيحصل في حكام بتشتكي ان انا بيكرر لي حكم بعينه اكتر من مره. فاهمني ازاي؟ انا مش عايزه. تمام. مش عايزه لان هو مش ان هو وحش، لا. انت عارف دايما العقل الشرقي بيبقى مسيطر عليه قصه التوفيق وعدم التوفيق، وانا بخسر وانا ده موجود. وعلى فكره حتى مع الحكام موجود. والحكم زي ما هو من حق النادي ان هو يرفض حكم، من حق الحكم ان هو يرفض ان هو حاكم النادي. أو ممكن حكم يقول انا مش عايز احكم النادي. طبعا طبعا. حقه. تمام. وحق اللجنه الاصيل ان هي تتعامل مع الحالتين بما لا يخل ولا بالهيبه ولا باي حاجه تخص التحكيم. السوشيال ميديا بتزيد الضغوط على الحكام؟
من وجهه نظرك. زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه ناس بتقعد تتكلم على التحكيم كتير، ما كانش الناس تقدر تكشف عيوب الحكام زي ما احنا بنشوفها دلوقتي مثلا. وطبيعي جدا الحكم انسان، وارد ان هو يكون موفق وارد ان هو يكون موفق، لكن السوشيال ميديا ممكن تكون زودت الضغوط شويه على الحكام بشكل عام. السوشيال ميديا زودت الضغوط على الحكام وعلى مجالس ادارات الانديه وعلى مجلس اداره الاتحاد وعلى الوزارات وعلى الدوله وعلى المسؤولين. لا، النهارده السوشيال ميديا قوه اعلاميه لا يستهان بها. اكيد طبعا من ضمن الناس اللي بيتاثروا الحكام، ولكن ده يبقى غلط كبير جدا، لان انا كحكم مش مفترض ان انا اخش في المتاهه دي. انا كحكم لازم اهيئ نفسي، لازم ابقى عارف انا دوري ايه، وعارف ان انا هيتقال عليا كده وهيتقال عليا كده، ولما اكون وحش هيتقال عليا وحش، ولما اكون كويس هيتقال عليا كويس. ده الطبيعي. انما ان انا استجيب للضغوط دي يعني تبقى حاجه مش كويسه. زي ما قلت لك، اللي بيستجيب للضغوط هو عنده مشكله في الشخصيه بتاعته. طيب، عايز اتكلم عن الفار شويه. هو في الاول اسمه فار ولا اسمه في اي ار زي ما سمعنا مؤخرا؟ عايزين نعرف المسمى بالظبط بتاعه. طيب، هو النطق الصحيح هو طبعا اول ما يعني اخترع الموضوع وبدانا ان احنا نقول ان في تقنيه حديثه وان في فار وان في حاجه جديده دخلت علينا، كنا بنقول فار. طلع بعد كده في اي ار. انت عارف اللي هو ايه، لازم ابقى مختلف. ماشي، خلاص، خد فرصتك ابقى مختلف. ولكن برضو انا من النوع اللي يعني الحمد لله اتعلمت، الحمد لله يعني. ففي حروف بتتحول لمصطلح او لكلمه. تمام. طالما ان هي انتشرت دوليا بقت معروفه، يعني انا لما اقول لك فار خلاص انت عرفت ده ايه. لما اقول لاي حد تاني فار اتعرف زي فيفا بالظبط. يعني ايه اتحاد الدولي؟ مش محتاجه بقى ان انا اقول بقى فيدريشن. طيب، كاف، مش محتاج ان انا اقول بالظبط، خلاص هي حاجه، هي نفس القصة. هي حاجه اتعرفت، زي كايرو، كاي، اتعرفت. يعني عارف ايه، هي ممكن تتقال كده وممكن تتقال كده، بس هي اتعرفت عندنا فار صح وفي اي ار صح. يعني الاثنين عادي. الاثنين عادي، وعادي جدا اقول فار، يعني مفيش مشكله. لا، ومحدش يقدر يلومك ومحدش يقدر يراجعك وعلى مسؤوليه انا. طيب، قبل ما اختم مع حضرتك، ممكن في يوم من الايام نشوف حكم مصري بيحكم في اوروبا مباراه مثلا، ولا الكلام ده صعب على مستويات التحكيم المصري او المستويات اللي احنا بنشوفها دلوقتي؟ والله ممكن، لو في اطار تبادل قاري ما بين اتحاد قاري واتحاد قاري تاني. لا، ممكن طبعا هيتحمل الضغوط، يعني يقدر يحكم مباراه لريال مدريد، لمانشستر يونايتد، للفرق الكبيره دي. لا، هو خلي بالك في الدوريات ما اعتقدش هيبقى صعب شويه. تمام، انا بتكلم على منتخبات. لان احنا كان لينا سبق قبل كده، الكابتن جمال غندور راح حكم في بطوله الامم الاوروبيه. وفي نفس الوضع برضو او في نفس التوقيت جه حكام من اوروبا حكاموا في بطوله الامم الافريقيه. فدي بتبقى في اطار اتفاقيات قاريه، يعني اتحاد قاري مع اتحاد قاري. انما يعني اتحاد اهلي ان هو يستعين بحد من افريقيا عشان يحكم في الدوريات بتاعته صعب قوي. مع ان انا عايز اقول لك حاجه، ده السودان ما بتدخلش حكم اجنبي عندها. فانت مثلا عايز اسبانيا ولا ايطاليا ولا المانيا تدخل حكم، ولا انجلترا؟ لا. اعتقد انه صعب. صعب. طيب، اخيرا عايز نصيحه من حضرتك للحكام بشكل عام خلال الفتره دي، وللكابتن عصام عبد الفتاح بالتحديد، او رساله حابب توجهها لهم. يعني بالنسبه للحكام، التركيز التركيز التركيز. ابعد نفسك عن المهاترات، ابعد نفسك عن كل حاجه ممكن ان هي تشتتك، ابعد نفسك عن الضغوط. انت حكم. انا ثقتي في الحكام المصريين لا حدود لها. وعارف ان في حكام مستنيه الفرصه، وعارف ان في حكام خدت فرصه ومستنيه الثانيه. بقول ما تفقدش الامل. حكام الصف الاول بقول لهم يعني حافظوا على نفسكم، لموا بعض. انتوا دلوقتي اللي جارين معاكم حكام كتير، فلازم انتوا تكونوا نموذج في كل حاجه جوه الملعب وبره الملعب. علم الحكم الصغير بادائك في الملعب، ما تخافش من حاجه، ما تخافش على ماتش، ما تخافش على مسابقه. طبق القانون وهتلاقي ربنا يقف جنبك. رساله كابتن عصام الفتاح. عصام بالنسبه له الرساله هتبقى كتير. تمام. ابرز الرسائل بطل كلام في الفضائيات.
دي اهم حاجه. دي اهم حاجه. كابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم الدوري الشهير، نورتني وشرفتني بصراحه. انا بشكرك يا امير، ودايما بكون بستمتع وانا موجود معاك، ومستمتع وانا موجود بتكلم عن التحكيم. وبشكرك وبشكر قناه النادي الاهلي على الدعوه الكريمه. منورنا ومشرفنا دايما. طبعا دي كانت الفقره الحواريه الاولى من حلقه الاهلي ليله النهارده. الفقره الحواريه الثانيه هتكون مع الكابتن ايمن دجيش، ايضا الحكم الدولي المعروف، هتكون من خلال زميلي العزيز عمر ربيع سيدي بعد فاصل. بنرحب بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله، ولسه مكملين الملف الخاص بالتحكيم المصري. كابتن ياسر عبد الرؤوف كان ضيف الفقره الاولى، لكن لسه مكملين مع حكم دولي ايضا مميز، وواحد من الحكام اللي قضوا 25 سنه في مجال التحكيم، منهم 13 سنه في القائمه الدوليه كاكثر حكم مساعد دولي في تاريخ مصر يكون موجود في 13 سنة في القائمة الدولية، هو الكابتن والحكم المميز جدا الكابتن أيمن دجيش. كابتن أيمن برحب بحضرتك. أنا برحب بيك كابتن هون، وبرحب بكل اللي موجودين معانا، وبتشرف إن أنا أكون موجود معاك. طبعا يا كابتن، يعني حضرتك خبرة كبيرة جدا في التحكيم، 25 سنة منهم 13 سنة في القائمة الدولية، رقم كبير، وتقريبا على حسب معلوماتي إن هو حضرتك أكتر حكم مساعد في تاريخ مصر يكون موجود في 13 سنة قائمة دولية. مبدئيا بس قبل ما ارد عليك على السؤال ده، وانا طبعا بقول الحمد لله على السلامه للكابتن محمود الخطيب، وربنا يتم شفاعه على خير يعني باذن الحمد لله على سلامته يعني. طبعا بالنسبه طبعا يعني الحمد لله ده فضل ربنا عليا، الحمد لله 25 سنه تحكيم، الحمد لله راضي عن الفتره اللي انا قضيتها في التحكيم سواء قبل ما اكون دولي او في ال 13 سنه اللي كنت موجود فيهم في القائمه الدوليه، والحمد لله يعني في رضا كبير خدته من، واكتر رضا خدته الحمد لله عمر بتكلم بمنتهى الصدق معاك، من الجماهير، من الناس في الشارع، دي اللي عملت الرضا كبير قوي يعني. يعني كابتن، الناس في الشارع لما بتقابل حضرتك دلوقتي كان المردود ايه؟ حضرتك بتحكم ماتشات قويه جدا، ودايما كنت بتكون موجود في اكتر من مناسبه، كمان كنت حاكم يعني كنت بتحكم على المستوى الدولي، فبالتالي رد الفعل مع حضرتك والناس كان اكيد يعني الموضوع كان فيه والله حاجه مختلف عن دلوقتي. ربنا الحمد لله، وانا بشكر ربنا الف شكر وحمد، خاصني بحاجه عمر، الحمد لله انا كنت يعني من جميع الجماهير في مصر، اهلي زمالك اتحاد اسماعيلي كل الفرق الحمد لله، كان لغايه لما بطلت الحمد لله في حب لغايه دلوقتي. يمكن انت لما تكون في مجال حتى لعيب كوره لما بيبطل صح بتبقى بتحس بشويه كده ان انت بحاجه غريبه، انت النهارده بقالك 25 سنه بفضل الله لغايه النهارده اللي طلع يعني طلعني من القصه ديت، ان الجماهير لما بتقابلني والكلام ده مديني رضا كبير قوي قوي على الفتره اللي انا قضيتها في التحكيم، ومخليني الحمد لله ان انا يعني الموضوع ما بعد ما بطلت الحمد لله اللي بلاقيه في الشارع حتى دلوقتي فبيبقى فيه رضا كبير يعني الحمد لله. طيب نخش في الجد خش يا عمو. طيب عايز اعرف راي حضرتك في التحكيم الموسم الحالي، الموسم الحالي فيه بعض يعني الاخطاء التحكيميه اللي بتبقى موجوده في كل موسم، لكن الاخطاء التحكيميه بنشوف ان هي او يعني الخبراء والجمهور واحنا حتى شايفينها ان هي ممكن يكون زياده شويه، لكن راي حضرتك مهم جدا كحكم وحكم دولي، فبالتالي رأي حضرتك أكيد مختلف وأكيد يهمنا عن الجمهور وعن المحللين عشان حضرتك خبرتك السابقة في مجال التحكيم. بص عمر، يعني عايزين نقول طبعا مبدئيا ان الاخطاء دي زي ما انت كنت موجوده كل سنه كنا بنشوفها، بنشوف اخطاء في جميع الدوريات في العالم، موجود اخطاء مظبوط في كل حته، لكن عايز اقول لك ان السنه دي البدايات السنه دي حوالي 7-8 اسابيع كده كانت مختلفه، يعني انا كنت لسه موجود لغايه السنه اللي فاتت بيبقى في بعض الاخطاء في بعض الاسابيع. السنه دي احنا قضينا مثلا حوالي 7-8 اسابيع الامور ما كانتش طيبه، كان الموضوع زياده قوي، سببه ايه؟ كقله اعداد، كسببه حاجه معينه، سببه الامور ما كانتش ماشيه كما يجب، كان في حاجه غلط عشان نتكلم معاك بصراحه. في بدايه الاسابيع بعد الاسبوع الثامن ابتدت في الفتره الاخيره زي ما احنا حضرتك شايف يعني كابتن عمر ان الامور اتحسنت الحمد لله يعني، لكن البدايه دي ما حصلتش من حوالي 8-9 سنين يعني في التحكيم، يعني كانت بدايه مش طيبه يعني السنه دي يعني، لان كانت مكرره في كل الاسابيع،
كنت تلاقي مثلا مباراه او مباراتين كل اسبوع ما كانش فيه اسبوع معدي كويس يعني. ده اللي عمل الحاله اللي هي شفناها في الاول، الحمد لله ابتدت تهدى شويه الاسابيع اللي فاتت يعني. طيب كابتن ايمن، عايز اسال حضرتك على الحكم وتطوير المنظومه. احنا عارفين ان ده ان لاعب كره القدم لما بيلعب ماتش في الثاني في الثالث بياخد حساسيه المباريات وبيكتسب خبرات، وبالتالي مستواه بيتطور ومستواه بيكون في اكتساب خبرات واكتساب مستوى افضل. هل حضرتك شايف ان الحكم زي لاعب الكره؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، ايه الاسباب اللي حضرتك شايفها اللي ممكن خطوه لو اتخذت تطور كتير من مستوى التحكيم وتقلل من الاخطاء؟ بتكلم، انا مش بتكلم على الفار، انا بتكلم على القوه البشريه. القوه البشريه اللي انت قلته ده انا يعني هشرحه لك، بس استغلال القوه البشريه اللي عندي. انا النهارده لازم يبقى عندي حد معين لعدد الحكام اللي بيحكموا في الدوري الممتاز. النهارده ما احصرش الدنيا على انا النهارده بطور وشغال مع الحكام. النهارده عشان اعمل تطوير في سنين واعمل تطوير لازم يظهر عندي نتاج التطوير دون. التطوير يبقى موجود. طب انا النهارده مجموعه حكام اللي بتلعب، طب انا عندي حكم لعب السنه اللي فاتت ماتش ماتشين ونجح. اعمل معاه ايه عمر؟ لو انت عندك لعيب واثبت نفسه في الفرقه اديله اكتر ووقفه يبقى جنب الناس دي على طول. تمام. زي يشيل معايا ماتشات. في ماتشات قويه بيشيلها ناس معينه. انا عايز اوصله للمرحله دي، لان النهارده عندي مثلا نتكلم بصراحه عندي 5-6 حكام بيشيلوا مباريات الهامه. طبعا. لا انا عايز اخليهم 8، عايز اخليهم 9، طبعا عايز اخليهم 10. فالمفروض علشان اقدر النهارده الحكام تدور على الانديه كلها يا عمر. فهي حته ان انا النهارده مثلا في حكام نجحت وبشوفها بتظهر على بعد، في حكام مش عايز اجيب اسامي لان هم مجموعه يعني، تلاقيها لعبت ماتش السنه اللي فاتت نجحت، طب ما لعبتش تاني. تلاقي حكم كان بيلعب من سنتين مختفي جدا. طب ده سببه ايه؟ هتلاقي حكم ممكن يكون مش فنيا ومش موجود ما بيلعبش. بالك يعني ايه السبب؟ طالما نجح انا عندي، طالما نجحت العب بيك. ما هو ده تطوير. التطوير ان انا ازود العدد عندي فوق. صح. فيمكن من دي من ضمن الاسباب يعني. طيب السؤال اللي هساله حضرتك دلوقتي هو ليه علاقه بالسؤال اللي قبليه. هل التحكيم الاجنبي هو الحل؟ هل هو اللي ممكن يقلل الاخطاء في بعض المباريات الكبيره؟ بص اكيد انا هقول لك، انا كحكم وحبي للتحكيم وحبي للحكام المصريين هقول لك ان طبعا انا مش مع التحكيم الاجنبي يكون موجود في مصر. يعني قصه يعني دي ما فيهاش جدال، لكن عايزين نقول ان انت النهارده خلاص انت بقيت امر واقع. النهارده طلع قرار ان اي فريق من حقه ان هو يجيب حكام ويطلب، وطلع قرار على جميع الانديه وبيراميدز جاب. طب يا كابتن ايمن هسألك سؤال، هل بيكون ليه معايير ان اي نادي عايز يجيب حكام اجانب بيكون ليه ضوابط وليه معايير، ولا الموضوع بيكون مفتوح عايز اجيب كل ماتشات الدوري اجيب، ولا بيبقى ليك حد ادنى او حد اقصى؟ تمام يا عمر، سؤال كويس جدا. يعني الكلام ده تعمله امتى يا عمر؟ من اول الموسم، قبل بدايه الموسم. انت بقى هتجيب تحكيم اجنبي، كل حاجه عقوبات الكلام التحكيم الاجنبي كل ده يتحدد النهارده لما يتحدد ويروح للانديه يا عمر. لما يتحدد ويروح كل الانديه. تمام. انت عايز تعمل حكم اجنبي، طب ما في دول عامله مثلا يقول لك ايه انت ليك كام ماتش، يعني في دوريات عربيه يمكن الدوري السعودي على ما اعتقد عاملين مثلا ليك كام مباراه. صح. مباريات معانا محددينها. كل فريق ليه، ما هو انت لازم النهارده، خلينا نتكلم النهارده الاهلي والزمالك كل الفرق، خلينا نتكلم بطوله كل الفرق المفروض زي بعضيها. تمام. عشان نتكلم عشان نبقى. صح. فير. صح. كل الفرق لهم الحقوق زي بعضيهم. فانا النهارده قبل الدوري بحط الحاجات دي يا عمر وابعتها للانديه. انما انا النهارده عملت ايه؟ النهارده جيت في بدايه في بعد ما الدوري بدا قلت طلعت قرار وقلت التحكيم بتاع اجنبي خلاص. انت النهارده من اي حق نادي يجيب كل ماتشاته. ومن حق نادي يطلب خلاص، ما تقدرش يعني ما تقدرش ترجع. انت خدت قرار خلاص. لكن انت عايز تنظم الحته ديت، والله ما فيش تحكيم اجنبي من بدايه الموسم ويتبعت للانديه كلها. ليك حد معين في ماتشات معينه، كل ده يبقى قبل بدايه الموسم يا عم. طيب هقول لحضرتك يعني على حاجه كده ممكن برضو احسها عشان الحكم قريب من لاعب كره القدم. هل الحكم لما يسمع موضوع تحكيم اجنبي هل ممكن ده ياثر على نفسيته، او هو ده يكون سبب في التاثير على بعض القرارات اللي موجوده داخل الملعب من التحكيم، ولا هو الموضوع عادي مش فارق تحكيم اجنبي طبعاً. تحكيم مصري الموضوع سهل؟ لا لا طبعا يا عمر، بيأثر طبعا تاثير كبير على الحكام، تاثير نفسي طبعا كبير. انت عايز اقول لك تخيل مثلا الوضع، احنا لما جينا في 2000 تقريبا 2014 وكان موجود الكابتن عصام وكان موجود اللجنه ورجع التحكيم المصري لاداره مباراه الاهلي والزمالك في الدوره الرباعيه لو تتذكر. ورجع بعد 18 سنه.
ده عمل ايه في التحكيم؟ يعني كان النهارده ادى قوه للتحكيم وادى يعني بقى الطموح عند الحكام اكبر وبقت الامور احسن واتعمل ماتشين كويسين وبعد كده الامور رجعت تاني يعني. فطبعا طيب. التحكيم الاجنبي النهارده لو انت النهارده فرق جه تحكيم اجنبي على طول كل اسبوع فرق ما النهارده انت القرار اللي طلع كل فرقه من حقها تطلب تمام بالطبع هيكون ليه تاثير على الحكام يعني. طيب عنصر التكنولوجيا وعنصر الفار او تقنيه الفار اللي كل شفناها في كاس العالم وشفناها في بعض الدوريات هل حضرتك شايف ان هي الحل في الدوري المصري لتقليص الاخطاء؟ والله هو طبعا تجربه الفار دي تجربه يعني انا شايفها تجربه ناجحه جدا ودي شفناها في كاس العالم بتقلل الاخطاء كابتن بنسبه كام في الميه؟ بنسبه كبيره بنسبه مش اقل من 80% 90% عمر انت لو رجعت لكاس العالم وطبعا انت تابعته عمر وبتاع خد بالك من افضل كاسات العالم تحكيمين لو طبعاً. شفت تخيل انت بس ارجع القرارات ديت ما كانتش ايه الفار ما كانش اتدخل فيها وما كانش موجود فار منتخب السنغال ما صعدش بسبب الفار بالظبط كان هيبقى في مشاكل كتير على فكره في كاس العالم اللي فات لكن هو قلل كتير كان في جزء طبعا مش 100% كان في بعض الاخطاء ولكن لا فايدته مهمه جدا يعني ان هي تطبق يعني النهارده بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في حاجات بتتكلم في رجل الجزاء بتتكلم في هدف غير صحيح بتتكلم في بتدي لعيب انذار ويطرد والانذار مش مظبوط بتتكلم في حاله طرد بتتكلم في اهم حالات ممكن تبقى موجوده في المباراه لما اربع حاجات يعني. طب احنا كابتن كنا متعودين ان ثلاث حكام في ارضيه الملعب وكنا متعودين عادي على اخطاء مفيش مشكله لكن لما يكون في خمس حكام ولسه الاخطاء موجوده ايه الحل؟ يعني نعمل ايه؟ ما هو بص حتى مع الفار الاخطاء الفار اقوى كمان من الحكم الاضافي مش 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 تخلص يعني هتفضل موجوده ولكن هي تجربه الحكم الخامس كان ليها سلبياتها ابتدت في نص في بدايه الموسم اللي فاتت اشتغلت كويس كان ليها بعض السلبيات فوجئنا السنه دي في بدايه الدوري دون كانت الاخطاء كبيره جدا ركله جزاء وليد ازارو كتير يعني اللي ما اتحسبتش يعني حضرتك شايف لو حضرتك كنت موجود مكان الحكم الخامس ايه كان قرارك؟ هل كنت هتقول لكابتن ابراهيم ان هي ركله جزاء ولا القرار بيكون مع حكم الساحه مش بيكون مع الحكم الخامس ولا اي حكم بص في المنطقه ديت يعني طبعا انا يعني عشت طبعا ولعبت اكتر لعب السنه اللي فاتت لعبت مع الحكم الخامس لكن اكتر لعب ما كانش فيه حكم خامس ولا بتاع المنطقه دي بتاعت الحكم الخامس كانت بتبقى بتاعت الحكم الرائع الحكم المساعد ممكن بيساعد فيها والحمد لله كان ربنا بيوفقني طبعا في قرارات كتير بديها فطبعا هم لما جم التدريب الحكام اتدربوا على الموضوع الحكم الخامس شال شويه من الحكم المساعد في الحته ديت طبعا بيريحه فبيقول لك الحكم بقى خلاص انت النهارده بتيجي تديني تعليمات ويمكن عمل الدروب شويه ان ايه ان التعليمات او التدريب للحكام ما كانش واصل يعني ما كانش واصل كويس يمكن الامور اتظبطت الفتره اللي فاتت لكن في بدايه الموسم كانت صعبه جدا فابتدى الحكم الخامس بياخد من الحكم المساعد فاصبح هنا الحكم المساعد ما بقاش ليه دور في ايه في ركله الجزاء لان موجود ايه حكم خامس لكن انا عايز اقول لك لو انت لو انا موجود في لعبه النهارده مهم التحكيم ايه الخمسه سته اللي موجودين في الاخر ايه الهدف تطبيق العداله داخل الملعب بس خلاص فاكيد انا لو في حاجه شفتها حتى في تواجد الحكم الخامس اكيد كنت هديها لو انا واثق 100% ومحدش ادها هقول رايي ياخد بيه بقى الحكم ما ياخدش بيه خلاص ربلك. الناس يعني الفار احنا شايفينه ان هو سهل لكن احنا يعني لما بنقرا عنه بنلاقي الموضوع صعب محتاج تدريبات ومحتاج خبرات ازاي الكلام ده مش في يوم وليله ده محتاج ان انت محتاج تدريب كبير جدا ما ينفعش يعني ما ينفعش انت تيجي تقول الاسبوع الجاي هاجي انفذ الفار الكلام ده لا ده مين اللي هيشتغل على الفار دي الحكام دي ده لازم تدريب كبير يا طب احنا ليه يا كابتن كل ما يكون في تقنيه خاصه بالتكنولوجيا خاصه بالتحكيم بتبقى موجوده بتكون دايما متاخرين عنها ليه مش بنواكب الحدث اللي بيكون موجود في التحكيم فار السماعات لا هو طبعا الفار اتنفذ في كاس العالم بس بس موجود بس في الدوري الاسباني دلوقتي بيطبق في الدوري الاسباني ودوري ابطال افريقيا في المباراه النهائيه بس وكمان بنتكلم على يعني دول كتير ما فيش حد بس احنا طبقناها عمر قبل الفيفا بس يا كابتن طب معلش يا عمر طب خلاص انا برضه عمال اجمع خلاص طبقناها قبل الفيفا يعني الحمد لله ان يعني ما بقاش موجود بعد كده والله احنا حاولنا نطبقه لكن ما حصلش نصيب ما كانش فيه توفيق طيب حضرتك شايف ان ممكن يكون عندنا امكانيات ان احنا نطبقه في مصر ولا برضه الامكانيات الماديه في الظروف الحاليه ممكن ما تكونش متناسبه مع التقنيه والله انا سمعت رئيس لجنه الحكام ما احنا كلنا سمعنا بيقول يعني ايجار او يشتروا اجهزه او الشركه ان الكلام ده في خلال مثلا 9 اشهر المباراه بتتكلف كتير الكلام اللي هو قاله سمعت ان هم قدم من مصر والمغرب قدموا
ان هم يطبقوا الفار ده. اتمنى ان هو ينفذ يعني. لكن هو كابتن بيحقق العداله، مفيش شك، مفيش كلام يا عمر، شفافيه، ما عندناش اي مشاكل، القرارات كلها بتتحسب من خلال فيديو. حل مشاكل كتير يا عمر، حل مشاكل للتحكيم كتير. يعني انت النهارده عندك مشاكل في ايه؟ في التحكيم، القرارات في ركلات الجزاء، في الاهداف، لعيب اتطرد طرد غير صحيح، اديت انذار للعيب تاني مش هو واتطرد، فالحاجات دي هي دي اهم حاجه، ركله الجزاء، الجون، الهدف تسلل ولا مش تسلل، الكره عبرت ولا ما عبرتش، الحاجات دي كلها يعني، ما دي الحاجات اللي ده يبقى في نسبه كبيره هتشال لما الفار موجود. هنوصل كتير من العداله. طيب العداله والتحكيم مبني على العداله، واكيد حاجه يعني عايز اسال حضرتك على نقطه مهمه جدا، هل في حكام مظلومين في مصر؟ اكيد طبعا. زي مين؟ مين حضرتك شايف ان هو لو اخد فرصه ممكن يظهر بشكل كويس جدا ويبقى حكم مميز ويبقى حكم دولي ليه مستقبل باهر في التحكيم سواء المصري او التحكيم الدولي في افريقيا؟ بص عندنا حكام يعني، يعني ايه، وانا مش عايز اجيب اسامي عمر علشان ايه ما انساش حد. اسمين كده من، لا هو من الناس المظلومه. لا هو مش ناس مظلومه، هو انا في ناس في مجموعه مثلا لعبت مثلا انا عايزها تاخد يعني ايه يفتحوا لها المجال اكبر من كده يعني. يعني عندنا مثلا احمد العدوي، عندنا وليد عبد العزيز، عندنا اسامه اسماعيل كان بيلعب السنه اللي فاتت ومعرفش عنده مشكلته مش فنيه. ففي ناس كتير برضو يعني، في محمود برضو من بني سويف، في مجموعه كبيره جدا يعني المفروض ان هي تلعب. ادوا فرصه مثلا لحكم صغير، في مايو حكم من القاهره ما شافه الفتره اللي فاتت ما لعبش، في مبروك، في صبري مش عايز انسى حد، في عجيز الدول السنه اللي فاتت، في عاطف حسين، في مجموعه خدت ونجحت. انا بص يا عمر، خلينا نتكلم ان اللي موجود على الكرسي عايز ينجح، ولو انا موجود مكانه عايز انجح طبعا، بس احنا بنقول ايه بقى، اللي هو لعب ونجح اشجعه اديله الفرصه تاني. طب هل يا كابتن حضرتك من شويه قلت لو نفتح المجال، طب هو المجال مقفول اصلا؟ يعني هل المجال مقفول ومقنن؟ ما هو مقفول يا عمر، انا النهارده مدي حكم. مين يا كابتن اللي قفل؟ مين اللي قفل المجال ان مفيش فرص لشباب او حكام صاعدين اديهم الفرصه علشان يظهروا على الساحه؟ هو فيه وفي موجودين وفي غير الصاعدين، في قبل الصاعدين كمان مجموعه تلعب. انت عارف ان دي التحكيم بيبقى تواصل اجيال يا طبعا يا عمر، زي ما كان موجود جيل بيسلم جيل، مش يعني مش هينفع ان انت تيجي على جيل ضد جيل. صح، الصغير ياخد. انا بقول لك مثلا بدون ذكر اسامي، ادوا حكم صغير، في 3-4 تاني المفروض ياخدوا مثلا ياخدوا الفرص طالما نجحوا. في مجموعه من اللي بتلعب من السنه اللي فاتت لعبت، خلاص انا لعبت انت نجحت، واخد بالك، اديك واخد بالك، اديك تاني تلعب، واخد بالك. في حكم اسمه محمد بكر بيلعب، هو دولي كره شطائيه، حكم انا لعبت معاه اقوى مباريات، بتدي له اقوى مباريات في الدرجه الثانيه ولعب في الدوري الممتاز، حكم يعتمد عليه شخصيه. في يعني في مجموعه، ادي الناس دي اللي ينجح، انا بقول لك ايه، اللي ينجح ادي له مجال اكبر. يعني النهارده الحكم، انت النهارده لما تدي حكم في الدوري تدي له ماتشين مثلا طول الدوري، انت عملت حكم؟ لا طبعا، ما زي لاعب كره القدم لازم يلعب ماتشات عشان يديك مستوى. بالظبط، حتى لو دي بتاع هو لو عالم. نجح في ماتش واستنى كمان 7-8 اسابيع عشان ياخد ماتش تاني. لا طبعا، لا يبقى دي، يبقى مع احترامي يعني وتقديري طبعا لكل واحد مسؤول عن عمله يعني، لا يبقى انا كده ما عملتش حكم يبقى معايا. انا اعرفه ان انت الحكم بفضل ادفع فيه لغايه لما يجي يبقى جنب المجموعه اللي موجوده فوق، لان انت كمان ايه بتحمل على اللي فوق. انت بتحمل على اللي فوق في مباريات، حتى في الدرجه الثانيه في المباريات الصعبه بتحمل على نفس المجموعه طب يا كابتن لو حضرتك شايف ان ممكن المجال مغلق، او ممكن نقول ان المنظومه التحكيميه في مصر محتاجه شويه تعديلات بسيطه، هل حضرتك شايف ان احنا ما نجيبش خبير اجنبي زي تجربه كولينا في الخليج، ان هو يكون موجود في تدريبات او يعني يدي دورات تدريبيه مختلفه للحكام ويدينا سيستم ويدينا نظام نمشي عليه بعد كده؟ والله احنا بص يعني عشان نتكلم برضو يعني عادي، انا ممكن اجيب واحد يبقى موجود اذا كان مش بصفه دايما، تاخد انت فكر من مدرسه مش مدرستك، ده عادي ان يجي خبير هنا. لكن احنا عندنا هنا ما شاء الله يعني، عندنا هنا اسامي بيستعينوا بيها يعني، عندنا الكابتن جمال موجود طبعا، عندنا الكابتن احمد شيناوي موجود طبعا، عندنا الكابتن ناصر عباس موجود في اللجنه طبعا، حاجه في علم مش عايز انسى حد، كابتن وجيه احمد موجود يعني. في المجموعه اللي هنا كحته التعليم يمكن هي شويه بس الامور التنظيميه بس والامكانيات، لكن ما يمنعش ان انت تستعين بمدرسه جديده تاخد منها حاجه جديده هتفيدك اكيد وهتفيد الحكام.
طيب هنكمل اكيد مع حضرتك، ويعني هنروح لجزئيه خاصه بالتحكيم، ويعني ايه اللي بيتقال على اختيار حكام بعينها لاداره مباريات، لكن هنروح لتقرير نعرف فيه راي نقادنا الصحفيين عن مستوى التحكيم المصري وازاي ممكن نطوره في الفتره المقبله، ونرجع لحضراتكم ولسه مكملين في الاهلي الليله مع كابتن الحكم الدولي كابتن ايمن دجيش. اتفضل يا عم. في شك ان في حاله من الرفض سواء في الشارع الكروي او في الانديه المشاركه في بطوله الدوري عن التحكيم، في مشاكل كتير، في انديه كتير بتحتج على اداء الحكام، في اخطاء وده شيء طبيعي، لكن في فرق كبير بين الخطا المقصود من الحكم اذا كان بيقصد ان هو يغير نتيجه مباراه، او ان الخطا ده خطا عفوي نتيجة تسرع، نتيجة موقف هو واقف فيه بعيد عن الكورة أو إلى آخره. بصفة عامة يعني أنا أتمنى بس أن الدوري المصري يكمل لغاية النهاية، وأتمنى أن التحكيم يبقى فيه تقدم أو فيه تحسن عن كده. اللجنة الشاطرة، وأعتقد أن الكابتن عصام عبد الفتاح هو حكم كبير قبل كده قديم وهو المتولي شؤون التحكيم، أتمنى أن هو يعمل دورات أكتر للحكام، يفهم الحكام على الأخطاء بتاعتهم. مش عيب أبدا أن الكابتن عصام يطلع يقول أن في حكم غلط، احنا كلنا بنغلط، كل الناس بتغلط وكل الحكام في العالم كله بتغلط. شفنا مباريات كاس العالم كان فيها أخطاء، وفي لم يحتسبوا اهداف والمفروض ان هي اهداف وما يحتسبوا اهداف، يعني في اخطاء كتير في التحكيم وده شيء وارد. انا بس عايز اوصل ان اخطاء التحكيم طالما انها غير مقصوده فهي مسموح بيها، بس بشرط ان هي لا تؤثر على نتائج المباريات او على ترتيب الفرق. التحكيم هو احد الازمات المزمنه وظهر بوضوح الموسم ده، طبعا في ضغط شديد جدا عليهم، تولي المباريات وضيق الوقت والحاجات دي كلها لا تسمح لان هم يلتقطوا انفسهم. نمره اتنين، اي خطا بيبرز فورا لانه فيه مباريات متتاليه بواقع تقريبا كل يوم 3 مباريات عشان خاطر الضغط الدولي. ده ما يمنعش ان في بعض الحكام مجيدين وجيدين وبيأدوا بطريقه جيده، ولكن برضو الضغط عليهم شديد جدا، وبدء عودة الجماهير برضو بيشكل بعض الضغط عليهم، زائد انه المواقف الدوري الكراسي الموسيقية اللي هو متغيرة كل يوم بيبقى في ضغوط على المدربين نفسهم، فبيبقى بيحتاجوا على التحكيم. العملية كلها مرتبطة ببعضها، لكن اعتقد ان هذا الموسم من المواسم السيئة بالنسبة للحكام. مفيش حكم مصري هيقدر يصلح في الدوري الاوروبي، دي ممكن تبقى نماذج يعني صغيرة قوي، يعني ممكن يروح الدوري الصيني الياباني حكم كم مباراه، 5-6 مباريات ولا كلام من ده، عشان ما تنساش ان احنا الثقافه وعامل اللغه مهم جدا جدا، لكن من الناحيه الفنيه ما فيش حكم يستطيع. احنا بالعافيه بنعافر انه في حكامنا يروحوا في دوري ابطال افريقيا ولا كاس الاتحاد الافريقي والكونفدراليه او بطوله افريقيا، بيروح حكم او اتنين بالكتير خالص، وبعدين كل حين ومين او كل شهر ولا شهرين ياما ناخد من عندنا طاقم تحكيم يروح يحكم مباراه في دور ال 32 ولا دور ال 16 ولا الكلام من ده البطولات الافريقيه. ده معناه ان احنا ما عندناش حكام على المستوى اللي هو ممكن يحكمه. طبعا احنا بنمر بأسوأ مراحل الحديث عن الحكام، مش النهارده، من سنوات. الدوري بقى له 61 سنه، وللاسف الشديد لا زالت الحكام بتدار بفلسفه او باتجاه اللي هو احنا في دوري قيمته التسويقيه مرتفعه جدا، فلازم يبقى فيه لجنه حكام محترفه تدير الدوري. لما يبقى فيه لجنه حكام محترفه اعتقد ان مش هيبقى فيه اي تاثير من اتحاد الكوره، مش هيبقى فيه تأثير من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة اللي أحيانا بيتدخلوا في تغيير بعض الحكام. أحيانا هيبقى فيه بقى لجنة الأندية القوية بقى اللي هي مش زي اللجنة الحالية، لا، لجنة الأندية القوية بتدير المسابقة إدارة جيدة. إنما للأسف الشديد اتحاد الكورة يرفض إن يبقى فيه لجنة أندية قوية، ويرفض إن يبقى فيه لجنة حكام محترفة بتدير المسابقة. طبعا هو من الخطأ إن يبقى فيه عضو مجلس إدارة
هو رئيس لجنه. هذا النظام موجود في الاتحاد الافريقي واثبت مشاكله الكثيره جدا خاصه في التحكيم. احنا لا يمكن ان نقول ان التحكيم ممكن يبقى عادل 100%. هذه كره القدم وارد جدا يبقى فيه اخطاء تحكيميه، بنشوف كل حاجه، بنشوف حتى في كاس العالم هذه الاخطاء، ولكن طالما هذه اخطاء غير مقصوده بتمشي، لان ده احيانا بتبقى جزء من متعه لعبه كره القدم. كابتن ايمن، يعني سمعنا وشفنا اراء الساده النقاد يعني الرياضيين الكبار قوي زي الاستاذ جمال هليل والاستاذ محمد صادي وايضا الاستاذ محمد الشحات، واتكلموا في كذا نقطه مهمه جدا. اول نقطه، الانسان اكيد مش معصوم من الخطا، ايه المشكله لما الحكم اخطا في المباراه يطلع يقول ان انا اخطات؟ هل فيها اي مشكله او هتقلل من الحكم، ولا بالعكس دي هتزيد من يعني من الحكم نفسه، وان هو هيبقى عارف ايه اخطائه ويصححها؟ لا هو بص، الكلام ده بيبقى داخل يا كابتن عمر، يعني الحكم بيخطأ بيبقى عارف، كله الدنيا النهارده الميديا وكله بتبقى الحكم بيبقى عارف، مش شرط ان انا طب ليه اللي بيطلع ما بيقولش الكلام ده؟ ليه اللي بيطلع يقول الحكم ما اخطاش؟ لا ده غلط، اكبر غلط. بص عشان تنجح لازم تواجه اي حد بالحقيقه، يعني تواجه اي حد. اكيد اللجنه بتجيبهم، بتجيب الحكم ده لازم اجيبه واقول له انت غلطت، واكيد ده بيحصل، يعني بيعملوا معاهم جلسات وانت غلطت في كذا، هو بيبقى عارف ان هو غلط، لكن ما ينفعش على الملأ، يعني ده على المستوى الفيفا والكلام ده بتبقى العقوبات سريه. يعني العقوبات سريه، ان انا مش يعني ايه الفايده اللي هترجع لما يطلع الحكم يقول انا غلطت؟ يبقى مش الحكم، يعني انا بتكلم على صاحب القرار، انا بتكلم على مثلا رئيس لجنه التحكيم لما يعني تاخد رايه في في في, في المباراه بعينها، يتكلم على قرار حكم يقول الحكم اخطا، يعني ويتكلم في ازاي يتم تصوير. بص عمر، هو يعني رئيس اللجنه طلع كان بيطلع في بعض، انا ضد ان هو حتى يطلع، يعني ممكن الامور يبقى ليها شكل تاني، يعني انا بتفق، يبقى في متحدث بالظبط، متحدث غير رئيس لجنه الحكام. لان النهارده رئيس لجنه الحكام طلع في لعبه وحصلت السنه دي، انا بدون يعني طلع في لعبه قال رايه. طب انا النهارده النادي الثاني جت لعبه، طب جه نادي انا بالنسبه لي كايمن الانديه كلها سواسيه، يعني كل الانديه اللي في المسابقه سواسيه. فالنهارده انت رئيس لجنه لو طلعت عشان تحلل لعبه معينه لفرقه وما طلعتش لنادي ثاني، ده ما هيبقاش، مش هيبقى فيه فير وهيبقى عدل، مفيش عدل يعني. فانت فيبقى في متحد، يبقى الامور محطوطه برضو، في محطوط بروتوكول، في حاجه معينه معروفه، اذا كان في حد هيطلع يبقى يطلع في كل الحالات يا عمر، مش هيطلع في ماتشات معينه او لانديه معينه، هيطلع بقى لجميع الانديه. لكن ما ينفعش النهارده انا اطلع اقول قرار في حسابات لحسابات معينه في وقت معين وما اطلعش في بقيه الانديه. انا ضد انه يطلع رئيس اللجنه. الاعداد النفسي للتحكيم شايفه ازاي يا كابتن؟ بص الاعداد النفسي للتحكيم ده بيتطبق في الفيفا، انا كنت في كولومبيا في 2011، الكلام ده موجود من زمان طبعا في العالم كله، ده مهم جدا يعني. وفي كلام انت ايه ده موجود بره في بطولات، انت ما عندكش ضغوط، يعني انت كالحكم بره انت بتلعب بطوله كاس عالم ولا بتاع، ما عندكش ضغوط يا عمر. صح. النهارده انا عايزك تتخيل النهارده وانت شايف الميديا وشايف شايف التحليل وشايف الاستوديوهات التحليليه، الضغوط، انا اسالك الضغوط على الحكام قد ايه يا عمر؟ تتخيل انت، انا نتكلم ان التحكيم الحكام كلهم مش شخصيتهم واحده، في ممكن واحد يتحمل، في واحد ممكن ما يتحملش الضغوط، لان انت عندك بقول لك ضغوط من كذا اتجاه. فموضوع الاعداد النفسي ده مهم جدا جدا جدا، يبقى موجود مع الحكام زيه زي اللياقه البدنيه زي الفنيه زي ممرن الحكام على كل حاجه، ده مهم قوي يبقى موجود. خلينا نتكلم يا عمر بامانه وصدق، عندك فرق كبيره، فرق جماهيريه، فرق جديده، عندك الحكم بيقرا بيتابع الضغوط عليه زي ما انت شايف، احيانا بيبقى فيه تراشق في الحكم. فالنهارده انا النهارده لازم اعد الحكم ده نفسيا للكلام ده كله، ازاي هو ينزل ملوش دعوه بالكلام ده كله. طيب الكلام اللي بيتقال على اختيار حكام او اسامي معينه في مباريات معينه ومحدده، شايف حضرتك الكلام ده ازاي برضه؟ لا هو اختيار اسامي محدده ما اعتقدش ان ده موجود يا عمر، يعني هي القصه بتبقى ايه يا عمر؟ انا زي ما قلت لك رئيس اللجنه عايز ينجح، ولكن يمكن شويه في التنظيم هي بس اللي فارقه شويه، ان انت مثلا بتلاقي حكم ممكن بيكرر زياده ماتش ماتشين لفرقه، اما بيجي لي الماتش يا عمر كرئيس هم اللجنه بيبقى الماتش معين، مين في حكم ما ينفعش للماتش ده؟ في حكم النهارده لو حكم غلط مع فرقه ينفع اوديها له بعد اسبوع يا عمر؟ بعد اسبوعين؟
ما ينفعش. طيب يا كابتن ما هو امتى؟ طيب دلوقتي احنا النقطه دي انت بقى انت عايز تتكلم في النقطه ديت. انت عايز تتكلم في النقطه ديت بالظبط. النقطه ديت ان انا عندي 10 15 حكم انا اعتقد ان مش اقل من 15 حكم موجودين. وفي طبعا تحتيهم بيلعبوا، انت عارف كل حكم ليه مستوى. وفي اداره انا نفسي اوصل لمرحله من التطوير، هم شغالين تطوير بقالهم كتير يعني. ان الحكام تدور على جميع الانديه. طب هتقول لي عندي حكام فنياتها في عندي عالي وفي المستويات مش هي. يبقى انا الحكم اللي عندي بصنفهم بحط، عارف انا المباريات القويه يا عمر النهارده الجدول معروف، وعارف عندي مباريات قويه وعندي يبقى انا النهارده بحط لهم ماتشاتهم. ويبقى في تدوير للحكام على جميع الفرق يا عمر. جميع الفرق. مش اهلي ولا زمالك ولا كل الفرق اللي موجوده عندي. كام فرقه في الدوري؟ 18. يروح حكم انا عندي عليه يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا. ده في صالح الكره المصريه وفي صالح التحكيم. طب هل طب يعني برضو يا كابتن لما الحكم يخطئ في المباراه حلو، ايه الوقت الكافي؟ هل ابعده 8 ماتشات 7 ماتشات عن الفريق ان هو ما يحكم لهمش، ولا ماتش ماتشين الامور بترجع لطبيعتها ويكون موجود تاني في اول فرصه انه يحكم للفريق اللي عمل خطا في ماتش؟ ما هو حسب بقى الظروف يا عمر. الظروف اللي بتحكمني ظروف الماتش ايه؟ لكن انت بتتكلم لازم يبقى عندي تقبل من الانديه ان الاخطاء دي يا عمر لازم الثقافه عندنا كلنا مسؤولين وجماهير وكل يبقى عندنا الثقافه ديت. فالحكم النهارده عادي انا ممكن، لكن ما بعدوش فترات بعيده يعني، ما بعدش يعني ما بعدوش موسم مثلا، واخد بالك؟ ما بعدوش دور كامل يعني خلاص، لان الاخطاء دي وارده وموجوده لجميع الحكام. وانا كانديه يبقى عندي تقبل للكلام ده، لكن المفروض ان انا مش هبعده. ما انا النهارده يا عمر هقول لك على حاجه. انا النهارده حكم غلط مع فرقه تمام، بعدته خالص ماشي، بعدته نهائي. الثاني غلط نهائي، الثالث مش بعدنا حد يحكم لهم. طب بعدين العمليه هتقفل عليا يا عمر صح. انا هتقفل عليا وتخلي ان انا ما عنديش حد ابعته لفريق معين يعني. لا صح، انا بتفق مع انما انت لو غلط راح لسين وغلط مع صد راح له بعد كده، بعد القصه مشيت طبيعيه صح، القصه هتمشي طبيعيه. طيب الاعداد والمناخ اللي المفروض انه يتوفر للحكم المصري علشان يتم مقارنته بحكم اجنبي، هل حضرتك شايف ان الحكم المصري بينال من المناخ الجيد من الاعداد والظروف المهيئه حواليه ان هو يكون حكم على مستوى جيد، ولا في تقصير؟ لا هو بص، الفترات اللي فاتت يمكن الفتره ديت هم محظوظين شويه، الفترات اللي انا عشتها انا لسه مخلص الموسم اللي فات. الفترات القديمه لا هم محظوظين، عندهم حاجات الامور اتحسنت، ولكن احنا بيبقى عندك طموح يا عمر توصل ل 80 90%. انت وصلت للمطلوب لا يتعدى 50%. 50% المطلوب للحكيم طبعا. ما يعني انت كنت في الاول 20 مثلا 30 وصلت 50 60، دلوقتي ما تعدتش ال 50% اللي هو المفروض ان انت تقدمه للحكام يعني. يعني في حاجات كتير لسه نتعشم في الفتره اللي جايه ان هي تتوفر للحكام يعني. طيب رئيس لجنه الحكام دايما بيتكلم وبيقول ان مصر في التحكيم هي من الدول المتقدمه. من التحكيم؟ طبعا. بص حكام مصر يعني مصر مصنفه فين؟ يعني تحكيميا بنتكلم في افريقيا ونخرج من افريقيا نخش على العالم، يعني هل حضرتك شايف ان مستوى التحكيم في مصر هو مستوى عالمي؟ ممكن نشوف بعض الدول اللي موجوده في اوروبا او موجوده في، مش بلاش في اوروبا، موجودين مثلا في اسيا، موجوده في امريكا الجنوبيه، يتم الاستعانه بحكم مصري؟ يعني هقول لك طبعا دي ما شفناهاش، عشان ابقى واضح معاك يعني ان اوروبا لا يعني ما فيش يعني الكلام ده مش موجود. يعني انت بتتكلم على انت النهارده قاره افريقيا يا عمر، انت النهارده من احسن حكام افريقيا حكامنا المصريين مستواهم عالي، بس انت توفر له. هو ليه بينجحوا بره يا عمر؟ الحكام بره بتلعب من غير ضغوط، هنا الضغوط عليهم كبيره جدا. ليه بينجحوا بره؟ وهنا الامور ساعات بيبقى فيه ضربات، لان انت مش موفر لهم، في حاجات كتير مش متوفره للتحكيم. يعني احيانا كتير في حاجات كتير اللوائح العقوبات قبل الموسم مش متوفره. طيب هناخد برضو راي كابتننا الحكم السابق الكابتن شريف رشوان علشان نتكلم معاه اكثر عن التحكيم. يا كابتن شريف برحب بحضرتك. ازيك كابتن عمر، اخبارك ايه حبيبي؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كابتن ايمن دجيش بيسلم على حضرتك. تحياتي ليك كابتن شريف. برحب بعميد حكام مصر وحكام العالم كلها كابتن ايمن دجيش. وحشني يا كابتن شريف طبعا. طبعا يا كابتن شريف حضرتك اكيد سمعت وتابعت، لكن راي حضرتك مهم جدا في مستوى التحكيم المصري الموسم الحالي. والله
والله المستوى، مستوى التحكيم المصري كان بادئ بدروب كبير جامد، وبعد كده في تحسن بسيط حصل الفترة اللي فاتت. يعني ابتدت المسؤولين عن لجنة الحكام ابتدوا ينتبهوا لشوية حاجات هم ما كانوش مرتبين لها في أول الموسم، وأتمنى لهم التوفيق أنا لهم ربنا يكرمهم إن شاء الله كمان الموسم على خير إن شاء الله. الموسم صعب جدا السنة دي عليهم. كابتن شريف، يعني عايز أعرف رأي حضرتك في الاختلاف ما بين التحكيم في الفترة الحالية والاختلاف في الفترة اللي كنت حضرتك موجود فيها، شايف ايه اللي موجود يفرق بين الفترتين، وايه الفترة اللي لو حضرتك كنت موجود دلوقتي هل ده في التكنولوجيا اللي كانت موجودة تفرق مع حكامنا السابقين؟ بص يا كابتن عمر، احنا كنا بنحكم في وقت صعب جدا، وكنا معتمدين على اربع حكام، احنا يعني ثلاث حكام في الملعب وحكم رابع، ايمن كان عارف الكلام ده كله، وكانت صعبه جدا، ما كانش معانا التكنولوجيا المتطوره اللي كانت موجوده الفتره ديت اللي هي بتساعد الحكم، بس هي في الاساس مبنيه على حاجه، الحكم نفسه، موهبه الحكم نفسه. الحكم لما بيكون مارس كره القدم ومارسها على مستوى عالي، زائد ان يكون موهوب في الاساس، وعوامل اللياقه البدنيه دي طبعا اساسيه معاه، فطبعا بيبقى ليه مستوى في الملعب. غير دلوقتي الحكم كل التكنولوجيا ديت يعني ممكن تكون مش مساعده الحكم المصري، لان هو مش واخد عليها ومش يعني مش متاسس على التكنولوجيا ديت، فاساسا في الاساس دي هي مش مساعداه. والكابتن عصام دخل حته الحكم الاضافي، هل الحكم الاضافي اللي بيقف اضافي، هل الحكم الاضافي دوت حكم كان بيمارس الكره في الملعب، هو حكم ملعب اصلا في الاساس، ولا هو حكم انا بديله عشان بيقول لي انا ما بلعبش او كذا، هل هيقدر ياخد قرار في الملعب يساعد بيه الحكم؟ هي ديت اللي انا ببص عليها. لكن الحكم لو كان حكم اضافي، هو كان حكم ملعب في الاساس وبيلعب في الدوري الممتاز، هيساعدني لانه هيحس بالملعب وهيحس بالماتش نفسه. يعني كابتن شريف، يعني حضرتك، يعني انا اسف لمقاطعه كلام حضرتك، لكن حضرتك قصد حضرتك ان المواهب في التحكيم قلت بشده، وبالتالي لو حكم ما عندوش الموهبه حتى في وجود تكنولوجيا ده مش هيزيد من امكانيات الحكم داخل الملعب؟ طبعا طبعا طبعا، الحكم حكم في الملعب، وحكم يكون ملعب وقادر على انه يتخذ قرار. انت معايا يا عمر؟ طبعا مع حضرتك، لكنك اتفضل يا كابتن، اتفضل. طبعا لازم يكون حكم موهوب ويكون قادر على انه يتخذ القرار، لو ما كانش حكم مش قادر يتخذ القرار، وهو انا يعني انا شايف كل حاجه دلوقتي في لجنه الحكام الرئيسيه معتمده على ان اللياقه البدنيه هتفيدني، وانا ما كنتش موهوب ومش قادر اخذ قرار ان الكره بيلين ولا مش بيلين، ان اتعامل مع اللعيب الكبير في الملعب، ان اقدر اقول فاول ولا مش فاول، هل الناس مقتنعه بقراراتي؟ هي القصه في ديت، لازم يكون الحكم متاسس حكم، والناس عدى على اختبارات كتير جدا انه يكون الناس اقتنعت بيه وقالت ان هو حكم موهوب وحكم يقدر يدير في الدوري الممتاز، وعلى هذا الاساس ممكن تدفع بيه في الدوري الممتاز واكتساب منه انه يدير ماتشات كتير جدا ويشيل الدوري. طيب كابتن شريف، هل ثقافه اللاعب داخل الملعب هل بتساعد الحكم؟ ثقافه اللاعب يعني ان هو يتقبل قرار، وان هو يكون عارف ان لما الحكم يقول قرار لازم يتقبله علشان يساعد الحكم في إدارة المباراة بشكل كامل، هل ده دلوقتي بقى مختلف إن اللاعب داخل الملعب ما بقاش عنده ثقافة تقبل القرار سواء كان صح أو غلط؟ الثقافة اختلفت خالص، ثقافة الدنيا كلها اختلفت خالص عن السابق يا عمر، القصة كلها دلوقتي إن حتى النهارده أنا لما ببص في النادي الأهلي، ببص في نادي الزمالك، فين ابناء النادي الاهلي الموجودين في الملعب؟ فين ابناء نادي الزمالك؟ فين كابتن النادي الاهلي؟ فين كابتن نادي الزمالك اللي هو نشا في طالع من ناشئين النادي الاهلي؟ اللي هو طالع من ناشئين نادي الزمالك الانديه الثانيه، هو دوت. انت الثقافه اختلفت طبعا خالص، واللعيب فكره اختلف خالص، وفكر المدربين وتاسيسها للعيب اختلف. انا افتكر لما كنا بنحكم كنت بحكم عماد متعب، اسامه حسني، احمد بلال، كل دول بحكمهم في الناشئين، فلما طلعوا فوق في الدرجه الاولى ولقوني انا موجود هنا خلاص الاقتناع وحافظك وعارفك
وواثق فيك، هي ديت اللي بتفرق. زي ما انا كنت بحكم لك انت وانت صغير، وكنت بحكم لك ورحت السكه انت شايفني صح. قدامك في هنا فبتقتنع بيا وعارفني، عارفني لغايه لما تشوفني اول مره، ايه كل انا حكم دولي عشان انا لياقتي البدنيه عاليه. لكن هل انت يعني قربت مني شفتني كل دوت اختبارات بتحصل في الملعب. فالثقافه اختلفت طبعا، ولازم احنا ثقافتنا كحكام كمان يعني تتطور وتكون يعني ماشيه مع نفس النهج بتاعت لاعب كوره وكره القدم الحديثه دلوقتي. كابتن شريف رشوان حكمنا سابق، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، وكلام مهم جدا يا كابتن ايمن. لكن لا تعقيب على كلام كابتن شريف في جمله، الموهبه قلت في التحكيم، وبالتالي مع وجود تكنولوجيا مش هيكون في اي جديد للحكم داخل الملعب، لازم يكون في موهبه زي ما في موهبه في الكوره. اه طبعا اكيد، يعني هي زي لعيب الكوره بالظبط، عند في مواهب بيبقى هو خلاص هو عنده موهبه التحكيم، الموهبه موجوده جواه، وفي بيبقى مصنوع. يعني دي موجوده، يعني زي بالظبط زي الكوره كابتن عمر، هتلاقي لعيب موهوب وفي لعيب مصنوع، خد بالك، فدي موجوده. فانت في حكام بتبقى المواهب دي، اعتقد ان انا اتفق مع شريف، يعني ايه موجوده بس ايه قلت، يعني قلت كتير يعني. طيب دايما حتى في لعيبه الكوره برضو لو لاحظنا برضو هتلاقيها قلت برضو، يعني المواهب بتقل. احنا بنشوف لاعب كره القدم بيكون مصنوع في الايام الحاليه غير لما بيكون لاعب موهوب. لاعب الموهوب بيضيف كتير جدا للفريق بالظبط طبعا بالظبط كده. طيب السؤال دايما اللي بنساله، السؤال دايما اللي موجود في الشارع الرياضي، كابتن عصام عبد الفتاح هو عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم، وفي نفس التوقيت هو رئيس لجنه الحكام. هل حضرتك شايف ان عضو مجلس الاداره مع رئيس لجنه حكام، هل حضرتك شايف ان هي تتماشى مع بعض، ولا بيبقى في بعض القرارات اللي ممكن يفصل ما بين شخصيتين، ما بين عضو وبين رئيس لجنه التحكيم؟ والله اول ما جه كابتن عصام يعني كنا مبسوطين جدا، ان الطموح كان ايه والنتائج ان هي تبقى اكبر من كده. يعني كنا لما التجربه اتقضت، هو وجود حكم في عضويه مجلس اداره الاتحاد ده شيء مهم جدا، وهو برده عشان نديله طبعاً عشان نديله حقه برده، يعني قدم حاجات طبعاً زي ما قلنا قدم حاجات كويسه للحكام طبعاً. لان يعني قبل ما يبقى موجود كانت الدنيا يعني منهاره، يعني زي ما قلت لك وصلنا مثلا 50% مش اللي احنا طبعاً. كنا عندنا امل ان هو يحصل، لكن قبل كده كانت الدنيا صعبه جدا. يعني النهارده انا بقى ليك حد في المجلس بيخش حاجه، او انت بتقدر مره تاخد قرار مره بعد كده مره ما تاخدش بالحكام. فالامور لا اتحسنت كتير، ولكن هي مع التجربه من وجهه نظري انا اتمنى ان هو رئيس لجنه الحكام يبقى مشرف على التحكيم. ده طبيعي عضو مجلس اداره يبقى مشرف طبعا مشرف على التحكيم، ويبقى موجود رئيس لجنه، لان كل منظومه التحكيم فيها ناس كتير طبعا. فهو يبقى موجود مشرف، هو بينفذ طلبات الحكام، دوره هيبقى كبير برضه. يعني احنا عارفين يعني دوره جوه المجلس، ويجي حد تاني يمسك لجنه الحكام تحت، هو مشرف على التحكيم. الموضوع ده هتقولي ليه؟ اقول لك لان انت دخلت بقى في قصص بقى جمعيات عموميه واصوات وانتخابات وقصص زي كده. فالدنيا دي يعني الامور ما بتبقاش كويسه. يعني انت النهارده يعني انا كابتن بنرضي الاطراف على حساب مش هترضي كابتن عصام. لا يعني انا ما اقصدش ان هو هيرضي الاطراف او هيعين حد او هيعمل حاجه مش مظبوطه، لا ما اقصدش الكلام ده. لكن انت كشغل انتخابات، ما هو انت ليك علاقات برؤساء الانديه، ده بيتصل وده بيعمل حضرتك. لكن انا النهارده ما يبقى مسؤول عن ملف التحكيم حد غير عضو مجلس الإدارة، انا شايفها كده من وجهه نظري. يعني نبعد يبعد نفسه عن المنقع عن اي حاجه. طيب يعني بما انك اتكلمت على اشراف على الحكام وعلى منظومه التحكيم، طيب ايه اللي مطلوب او ازاي نرفع كفاءه الحكم المصري اللي حضرتك شايفه، لو حضرتك موجود دلوقتي في منصب رئيس لجنه الحكام، تبدا تعمله علشان تطور من منظومه التحكيم في مصر؟ انت بتشتغل في مراحل، يعني هم الفتره دي مثلا اتعملت حاجه جديده موجود فيها كابتن ناصر عباس، بيشوفوا مثلا حكام صغيرين. عندي بقى الحكام اللي هم تحت الصفوه دول مش شغالين اللي انا قلت لك عليهم، حتى في منهم مساعدين برضه، عشان انا جبت الحكام ما جبتش المساعدين. في ايمن العقاد كان بيلعب، في محمد صلاح، في مجموعه كبيره جدا كانت بتلعب السنين اللي فاتت وانا مش شايفها السنه دي، يعني مجموعه مساعدين. فالناس دي ما بتلعبش ليه؟ هي الامور انا شايف ان في بعد في اللجنه عن بعضهم، او في ان لازم النهارده كابتن عصام يبقى معاه في تشاور بينه وبين الناس، الامور تبقى يبقوا متقاربين من بعض اكتر، واخد بالك، نقدر
نقدر النهارده ان احنا نقدر نطلع زي ما قلت لك نطلع حكام جديده. عايز بقى تقول لي التطوير في ايه النهارده؟ شغل التحكيم كله بقى عملي يعني، مبقاش نظري. ما انا سهل قوي بجيب الحكم فعلا وبقول له على اخطائه يا عمر. طب وبعدين؟ انا النهارده الحكم المساعد ده مستواه بيرتفع ازاي يا عمر؟ مستواه بيرتفع ان انا بكون مجموعه مثلا، عندي مجموعه من الحكام موجودين دول، التدريب العملي ده اساسي. الحكام المساعد طبعا، الحكم المساعد يعني انت تتدرب، انت لازم الحكام المساعدين دول يتدربوا تدريب عملي على طول باستمراريه. وانا بقول بلاش الحكام كلها، حتى لو هو الامور في الامور فيها مشاكل شويه في الملاعب بتاع، اتمنى انت لما تنزل الملعب تتمرن انت خد الراي معاك وحاول تمرن مع نفسك لو مش موجود حد معاك. لكن مع زي ما انت بتقول، مع الامكانيات، مع الدعم، مع توفير الملاعب، توفير الاماكن، واخد بالك؟ انا عايز الموضوع ده مستمر في كل الدنيا، حتى بره في اوروبا كده يعني. بس طبعا مع النظام طبعا الاختلاف، لان هناك في نظام مثلا ممكن يبقى حكم محترف ما عندوش الا التحكيم. لكن حته التدريب العملي دي مهمه جدا جدا يا عمر، دي اللي بترفع من مستوى الحكم يعني. طيب اتفاجئنا ان كابتن ايمن دجيش فجاه كده اعتزل التحكيم وابتعد عن التحكيم. حضرتك اعتزلت ليه يعني؟ حضرتك راجل دولي، راجل 25 سنه تحكيم، 13 سنه قائمه دوليه، الفيفا فتح بعد ال 45، يعني كل الظروف في صالح حضرتك. ايه اللي حصل خلى كابتن ايمن يعتزل التحكيم؟ والله عمر انا قلت الكلام ده كتير وباختصار يعني. انا عايز اعرف. لا هو باختصار يا عمر، ان كان الكابتن عصام قال انت موجود معانا. انا دايما انا بحب امشي باللوائح يعني، انا يعني معلش راي الاشخاص، طالما في لائحه بتسمح لي فانا مكمل في لائحه وعندك خبره كابتن وراجل. خلاص لا يعني وليه لائحه؟ عمر خبره، عايز ابقى موجود ومفيش لائحه. خلاص فلائحه موجوده، الاتحاد الدولي طول عمرنا ماشيين تبع الاتحاد الدولي. فلما كنا 45 بقت 45 ايام الكابتن محمود الله يرحمه، الكابتن حسام كانت 50 سنه، جددوا للكابتن محمود بعد 50. فجيت انا لقيتهم قبل الموسم ما بعتوليش وبتاع، هم نهايه الموسم انت معايا انت معانا والكابتن عصام وبتاع. فطبعا انت معايا، ابتديت انا بستعد طبقا مش لكلامهم برضو، طبقا ان في لائحه موجوده ان اللي هو بيقدر، واخد بالك؟ فكنت بستعد والحمد لله انا قادر الحمد لله. الاختبار لغايه لما اخر اختبار دولي عملته وسبت القائمه بمحض ارادتي كنت 47 سنه. فقالوا انت معانا الموسم اللي جاي، فابتديت انا استعددت الموسم فما بعتوليش. فجيت قعدت مع كابتن عصام، ايه القصه؟ طيب يعني حضرتك، طب وحضرتك ابتعدت يعني، هل حضرتك شايف انك الفتره اللي جايه ممكن يكون ليك دور في التحكيم المصري بشكل عام؟ حضرتك تكون موجود في حته حضرتك متميز فيها، تبدا تطوير مع كابتن عصام؟ والله اقول لك يا عمر، بس اكمل لك الحته ديت. فهو قال لي انا المجلس وهاخد قرار. المهم يعني الموضوع انتهى، انا اخدت قراري بالاعتزال، لان الموضوع ما كانش ينفع بعد 25 سنه ان انا اتواجد والدوري بدا وانا مش عارف. فاعلنت قبل الدوري ان انا خلاص اعتزلت. هو كان عنده حسابات ثانيه، اعضاء مجلس الاداره، حد عايز حد، قصص ثانيه هو بيتكلم فيها. هو طبعا والامور خلاص عدت يعني بيني وبينه، مفيش حاجه يعني، مفيش مشكله خلاص. وانا الحمد لله ربنا كتب لي الخير يعني. فالامور انا حاليا دلوقتي في التحليل التحكيمي، وشويه كده في الصحافه. بتقطع في التحكيم دلوقتي حضرتك؟ خلاص خلصت التحكيم. لا الحكام كلهم اخواتي، هم عارفين يعني. في التحليل انا مع الحكام اللي كنت قضيت الفتره ديت، ما ينفعش ما بقاش مع الحكام، واخد بالك؟ الخطا بنقول خطا، ما بنجرحش حد يا عمر. نقد يا كابتن بناء، نقد بناء. حضرتك ما تهدمش الحكم. بنصح بعض الحكام، بيتصل بيا بكلمهم بنصحهم. الحكام اخواتي. وبعدين قلت له يا عمر في حاجه يعني، دايما لما انت تكون عايش في مجال، وانا بوجه لناس معينه الكلام ده، لما تكون عايش وسط ناس في مجال معين لازم تحس بيهم. الطبيعي ان انت بعد ما تبطل بتحس بيهم، ما تبقاش بعيد عنهم يعني، ان انت كنت حكم يعني. طيب. تحب يعني دايما خلي نفسك تتعامل زي ما تحب تتعامل عامل الناس يعني. طيب دلوقتي عايز اسال حضرتك على المعايير الدوليه، ازاي بيتم اختيار الحكم للقائمه الدوليه، سواء في بطولات في افريقيا، سواء بطولات تابعة للاتحاد الدولي، ايه اللي بيحصل؟ معايير هنا القائمه الدوليه ولا معايير الاختيار؟ معايير اختيار الحكم ان هو يخش قائمه دوليه بحيث ان هو يكون مشارك في اتحاد افريقي، اتحاد دولي. عندك هنا عمر الدوري المصري عندك 60% فني يا عمر. يعني الجزء الجانب الفني ده اقوى حاجه. وعندك طبعا اللياقه البدنيه. هل بيكون في ترشيح يا كابتن؟ والطبي، ما هو بيرشح مجموعه معينه بتبقى موجوده. وبعدين انا باخد بناء على السنه اللي هي السنه بتبقى 12 شهر يا عمر، بتنتهي في 31/12 بتبدا القائمه الجديده من 1/1 بيجي يعني خلاص بيجي في شهر 10 بيجي كل ايام وهتعلن. بيجي في شهر 10 انا بشوف انا الحكم ده كان عامل معايا ايه في مصر وبره مصر، مستواه معايا ايه. باجي مثلا عندي حكام مترشحه بيعملوا اختبارات، بيأدوا الاختبار البدني. التقييم الفني عندي طول السنه لعبوا مباريات في الدوري، عندي التقييم بتاعهم.
وعندي تقييمهم من بره اذا كان حكام دوليين وعندي تقييمهم في مصر. فبالتالي انا بحط الترتيب دايما، باجي بحط برتب حسب المستوى الفني زي ما قلت لك، وهو بيكون طبعا لازم يؤدي اختبار اللياقه. طالما ادى اختبار اللياقه البدنيه بنشوف بقى الفروق الفنيه بين الحكم والتاني. يعني هل يا كابتن في بعض المباريات لو الحكم اخطا خلاص ورئيس لجنه الحكام عارف ان الحكم ممكن يكون كان مقصر بعض الشيء في خطا بان بعد طبعا ما المباراه انتهت وعن طريق التلفزيون وعن طريق، هل حضرتك شايف ان ما يتمش اعلان العقوبه ده افضل للحكم وافضل للجنه التحكيم، ولا ممكن يتقال ان الحكم اخطا في كذا وكذا 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 ويبقى الموضوع عادي؟ لا، هو الفتره اللي فاتت كانت الامور يعني في حاجات اتعلنت وفي ناس في طلعوا رئيس لجنه طلع قال على اخطاء، لكن هي الامور في الفيفا وان الحكم خلاص يا عمر انت النهارده حكم خطا اخطا، انت بعد كده ما بتشوفوش موجود في الماتشات فتره معينه، مش محتاج ان انا اعلن يعني الموضوع ده مش موجود في الفيفا وفي التعدي الدولي، انت بتعلن خلاص حكم غلط، الطبيعي يا عمر ان انت هتلاقيه موقوف. ان حكم ده قاضي يا عمر هيجي لك تاني. يعني النهارده انت في وسط الجماهير وفي وسط، وده قرار صحيح، في وسط الناس النهارده حكم بيحكم ماتشات يا عمر. هتيجي تلاقيه النهارده تقول لك يطلع قرار انشر القرار دون. ايقاف سين قد كده. النهارده الحكم ده بيمشي في الشارع بتاع في الانديه، انت كنت صح الجماهير هيروح خش الملعب لو في، طبعا ما فيش جماهير دلوقتي بس اللي هيقابله هو داخل ايوه مثلا ممكن ايه. فالعقوبه بتاعت الحكم اكيد لازم تبقى سريه يعني ما يتعلنش عنها، لكن كله بيبقى عارف ان هو بعد لاسباب فنيه. طيب انا سالت حضرتك وقلت حضرتك على اختيار حكام بعينها لبعض المباريات وحضرتك رديت عليا. مظبوط. كابتن سراد الحفيظ سال اللي رأي حضرتك بقى في الكلام اللي كابتن عصام رد عليه من خلال التصريحات في الفتره الاخيره على كلام كابتن سيد في استفساره على الجزئيه دي تحديدا. هو يعني طبعا الكابتن يعني بص كنا نتكلم نقعد على ارض الواقع. ماشي. انا كابتن عصام كراجل رئيس لجنه بيدافع عن حكامه. كابتن سيد احترامنا نادي الاهلي، اي نادي بيبقى عنده نادي بتاعه وبيدافع عن حقوق النادي بتاعه. المهم هنا كابتن سيد من الشخصيات المحترمه جدا. شهادة طبعا. دي حقه. كلنا نشهد ان كابتن سيد من الشخصيات المحترمه. قدم يمكن هو حتة ربط بنادي تاني هي دي الحتة، أو لكن هو ما تجوزش. فحد أنا كنت أتمنى يعني إيه كابتن عصام ياخد الموضوع بهدوء شوية. يعني إيه الموضوع ممكن كان يعدي أهدى من كده، لأن ما ينفعش النهاردة يعني النهاردة أنا كابتن سيد مثلا طلب حاجة وبعدين كابتن عصام طلع الموضوع زي ما إحنا شايفين كان فيه شدة شوية وكله خدوك. أنا كنت أتمنى الموضوع دي تتحل بصورة أكتر من كده، وأتمنى يبقى قبل الموسم في حاجه بتحكم الجميع يا عمر. يا ريت. ما هي دي النهارده يا عمر لو انت سبت الدنيا كده خلاص انا هتكلم وانت هتطلع تتكلم وغيرك هيتكلم. الامور لو ليها لوائح وليها قوام الاول بيبقى فيها حاجه محطوطه، هيبقى في حاجه معينه بتوصل للانديه كلها، بتبقى الامور كلها مع محسومه، فخلاص يبقى كل نادي عارف انت قصه او مسؤول او اي حاجه، فالامور تمشي كده يعني. فانا اتمنى الفتره الجايه يعني ما يبقاش فيه اللي ده بيعمل في الوسط وبيعمل حتى في بيبقى ضغط على الحكام، بيبقى فيه ضغوط على الحكام من الكلام ده يعني. طيب اللي انا اعرفه ان حضرتك كنت حكم ساحه او حكم ملعب، لكن حضرتك بعديها اصبحت حكم مساعد، حكم مساعد دولي متميز. ايه اللي خلى حضرتك من حكم ساحه لحكم مساعد؟ والله انا طول عمري واحنا بيتفرجوا عليا وانا صغير كنت الحمد لله انا لغايه لما بطلت انا بحب السفاره جدا يعني. فلما جيت كنت بلعب وانا صغير، فدايما الخبراء اللي موجودين معانا ومن ضمنهم الكابتن خليل حامد، ناس كتير يعني كانت تقول لي ايه رايك، يقول لك انت العب كذا او العب كذا، فدايما انا كنت احب الصفاره، يقول لي العب صفاره، كنت الحمد لله يعني بجيتها مميز. فلما جيت وصلت للمرحله طلعت درجه اولى، كان فكر برضو ربنا ساعات بيكتب لك الاحسن يعني طبعا، فكانت الامور بالنسبه لي كان شويه صعبه شويه يعني. كانت ايه، كانت في حاجات اعتبارات مش فنيه، في اعتبارات ثانيه ما كانت هتبعدني عن ان انا ابقى حكم صفاره، حاجات ثانيه في التوقيت دون في التوقيت ده عمر كانت ما كنتش هبقى موجود حكم صفاره، ما كنتش همشي في التوقيت ده، ما كانوش هيمشوني حكم، فانا فضلت ان انا اتجه كحكم مساعد، واستمرت طول ما انا حكم بحكم مباريات صفاره تحت، بحكم مباريات وديه صفاره من حبي ليها يعني. ودي وكان ليها تاثير كبير عليا في مشواري في التحكيم يعني، في ماتشاتي افادتني كتير يعني، عشان كده دايما بقول للحكام المساعدين دايما يحكموا يعني في تحت، يحاولوا يلعبوا ماتشات وكده. مين من الحكام المصريه اللي حضرتك شايفها مثل اعلى قدوه لحضرتك، ان حضرتك ده كان
يعني بتحب تتفرج عليه، بتحب انك تمشي على نفس الطريق اللي كان موجود فيه في التحكيم المصري من الحكام المصريين؟ المصريين عندنا ناس كتير، عندنا يعني مش عايز انسى حد. في حكم كنت بتحب تتفرج عليه تتعلم منه، كان دايما هو مثل اعلى ليك، زي ما لاعب كره القدم عنده لاعب بيحب يتفرج عليه دايما. يعني موجود كان الكابتن محمد توفيق وكابتن وجيه احمد طبعا في مجموعه كبيره والله، يعني انا مجموعه كبيره عشان ما انساش حد منهم غير الكابتن محمد وكابتن وجيه، في مجموعه كبيره الواحد استفاد منها وكان بيتفرج عليها وتعلم منهم كتير. يعني دوليا بقى ودوليا واوروبيا، مين من الحكام الاوروبيين اللي حضرتك دايما تحب تتفرج عليهم ودايما غير كولينا؟ يعني كلنا بنحب كولينا اكيد، وكلنا يعني متابعين جيدين لكولينا. كان في حكم انا كنت بحبه جدا يعني طبعا، كيم ميلتون اللي هو الدنماركي طبعا. الحكم ده كنت يعني انا بص بقى كنت بستمتع وانا بتفرج عليه، يعني كنت بستمتع. هل حضرتك شايف ان الحكم طول ما انت مش حاسس يعني بوجوده في المباراه ده افضل؟ الافضل ما هو الحكم اللي انت الحكم كويس اللي انت ما تحسش بوجوده، لو صفراته قليله، كروته قليله، قراراته قليله، بيخلي المباراه ماشيه على طول، ما بيتكلمش مع اللعيبه كتير، ما بيشرحش كتير، ما بتحس انت كمتفرج او كاستوديو او اي حد ما بتحسش بيه في الماتش، ما تقولش انا موجود. يعني دايما الحكم اللي ما تحسش بيه هو الاحسن من اللي انت الحكم اللي يقول لك دايما انا موجود انا موجود، لا، فدايما الحكم الكويس اللي انت ما تحسش بيه في المباراه. يعني طب يا كابتن، شايف تصرف الحكم او ازاي الحكم بيتعامل مع رد فعل اللعيب؟ اكيد ممكن لاعب يتحسب عليه قرار ينفعل، هل حضرتك شايف ان الحكم بيقابل يعني العصبيه بالعصبيه، ولا المفروض ان هو يمتص الامور ويتعامل مع الموضوع بامر ثالث؟ بص، في امور يا عمر ان انت تمتصها، لان يعني في امور في حد معين ان انت تمتص اللعيب، تمتص الغضب بتاعه، وفي امور ما ينفعش ان انت تعديها. يعني مثلا انا مثلا لما تيجي مثلا انت كحكم صفاره مثلا، وفي حكم مساعد، يعني يمكن انا مريت بالقصص دي كتير طبعا، وحكم مساعد، فبترفع انت وانا بدي قرار عليه وبتاع، فبيجي مثلا يشوح فيجي الحكم مثلا يشوفه ما يجيش، ده يبقى غلط. لا طبعا، ده يبقى غلط طبعا. حكم مثلا تجاوز في حاجه معينه وانا اعدي له، لا، امتصاص الغضب ليه حد معين يا عمر، لان اهم حاجه في الحكم الشخصيه يا عمر طبعا. اهم حاجه شخصيه الحكم دي، بص، كل حاجه يا عمر ممكن تنميها وتطورها الا الشخصيه. كابتن ايمن دجيش، حكمنا الدولي، شرفتني ونورتني، وان شاء الله نكون موجودين مع بعض في اوقات قادمه اكثر ان شاء الله. انا سعيد ان كنت موجود معاك يا عمر، وبشكرك وبشكر الناس الموجوده، وسلام للكابتن ربيع كتير. يسر ان شاء الله يا كابتن. كنا مع حضراتكم مع حكمنا الدولي الكابتن ايمن دجيش. هنروح لتقرير عن رأي الجمهور في التحكيم المصري هذا الموسم، وبعديها نرجع مع زميلي العزيز أمير هشام مع كابتن النادي الأهلي السابق الكابتن موفق البشا. واحنا في مصر عندنا في غير النادي الأهلي طرفين، طرف معمل دون ذكر اسماء، وطرف بيهدد، وعاملين عليهم ضغط اعلامي، والطرفين دول طرف بيهدد بالمال هنجيب حكام اجانب في كل الماتش، والطرف الثاني غلط بقى وضغط اعلامي وغلط في الحكام، ويعني دون حضرتك عارف يعني. هو والنادي الاهلي ساكت، بس النادي الاهلي دلوقتي بدا يتكلم، واحنا عايزين يفضل يتكلم، وعايزين الجمهور ما يسكتش ومجلس الاداره ما يسكتش والمسؤولين في النادي الاهلي ما يسكتوش. والله يا فندم، التحكيم بتبقى حاجات ساعات بتعدي على الحكم، بس المفروض كل حاجه مشكوك فيها يرجع للفيديو عشان قراره يبقى سليم. التحكيم السنه دي ربنا يسر على الدوري ويكمل بسببهم، مش هيكمل عشان المؤجلات، لا، هيكمل عشان المؤجلات هتتلعب وكل حاجه هتتلعب، بس التحكيم هو اللي هيبوظه، التحكيم هو اللي هيبوظه، وهتيجي حكام في الاخر هتلعب بقى في النتائج، تلعب في النتائج، الفرقه دي عايزه 2 بونت ما تنزلش ماشي، اديها تعادل، الفرقه دي عايزه ما اعرفش دي تبقى خش في افريقيا ماشي، اديها تطلعها الثالث، تطلعها الرابع. الانديه كلها ما عندهمش ثقه في التحكيم، فده اللي عامل المشكله. احنا المفروض ندي الثقه للجنه الحكام، تمام؟ فهنلاقي دوري كويس زي الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي، ما حدش بيعرف يعترض على اي حاجه خالص، لازم يكون في قانون احنا حاطينه، لو في قانون حاطينه من اول الموسم هنلاقي دوري كويس.
التحكيم بشوفه دايما في النوادي اللي شخصيته اقوى واللي بيفرض السيطره لجنه التحكيم بتعمل له الف حساب. الحكم اللي بيبقى نازل عامل حساب للفرقه دي. في خلاف كده بقى فانت كله ايجابي وسلبي على كل اللعيبه، يعني في نتائج بيأثر فيها بشكل ايجابي وبيقلب في نتائج تاني بيقلبها على فرق تاني. هو التحكيم المصري او اي تحكيم عموما حصل في مصر او في اي مباراه السنه دي طبعا كان فيه اخطاء، هو مفيش حاجه تخرج من الاخطاء، بس احنا كشعب او احنا كناس عموما كانت بتستطفئ اخطاء جامد او بتركز فيها جامد. ما هو طبيعي اي ماتش في اي دوره في اي دوره في العالم بيحصل فيه اخطاء كتير، بس احنا كنا بنركز بزياده. انا شايف بصراحه ان التحكيم كان كويس، يعني سواء حصل خطا او تيم ده طبيعي، لكن ما كنتش شايف ان التحكيم اوفر بزياده زي ما الناس كانت قايله وزي ما الناس كانت بتهوج الموضوع قوي. في متوشه اتاثرت بالضغط على الحكام، ومفروض يبقى الحكام افضل من كده بحيث ان مفيش جمهور. يعني انا شايف ان مفيش جمهور فمفروض ان الحكام تبقى قراراتها احسن من كده وما عليهاش ضغط خالص. يعني لازم لجنه الحكام تحط موقف للتحكيم في مصر، تمام؟ عشان اصلا ما فيش تحكيم في مصر خالص دلوقتي نعتمد عليه، عشان فتحوا تحكيم ان احنا نجيب تحكيم من تونس ومن المغرب ومصر تروح هناك تحكيم مصري، مش هينفع الكلام ده. لازم نحط حاجه في التحكيم المصري. الفقرة الثالثة من حلقة الأهلي الليلة النهاردة، طبعا الفقرة الأولى كان معنا الكابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي، وأيضا الفقرة الثانية مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وكانت من خلال الكابتن أيمن دجيش أيضا الحكم. يعني موضوع حلقة النهاردة بالتحديد عن التحكيم ومستوى التحكيم في الفترة الأخيرة، وزي ما شفنا التقارير المختلفة الخاصة بالتحكيم سواء نقاد رياضيين أو جمهور. لكن في هذه اللحظات معايا أيضا أحد نجوم النادي الأهلي السابقين، هنتكلم شوية في الكورة بس برضو في الأول هاخد رأيه في التحكيم، كابتن موفق الباشا. ازيك عامل ايه؟ أخبارك؟ منورنا ومشرف. كله تمام الحمد لله، تمام، واهلا بالسادة الجمهور النادي الاهلي العظيم. اهلا بك. يعني عايز اخد رايك الاول كده في البدايه عن التحكيم السنه دي في الدوري قبل ما نخش في الفريق النادي الاهلي والمنافسات في بطوله الدوري ما بين الفرق بشكل عام، رايك في التحكيم ايه؟ هو طبعا التحكيم السنه دي طبعا بيمر بمرحله طبعا صعبه، بس طبعا احنا دي يعني التحكيم والاخطاء التحكيميه دي طبعا دي من حلاوه لعبه كره القدم، بتديها طبعا نوع يعني من نوع الحماس شويه بس مش زايده شويه السنه دي، ولا انت وجهه نظرك شايف ايه؟ لا يا والله يعني احسن من السنه اللي فاتت. احسن من السنه اللي فاتت يعني احسن من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان في طبعا اخطاء كبيره، برضه في السنه دي طبعا اخطاء طبعا بس غير متعمده، يعني ما دام غير متعمده يبقى خلاص يعني الدنيا تمام، بس طبعا بيديها نوع من التشوق في اللعبه يعني. وطبعا احنا بنشوف حكام العالم كلها بتغلط يعني مش حكام مصر بس احنا بنسلط الضوء على الاخطاء التحكيميه زياده عن اللزوم، واستديوهات وناس تقعد تصايد الاخطاء وبتاع، بس طبعا دي من يعني من حلاوه كره القدم. يعني تحليل اداء التحكيم ده في صالح الحكام نفسهم ولا ضد الحكام؟ لا ده انا شايف ان هو ضد الحكام. ضد الحكام؟ ضد الحكام طبعا. يعني ليه بقى؟ يعني في ناس بتقعد بالساعه والساعتين تقعد تتكلم عن الاخطاء، الحكم اصلا بيبقى في الماتش بيبقى عنده لحظه ان هو يعني فهمتوا ثانيه زي ما بيقولوا كده ان هو ياخد القرار، انما في الاستوديو بقى بعدين ويرجع الكوره ويطلع ويقدم وكذا زاويه، انما الحكم ما عندوش غير زاويه واحده ولازم ياخد القرار في الوقت المناسب يعني. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن حكام سابقين رايهم ايه في التحكيم السنه دي ونرجع مره ثانيه. طيب التقرير مش جاهز معانا، طب لما يجهز عقبال ما يجهز التقرير نخش في الموضوع الخاص ب طبعا الفقره دي مع الكابتن موفق الباشا، ونتكلم عن النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا بكره امام طلع الجيش ومؤجل له كمان عدد كبير جدا من اللقاءات. شايف فرص النادي الاهلي في المنافسه على بطوله الدوري بدايه السنه دي ازاي؟ لا هي طبعا في فرصه وفي فرصه كبيره، بس طبعا انا شايف ان اللقاءات اللي مؤجله للنادي الاهلي دي طبعا فيها صعوبه شويه. في صالحه ولا ضده؟ لا ضده. ضده ان هو بيبقى عنده مثلا بيلعب كل ثلاث ايام ماتش والفرق المنافسه ليه بتلعب بشكل منتظم، ف
فطبعا دي بتحطه تحت ضغط كبير، والضغط ده طبعا مش في صالح الفرق. بس الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يكسب الماتشات المتاجله دي، وان شاء الله على نهايه الدور الاولاني كده نكون الاهلي في المقدمه ان شاء الله. شايف ان الاهلي عدى المرحله الصعبه اللي كانت من خلال طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا وخساره هذه البطوله في النهائي، كمان مباراه الوصل والبطوله العربيه او كاس زايد بالتحديد، وكمان اول مباراه بعد العوده لمباريات الدوري من خلال الهزيمه امام المقاولون. بعديهم الاهلي كسب بتروجيت وكسب الجونه. شايف الاهلي خلاص عدى المرحله الصعبه ولا لسه شويه؟ لا لسه, لا لسه, لسه 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 شويه. وطبعا يعني هي يعني خطوه اولى ان هو طبعا يرجع لنفسه، بس لسه في طبعا حاجات مع ان شاء الله في شهر يناير مع التدعيمات باذن الله ان شاء الله الاهلي يكون مستواه تقدم وفي الاحسن ان شاء الله يعني. رايك في المستوى بالنسبه للنادي الاهلي بدايه من مباراه بتروجيت الفوز 1-0، وبعدين مباراه الجونه فوز صعب جدا كمان 2-1، رايك ايه في المباراتين دول بالتحديد بدايه قبل ما نخش بقى في مباراه الغد ان شاء الله؟ هو طبعا هو الفوز طبعا يعني خطوه كويسه، بس في الفتره دي احنا ما بنبصش على الاداء، احنا عايزين النتائج تتحسن. طبعا كل ما المكسب بيجيب مكسب وبيدي ثقه للفرقه، فانا انا شايف يعني ان شاء الله يعني برضو لسه الاداء ما تحسنش، بس ان شاء الله الاداء هيتحسن باذن الله ان شاء الله يعني. الاهم ايه، الاداء ولا النتيجه او الثلاث نقط في الفتره دي بالتحديد؟ لا الفتره دي اهم حاجه ثلاث نقط، دي اهم حاجه يعني. مش شرط يكون الاداء بالشكل المطلوب بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، لكن الاهم ثلاث نقاط وانت بتنافس على البطوله. لا ثلاث نقاط، لما المكسب مكسب طبعا يعني الشكل هيبقى احسن يعني، مكسب مكسب ان شاء الله. بعد كده يعني اللعيبه هتاخد ثقه، فطبعا هيبقى في نوع من الاداء يعني هيبقى تحسن شويه، يبقى الشكل احسن ان شاء الله. طيب بكره مباراه الاهلي وطلائع الجيش ان شاء الله الساعه 7، نتمنى ان شاء الله كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه. شايف المباراه ازاي خصوصا في ظل الدوافع الجديدة المتواجدة عند فريق طلائع الجيش، مدير فني جديد بعد الكابتن محمد حلمي في نفس السياق، يمكن النادي الأهلي كمان بيمر بظروف يمكن كلنا عارفينها، ومهم جدا ان هو يفوز في كل مباراة رغم النواقص العددية اللي عنده من حيث الإصابات والكلام من ده. شايف المباراة ازاي ومدى صعوبتها بالنسبة للفرقتين؟ لا طبعا هي ماتش المباراة بتاع بكرة صعب على الفرقتين، يعني النادي الأهلي برضو ونادي طلائع الجيش ومفيش ماتش سهل يعني. بالنسبه للسنه دي في الدوري يعني الفرق كلها المستوى يعني متقارب شويه، والاضناط مش فرق مش كبير. بس هي ماتش هيبقى صعب على الفرقتين. طبعا طلع الجيش مدير فني جديد، والنادي الاهلي برضو لسه برضو بيدور على الثلاثه بونت والاداء الكويس. ماتش صعب بكره ان شاء الله على الفرقتين، ماتش صعب على الفرقتين. ممكن يكون في بعد الفوز في اول مباراتين بالنسبه للنادي الاهلي، اول فوزين يعني بعد فتره كبيره سواء على بتروجيت او الجونه، ممكن يبقى في تصاعد في الاداء من وجهه نظرك، ونشوف الكلام من خلال مباراه بكره امام طلائع الجيش، ولا صعب شويه؟ لا انا ما فيش حاجه صعبه يعني، ما فيش حاجه صعبه، بس هو ده قلت لحضرتك طبعا هي المكسب الثلاثه بونت بيدوا ثقه. اللعيبه برضو في لعيبه ما كانتش بتشارك ابتدت تشارك، كانت بعيده عن الماتشات ابتدت تشارك وابتدت تظهر برضو بمستوى كويس زي احمد الشيخ، ابتدى برضو يعني مستواه يرجع زي الاول. وهي دي بقى اللي يعني نقول عليها مثلا لما بيلعب ناخد ثلاثه بونت، فدي بتعمل تحسن الاداء، تحسن الاداء الشكل الجماعي للفرقه كلها، بياخدوا ثقه. الجهاز الفني طبعا بيبقى عنده مع عوده اللعيبه اللي هي المصابه هيبقى عنده مجموعه كبيره يقدر يعني يعمل التشكيل المناسب وتبقى عوده كويسه باذن الله. طيب ضغط المباريات ازاي يتم التعامل معاه، خصوصا ان احنا في شهر 12 ده عدد كبير جدا من المباريات، النادي الاهلي لعب مباراتين او ثلاثه وناقص له كمان اربع مباريات في شهر 12 بخلاف مباراتي بطوله دوري ابطال افريقيا دور 32. التعامل ازاي مع ضغط المباريات من قبل الجهاز الفني من وجهه نظرك، وازاي النادي الاهلي يقدر يتخطى هذه المرحله باكبر كم ممكن من المكاسب؟ ما هو ضغط المباريات ده مع عوده اللعيبه اللي هي المصابه دي بيكون عنده المجموعه كبيره. خلينا نحط في الاعتبار ان في بعض اللاعبين لسه هياخدوا فتره، في بعض اللاعبين هيبتدوا من شهر واحد مصابين، سواء جونيور اجاي هو خلاص خف مثلا بس لسه هيبتدي من شهر واحد ان هو يشارك في المباريات، علي معلول مش قبل برضه شهر واحد، يعني في عدد كبير من اللاعبين ممكن ما يلحقوش يلعبوا. بالظبط. فازاي يتم التعامل في هذه الجزئيه يعني؟
ما هو بقى عن طريق الروتيشن اللي هم لازم في روتيشن. طبعا طبعا لازم، عشان يعني في كل 3 ايام ماتش، فلازم طبعا في لعيبه هتلعب بشكل مستمر، في لعيبه المفروض هتاخد مثلا ماتشات، عشان لو الجهاز الفني اعتمد على مجموعه معينه في من اللعيبه في التشكيل هتبقى صعب عليه، يبقى مجهود جامد عليهم شويه. فطبعا لازم في لعيبه تريح، في لعيبه تخش، عشان نقدر يستمر النادي وما يبقاش عليه ضغط كبير في الماتشات واللعيبه ممكن تجهد. فطبعا لازم عمليه الروتيشن دي تحصل. طيب هنرجع نتكلم بتفاصيل اكتر عن الفريق ومباراته غدا امام طلع الجيش، وايه المطلوب من لاعبي النادي الاهلي وكمان جمهور النادي الاهلي في هذه المرحله الهامه جدا جدا بالنسبه للفريق. لكن نروح الاول طبعا نشوف تقرير عن راي الحكام السابقين في التحكيم ومستوى التحكيم هذا الموسم، ونرجع نكمل اللقاء. نهض بمستوى التحكيم في مصر، الاول لازم يكون عندنا قاعده من الحكام اللي يتم اختيارها بعنايه، يعني ما يبقاش اهم حاجه نكون مارس كره القدم. المهم قوي، لان دلوقتي في مشكله كبيره ان ممكن اي واحد يتقيد سنتين في اي حته بفلوس، وده شرط من شروط الالتحاق ان انت تكون حكم. فدي بقت حاجه موجوده، ان واحد مارس كره القدم ويتسجل سنتين، فدي مشكله كبيره بتواجه التحكيم. دي اول نقطه. تاني نقطه انتقاء الحكم وتدريبه وتجهيزه عن طريق اللجان وعن طريق المناطق، وده شايف ان هي البدايه من الصغير مش من الكبير، لان الكبير خلاص مفيش منه ان احنا نعلمه حاجه. اذا كان هو ما اتعلمش او ما مارس كره القدم فيبقى صعب تعليمه. طبعا عشان ننهض بالتحكيم المصري لازم نعمل حاجات كتيره قوي. اولا لازم اختيار لجنه الحكام الرئاسيه، عشان لجنه الحكام الرئاسيه هي المنوط ان هي بتحط السياسات وبتحط الخطط كلها للارتقاء بالتحكيم المصري. وطبعا ده بيتطلب ان لازم يكون في لجنه حكام قويه وطبعا ذو خبرات، وطبعا حكام موجودين في لجنه الحكام الرئاسيه مشهود لهم بالكفاءه ومشهود لهم بالخبرات ومشهود لهم بكل حاجه كويسه طبعا في تاريخهم كله. فطبعا لجنه الحكام اكيد يبقى ليها دور، انها طبعا بتعمل معسكرات محترمه للحكام طالما هي قويه. وطبعا في مشاكل طبعا بتقابل لجنه الحكام، طبعا مشاكل كتيره جدا، حته برضو الاختيار للقائمه الدوليه دي، طبعا دي الاختبار انا بعتبره الاختبار الرئيسي لاي لجنه حكام رئاسيه قويه او ضعيفه. لازم يتم اختيار الحكام للقائمه الدوليه طبعا بالكفاءات، وطبعا كل حاجه بتتم طبعا باختيارهم، طبعا اللياقه البدنيه والاختبارات بتاعه اللغه، الاختبارات بتاعه يعني كل الاختبارات اللي بتتم طبعا اللي احنا عارفينها كلها دي لازم تتم عن طريق لجنه الحكام الرئاسيه. طبعا في برضه مراقبين اللي بيدوا الدرجات لازم يتم اختيارهم، المراقبين دول ليهم دور كبير جدا، لازم طبعا يكونوا ناس مشهود لهم بالكفاءه ولازم مشهود لهم طبعا بالعداله، عشان هم اللي بيتحكموا في اختيار القائمه الدوليه. طبعا برضه اهتمام برضه لجنه الحكام بالحكام الصغار، لان احنا طبعا انا لاحظت الفتره اللي فاتت دي لقيت ان في يعني مثلا محمود البنا لقيته بيكرر في جوله واحده، بيلعب ماتشين في جوله واحده، ودي انا بعتبرها مصيبه سوداء. يعني احنا معنى كده ان احنا ما عندناش حكام. طبعا ده كان تقرير من بعض الحكام السابقين عن مستوى التحكيم هذا الموسم في الدوري المصري. كابتن موفق، يعني رايك في كلام الحكام السابقين في هذا التقرير، وكمان يمكن حد فيهم قال ان لازم يكون الحكم ممارس لكره القدم او كان مارس كره القدم عشان يكون عنده الخبرات الكافيه باساليب التحكيم، ويعني يبقى فاهم كوره من الاخر كده، ممكن واحد يمثل عليه او واحد تكون فاول مظبوط وهو مش واخد، يعني امور كلها بيتكلموا ان لازم يكون الحكم مارس الكوره قبل كده. هل شايف ان ده مهم؟ طبعا مهم طبعا الحكم يكون مارس كره القدم، لان برضه في العاب طبعا كده هو يكون الوحيد اللي هو فاهم فيها يقدر ياخد قرار فيها. وبرضه في حكام احنا بنشوف برضه بره ناس كتير، يعني بنلاقي دكتور اسنان وما لعبش كوره وحكم وبيبقوا ممتازين بصراحه، ممتازين جدا جدا طبعا. يعني فدي مش علاقه، ممكن يكون حكم ما لعبش كوره بس درس
كويس وخد دورات وابتدى يدرس ويفهم ويعرف ويسأل، فطبعا دي خلته. بس طبعا لو هو لعب كرة قدم طبعا، بس احنا بنشوف اللعيبة كتير بتبطل وما بتجيش التحكيم طبعا. الأسباب ايه من وجهة نظرك؟ الشتيمة بقى، الجمهور بيقعد يشتم. الفترة الأخيرة ما كانش فيه جمهور يعني، مع الأجهزة الفنية طبعا بيقعدوا بيتكلموا، اعتراضات دايما كتيرة. طبعا بتقل من قيمة الحكم طبعا، انك لعيب كورة مثلا لسه مبطل وبتاع، ولاقي مثلا جهاز فني وقفل على الخط عمال بيتصيد اي اخطاء، وده بيتكلم هي مهنة صعبة بصراحة، وده مش عاجبه قرار، والجهاز يعني الفرقة التانية مش عاجبها القرار، فطبعا حاجة صعبة يعني. بس انا كان في عندي اقتراح بس بالنسبة للحكام، الأندية اللي بتجيب حكام بره أجانب وبتاع، طب ليه مثلا اتحاد الكورة يطلع قرار من قبل بداية الموسم مثلا إن كل فرقة مثلا في الدوري من حقها مثلا تجيب تختار ماتشين طول السنة يجيبوا حكام؟ إنما يعني يبقى مسموح لك على مدار الموسم بالكامل ماتشين بس اللي تختار فيهم حكام؟ تختار ماتشين والحكام، لكن ما يبقاش الموضوع مفتوح ان انا في اي وقت عايز اجيب حكم من بره اطلبه. ما يجيش بقى ان كل ماتش مثلا مش عارف ايه، لا انا هطلب حكم وبتاع، فالعمليه تبقى صعبه طبعا وتبقى وحشه في حق التحكيم يعني. انما لما عم طلع قرار مثلا كل فريق في الدوري من حقه ان هو يختار ماتشين مثلا في الدوري كله ان هو يجيب حكام مثلا ماتشين ثلاثه حسب ما اتحاد الكره ياخد قرار فيها يعني. تمام. طيب ده فيما يخص التحكيم. نرجع نتكلم تاني عن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واللي عنده مباراه مهمه جدا امام طلع الجيش. اتكلمنا عن المطلوب من الجهاز الفني، وانت حضرتك قلت عمليه الروتيشن لازم هتكون مطلوبه جدا خلال الاربع مباريات الجايين بالتحديد في الشهر ده، لكن ايه المطلوب من لاعبي النادي الاهلي المتاحين الفتره دي بالنسبه للجهاز الفني؟ طبعا هو خصوصا في ظل مرحله صعبه زي دي يعني. طبعا المطلوب في النادي الاهلي طبعا المرحله الجايه دي التركيز، الروح يعني. النادي الاهلي مشهور عنه ان هي الروح بتاعته عاليه في الماتشات. النادي الاهلي كان ممكن لغايه الدقيقه 90 ممكن يحرز هدف، مفيش مشاكل يعني. فلازم طبعا لعيب النادي الاهلي لازم يعني يعوض الكلام ده كله مثلا بالروح العاليه والتركيز. كل الحاجات دي هتساعد الفرقه طبعا على المكسب ان شاء الله يعني. شايف ان الشخصيه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي رجعت خلال المباريات اللي فاتت، خصوصا لما تبقى خسران في مباراه زي مباراه الجونه مثلا وترجع الشوط الثاني تجيب جونين وتقدر تفوز بالمباراه؟ طبعا ما دي من اسباب نجاح النادي الاهلي. كانت مفقوده الشخصيه شويه على مدى طبعا دي من اسباب نجاح النادي على مدى تاريخه. ان لعيب النادي الاهلي بيبقى عنده شخصيه خارج الملعب وداخل الملعب، هي دي اللي بتميز لعيب النادي الاهلي عن اي نادي تاني. فلازم الشخصيه طبعا تكون شخصيته كده في الملعب. تمام. يعني عايز اخد رايك في بطوله الدوري السنه دي، شكل المنافسه شايفه ازاي، والمستوى الفني كمان للانديه في بطوله الدوري الممتاز، رايك فيها ايه وتقييمك للمستوى بالنسبه للبطوله السنه دي؟ هي البطوله السنه دي يعني كويسه طبعا، يعني في شايفين منافسه من كذا نادي، بس هي موضوع التاجيلات دي اللي يعني، بس دي في بعض الاحيان بتبقى خارجه عن الاراده يعني، موضوع التاجيلات يعني، فرق بتشارك في بطوله افريقيا او بطولات افريقيا المختلفه، دي اكيد تبقى كلها امور. تمام. ما احنا بنشوف انديه العالم بصراحه في انديه ما بيبقاش عندها مباريات افريقيه وبيتاجل لها مباريات بالظبط يعني. كده. وبعدين بنشوف انديه برضه عالم، برشلونه بيلعب في اوروبا وبيلعب هنا وبيلعب هنا، ومفيش ماتشات بكميه الماتشات اللي بتتاجل دي. طب اللاعب المصري الكواليتي بتاعه يقدر يستحمل الضغوط دي اللي احنا بنشوفها مثلا على اللاعبين من الناحيه البدنيه بالتحديد في اوروبا؟ زي ما حضرتك بتقول في اوروبا بنشوف لعيب بيلعب يوم السبت وماتش يوم الثلاث وماتش يوم السبت، الدنيا بتبقى ماشيه كده لما يكون فرقه بتشارك في الشامبيونز ليج مثلا والدوري المحلي يعني. شايف ان اللعيب المصري يقدر يتحمل الضغوط البدنيه دي؟ لا ما يقدرش. ليه؟ الاسباب ايه؟ هي اتعودنا على كده. هو خلاص اللعيب المصري اتعود على كده يعني. هو كان كل السنين اللي فاتت كان كل فرقه بتلعب كل اسبوع ماتش. دلوقتي بقى بنشوف مثلا ممكن فرقه تلعب ثلاث ماتشات في اسبوع واحد يعني. فدي طبعا اللعيبه بتاعت مصر ما تستحملش الكلام ده طبعا. ممكن لعيبه تقع منك كتير، هتحصل لهم اصابات، هتحصل لهم كتير. احنا طبعا يعني برضو يعني النوع ان احنا بنلعب الدوري من غير جمهور دي طبعا يعني، ما في لعيبه كتير
لعبه كوره دلوقتي ما حضرتش تلعب في وسط الاف. بالظبط يعني وسط الاف يعني ممكن لما تيجي لعوده الجمهور بقى الاف دي هتلاقي اللعيبه دي ممكن تخاف تاثر على المستوى في الملعب. طب بما ان حضرتك طبعا مدرب في اكاديميه النادي الاهلي وبتتكلم عن حته ضغط المباريات وان اللعيب المصري ما تعودش ان هو يلعب مباراه كل 3 4 ايام مثلا، تعودوا ان هم بيلعبوا كل اسبوع، هل من المطلوب ان نبتدي مع البراعم او مع الناشئين التجهيز من الناحيه البدنيه بخصوص ان ممكن انت تلعب في خلال الاسبوع الواحد مباراتين وممكن يوصلوا لثلاثه مع نهايه الاسبوع يعني حسب تاريخ المباراه، لازم يكون في تعامل في هذه الجزئيه بالتحديد مع اللاعبين وهم صغيرين؟ طبعا مفروض، بس انا ممكن انا اعود على لعيب على حاجه مثلا على كل 3 ماتشات كل 3 ايام يلعب ماتش وبعد كده يجي السنه الجايه النظام يتغير. يعني انت عارف لو ماشيين بسيستم واحد احنا في الدوري طول عمرنا مثلا على نظام واحد، انما احنا كل سنه بتلعب بسيستم مختلف. ممكن تلاقي مثلا كل العب 10 ايام كل اسبوع كل 3 ايام، فالموضوع مختلف يعني المفروض احنا نمشي على سيستم معين. مفيش سيستم ثابت للمنظومه بشكل عام في مصر؟ لا خالص خالص خالص، ولا على مستوى الناشئين ولا على مستوى الفريق الاول يعني في طيب نرجع لشكل المنافسه بقى في بطوله الدوري السنه دي، مين شايف ان هو هيقدر ينافس حتى النهايه على لقب البطوله؟ انا شايف ان هو الاهلي بعد ان شاء الله بعد المعدلات اللي عنده قادر الاهلي انه يرجع. طبعا طبعا البعض ممكن يكون بيشكك في هذه الجزئيه شويه، يقول لك الاهلي لسه عنده مباريات مؤجله كتير، في المقابل نادي كبير زي نادي الزمالك بيمشي بشكل جيد جدا وبيقدر ان هو يفوز عدد مباريات كتير ومتصدر بطوله الدوري دلوقتي، فده ممكن يعمل ضغوط على لاعبي النادي الاهلي، ضغوط نفسيه ممكن تاثر عليهم في حصد مزيد من النقاط، لكن حضرتك شايف ان الاهلي ممكن او قادر ان هو يعود كالعاده زي ما احنا تعودنا وشفنا سنين كتير النادي الاهلي ممكن كان يكون متاخر بعدد كبير من النقاط وكان ابرزها اعتقد 13 نقطه وقدر النادي الاهلي في النهايه ياخد بطوله الدوري. طبعا قادر النادي الاهلي. طبعا انت حضرتك قلت وجاوبت على السؤال، طبعا الاهلي قادر ان هو يعود المنافسه وان هو يكسب المؤجلات الموجوده، وبرده انت حضرتك برده يعني ايه ما برده نادي الزمالك مش هيكسب كل الماتشات. لا اكيد ما فيش حد هيكسب كل الماتشات يعني فطبعا هتلاقي في لكن بيمشوا بشكل كويس بصراحه الزمالك ماشي السنه دي بشكل رائع. طبعا طبعا وطبعا وفي فرقه بيراميدز برضو يعني ماشيه بشكل كويس. فريق بيراميدز بصراحه برضو بيقدم مستويات كويسه خصوصا مع كابتن حسام حسن. يعني انا شايف ان المنافسه هتنحصر بين الاهلي والزمالك وبيراميدز. شايف ان بيراميدز قادره ان هي تكمل للاخر؟ يعني ممكن يكون عندهم نفس طويل في بطوله الدوري ان هم ينافسوا على البطوله لحد الاخر؟ ممكن في ظل وجود كابتن حسام حسن ممكن يستمر اللي هو لغايه نهايه الموسم ان هو ينافس، ولو ما كملش السنه دي السنه الجايه برضو ان هو ممكن برضو يدعم صفوفه ويبتدي يعني في مصلحه الكوره. في مصلحه الكوره نلاقي المنافسه في مصلحه الكوره. طبعا لما نلاقي 4 5 انديه بتنافس غير كل سنه مثلا بنلاقي الاهلي والزمالك والزمالك بس غير الدور الاولاني وبعد كده الاهلي تلاقيه فرق وخد الدوري بقى قبل نهايه الموسم ب6 7 اسابيع. لا طبعا في مصلحه الكوره طبعا. طيب بمين الفريق اللي ممكن يكون لفت انتباه حضرتك من خلال بطوله الدوري السنه دي بخلاف الزمالك مثلا وبيراميدز؟ الاهلي كده كده عنده عدد كبير جدا من المؤجلات، مين الفريق اللي عجبك اداؤه وشكله في الملعب؟ انا عاجبني جدا فريق وادي دجله. وادي دجله اسلوبهم يعني جيد جدا في اللعب. باسلوب طريقه جديده على الكره المصريه. والراجل طبعا المدير الفني بتاعه اليوناني. النتائج ما كانتش كويسه معاه في بدايه الموسم واصر ان هو يلعب بنفس الطريقه بتاعته بالظبط رغم الخسائر اللي كانوا بيتعرضوا ليها في اول الموسم. ودلوقتي وادي دجله بصراحه حاجه تحسب للاداره كمان في وادي دجله، كان ممكن الاداره غيرهم يقول لك لا انا غير المدير الفني زي ما احنا للاسف متعودين دايما في الدوري المصري ممكن بعد كام ماتش ما تكسبش غير المدرب. لكن هي اداره اكيد فكرت في الجزئيه دي بشكل جيد والناتج طلع بعد كده في الاداء اللي بيظهر من خلال فريق وادي دجله. طبعا باشمهندس ماجد سامي طبعا هو راجل فاهم وراجل طبعا يعني بيلعب كره احترافيه يعني رئيس نادي كره احترافيه يعني عارف هو عنده ثقه ان المدرب المدير الفني اللي هو جايبه ده مدير فني كويس فاداله الثقه وباين النتائج بتاعته وادي دجله ومش نتائج بس الاداء نفسه والخطه اللي بيلعبها. وكمان اللعيب اكيد لما بيعرف ان المدرب ده كده كده قاعد حتى لو خسرت
يبقى الراجل او اللعيب هيركز في كلام المدرب، هيعرف ان الراجل ده كده كده متواجد مش هيمشي، فبالتالي الاداء هينعكس على الفريق ويبان الشكل الجيد اكيد. اه طبعا طبعا بيبان بيتعكس على كل الفرقه طبعا. احنا بنشوف اي دجله دلوقتي، احنا حارس مرمى تقريبا كابتن منصف، كان منصف اه بصراحه عامل الموسم جيد جدا، بيلعب كانه لعيب كوره معاهم يعني، بينقل ويباصي والناس يضغط وبتاع، بيبتدوا دايما من تحت، لازم اه من تحت يحاول ياخدوا يسحبوا الناس تضغط عليهم ويبتدوا ينقلوا الكوره. ف لا ماشيين بشكل كويس وهي دجله صراحه، وفرقه عجباني قوي، هي فرقه بصراحه مميزه، وفي عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين اللي ظهروا يعني، ويمكن ابرزهم محمد محمود اللي انضم للنادي الاهلي مؤخرا. لكن برضو في ظاهره باينه في الدوري المصري بتحديد الاخطاء الدفاعيه الكتير اللي بنشوفها في معظم الفرق، حل الجزئيه دي بالتحديد يكون ازاي؟ ازاي ان انا اقدر اعالج الاخطاء الدفاعيه اللي موجوده في مصر بشكل عام، وشفناها كمان في المنتخب المصري يعني، شفنا مباراه مصر وتونس، تونس قدرت ان هي تحرز هدفين، كانت ممكن تجيب الهدف الثالث رغم ان المنتخب المصري الحمد لله قدر ان هو يفوز في هذه المباراه. علاج الجزئيه الدفاعيه بالتحديد في مصر شايفها ازاي؟ لا اصل مالوش الاخطاء الدفاعيه دي مالهاش علاج يعني، اصل الاخطاء هي اللي بتجيب لنا الاجوان، فما فيش فرقه مش هتغلط في الاخطاء، بس في اخطاء بتبقى متكرره للاسف عندنا في مصر هنا، الاخطاء بتبقى متكرره، في ناس بتتعلم من الاخطاء وساذجه شويه اه بالظبط كده، ما دي الاخطاء اه يعني غريبه يعني. ف طبعا كل فرقه عندها اخطاء طبعا، دي طبعا المدير الفني هو اللي يقدر يعالج الاخطاء اللي عنده في الخط الدفاع عنده، الدفاع ممكن يكون في نص الملعب الاخطاء الدفاعيه، انا مش شرط ان يعني في الدفاع يعني. لعيب ما بيضغطش مثلا، لعيب ممكن مش مركز، فدي دي الاخطاء بتيجي من هنا يعني. بس انا شايف ان الاخطاء تفضل موجوده بتاعت الدفاع على طول يعني، تفضل موجوده طبعا، مش لو مفيش اخطاء ما فيش تجيب جوان، الاخطاء بتاعها الاجوان الاهداف بتحصل لما في اخطاء دفاعيه. لكن برضو من الوارد ان احنا نشوف تطور دفاعي يعني، مثلا هدي لك مثال اوروبي مثلا بالتحديد في الدوري الانجليزي، ليفربول السنه اللي فاتت كان عندهم اخطاء دفاعيه كارثيه مع بدايه الموسم، دخل فيهم عدد كبير جدا من الاهداف. السنه دي لحد دلوقتي 6 أهداف بس اللي دخلت في مرمى ليفربول تقريبا من 14 او 15 مباراه، فده تحسن في الجانب الدفاعي اكيد، ده شغل مدرب. اه طبعا. ايه يعني ايه اللي مطلوب من المدربين يعملوه مع اللاعبين المصريين مثلا عشان يطوروا شويه من الجزء الدفاعي؟ يعني هو يطوروا ان هو الدفاع يبقى من قدام يعني، عشان انا خط الدفاع بس يعني، انا ابدا الدفاع بتاعي من خط المهاجم بتاعي. هل ده بيترتب على مدى تركيز اللاعبين بشكل عام مش مدافعين بس، ولا بيترتب على الموهبه، ولا بيترتب مثلا على التدريبات الخاصه بيه كل مدرب؟ لا هي كلها مع بعضها، هي كلها لعيبه مع نظام الشغل التكتيكي اللي بياخدوه في التدريبات. انا شايف ان هي كل اللي حضرتك قلت الاخطاء دي كلها هي بتتجمع في الاخطاء اللي بتحصل دي. من خلال متابعتك للدوري المصري، مين ابرز اللاعبين الاجانب اللي متواجدين في الدوري هذا الموسم؟ تراوري إريك تراوري لاعب المقاصة وانتقل حديثا لفريق بيراميدز، وأجايي طبعا بس أجايي للأسف لسه ما لعبش لحد دلوقتي يعني، اللي هو برضه باولو بتاع المقاصة، باولو فوافي لاعب جناح المقاصة أيضا لاعب مميز جدا. جون أنتوي أعتقد جون أنتوي عامل موسم كويس جدا. طبعا الزمالك برضه عنده 2 مميزين، فرجاني ساسي وحمدي النجاز كمان من اللاعبين المميزين جدا أعتقد إضافة للدوري صح؟ اه طبعا وعلي معلول طبعا، وعلي معلول أكيد قلت أكيد لاعب مهم جدا يعني. يعني في لعيبه السنه دي محترفين عاملين فارق مع فرقهم طبعا. طيب عايز اتكلم بالتحديد عن النادي الاهلي. البعض بيقول النادي الاهلي محتاج تدعيمات كتير، صفقات، النادي الاهلي عايز يضخ لاعبين جدد في صفوف الفريق مع طبعا بعض اللاعبين المتواجدين في الفتره الحاليه. الاراء تباينت، في ناس تقول لك الاهلي محتاج في مراكز معينه، وناس اختلفت في جزئيه المراكز. من وجهه نظرك المراكز اللي محتاجها النادي الاهلي خلال الفتره الجايه ايه؟ عايزين باك ليفت، وده خلاص محمود وحيد الاهلي تعاقد معاه، صانع العاب كويس، وعايزين برضو مهاجم مع تراس فريد يعني كويس. انا شايف برضو ان صلاح محسن ومروان برضو محسن لسه في اصابات كتير، في ناس بعيد عن مستواها يعني، محتاجين 4 لعيبه
اربع لعيب اربع لعيب يعني بس برضو ان احنا في الدوري برضو انت لو بصيت برضو ما فيش لعيبه اللي هي سوبر تخطفك يعني انك انت تقول اللعيب ده ينفع في النادي الاهلي. انا شايف بس انا شايف ان اللعيب الوحيد اللي هو ممكن ينضم للنادي الاهلي ويعمل معاهم فرق ان هو حسين الشحات. حسين الشحات اه طبعا ده لو النادي ضم النادي الاهلي هيعمل فرق. من الوارد ان هو ينضم للنادي الاهلي يعني خلال الفتره الجايه اكيد في مفاوضات مع اللاعب وارد جدا ان هو يكون متواجد ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. بس اداره العين متمسكه والمدير الفني بتاع نادي العين يعني قال لك لو حسين الشحات مش انا همشي يعني هو رب نفسه لحسين الشحات بس هو ما تقلقش ما تقلقش ان شاء الله ان شاء الله. طيب المهاجمين بالتحديد هل في مهاجمين مصريين على الساحه شايفهم اقوياء يقدروا يفيدوا المنتخب خلال الفترات اللي فاتت والفترات اللي جايه بالتحديد كمان ولا دي ازمه بتعاني منها الكره المصريه؟ لا دي ازمه. سببها ايه من وجهه نظرك؟ والله انا يعني اختفاء المواهب شويه مفيش مواهب على الساحه دلوقتي. حد بدليل ان الاهلي راعي الفيرود بيلعب عنده ازارو مفيش الاول كان مهاجم بتاع النادي الاهلي تلاقيه سوبر مصري ولعب كويس. حاليا ما اعرفش انا سبب ندره المهاجمين دي يعني المدربين مش قادرين يحلوها ولا هل هي بتترتب على تعاملات المدربين مثلا ما يقدروش ان هم زي ما حضرتك بتقول ان يكون في حلول بالنسبه ان انت تلاقي مهاجم قوي يفيد الفريق ولا هي بتترتب زي ما قلت ان المواهب ممكن تكون قلت شويه بالتحديد في المهاجمين؟ لا هي المواهب قلت شويه طبعا والعين المفروض يبقى في عين خبيره كده تقدر تنتقل مش ممكن ما تكونش اجيب مدرب ممتاز ابص الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه الممتاز بيه مراكز الشباب فيها لعيبه كويسه جدا جدا يعني بس هو ما كل الانديه بتبقى عايزه تجيب اللعيبه من الدوري الممتاز. انا شايف ان الدوري الممتاز به والدرجه الثانيه بيبقى فيها لعيبه كتير جدا جدا جدا. الاهلي تعاقد مع محمد محمود من وادي دجله ومحمود وحيد من مصر المقاصه. شايف الصفقات دي مدى يعني استفاده النادي الاهلي منها خلال الفتره الجايه؟ وحضرتك من خلال كلامك قلت النادي الاهلي محتاج باك شمال بجانب علي معلول وطبعا تواجد ايمن اشرف. شايف ايه رايك في محمود وحيد واكيد هو من اللاعبين اللي اعتقد مميزين لكن ممكن يكون حضرتك ليك وجهه نظر لو حابب تقولها وكمان محمد محمود من اللاعبين المبشرين جدا بالنسبه للكره المصريه بشكل عام. طبعا احنا بنشوف في لعيبه ممكن بتيجي النادي الاهلي بتبقى مكسره الدنيا في انديتها مكسره الدنيا في انديتها بتيجي النادي الاهلي ما بتلاقيش نفس المستوى يعني تلاقي مستوى مختلف شويه او في لعيبه ممكن النادي الاهلي ما مش اي حد يلعب في النادي الاهلي يعني ممكن يعني كل لعيب جامد جدا بقول لك مكسر الدنيا في اي نادي نادي الاهلي يجيبه بتلاقيه لعيب عادي. هو بصراحه الاثنين مكسرين الدنيا كانوا في وادي دجله سواء محمد محمود او محمود وحيد في مصر المقاصه. اكيد نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله مع النادي الاهلي يعني واكيد هيكونوا اضافه طالما النادي الاهلي اصر على التعاقد معاه. طبعا وبترجع للعيب نفسه يعني مدى انسجامه مع الفرقه خبرته النادي الاهلي طبعا نادي كبير طبعا. بيلعب افريقيا بيلعب الافات جمهور بيحضر الافات فطبعا دي مش اي لعيب برضه يقدر ينسجم في الجو ده والاجواء دي يعني الانديه الثانيه الحمد لله دلوقتي معظم الدوري كلها شركات وانديه يعني ما فيش جمهور ما فيش غير اربع خمس انديه اللي فيها جماهير يعني. طيب اخيرا عايز من حضرتك رساله لجمهور النادي الاهلي اللي النادي الاهلي اكيد محتاجه خلال الفتره المقبله الصعبه جدا من حيث المباريات الصعبه او من ضغط المباريات والبطولات المختلفه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي واكيد منها برضو بطوله دوري ابطال افريقيا. ايه الرساله اللي حضرتك حابب تقولها لجمهور النادي الاهلي؟ انا طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا جمهور كبير النادي يقفوا جنب فرقتهم يشجعوهم يصبروا يصبروا شويه على الفريق. النادي الاهلي قادم وقادر ان هو ينافس وياخد البطوله فطبعا واحنا متعودين ان جمهور النادي الاهلي طبعا دايما على طول بيقف جنب الفرقه في اصعب الظروف وده سر التفوق برضه طبعا النادي الاهلي ان هو جمهوره جمهور كبير وعظيم وقادر يحرك يطلع اللي جوه لعيبه النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله. كابتن موفق نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. ده طبعا كان لقائنا وفقرتنا الثالثه في حلقه الاهلي الليله النهارده مع كابتن موفق الباشا لاعب النادي الاهلي السابق
واتكلمنا كمان على مدار 3 ساعات خلال حلقه الاهلي ليه النهارده عن التحكيم، وكمان اتكلمنا عن النادي الاهلي واستعداده للمباريات المقبله وبتحديد مباراه الغد اللي اكيد بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه طلع الجيش ويواصل انتصاراته سعيا نحو الحفاظ على بطوله الدوري العام هذا الموسم من خلال عدد كبير من المباريات المقبله. طبعا كنا معاكم على مدار 3 ساعات انا وزميلي العزيز عمر ربيع ياسين، استنونا وحلقه جديده من الاهلي الليله. تصبحوا على الف خير.